يبقى حوالين المليار ولا خلاص ما فتحش المصرف. تمام. الدكتور ممكن يبقى معاهم 15 مليون جنيه. دكتور نادر ابو زيد ما رد علي والله. ده استاذ مشارك في المختبرات الطبيه. احنا الان لايف في الفيسبوك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مساكم الله بالخير على جميع طلبتنا، السعيدين جدا بكم في اليوم الثاني في النقاش المفتوح. طبعا احنا النقاش المفتوح او سلسله الايام المفتوحه لشرح التخصصات والتقديم الجامعي. السلسله دي الهدف الاساسي انه الطلب يعني هروم الفرق بين التخصصات والتخصصات الجديده اللي ظهرت الان في المجتمع، لانه عارفين انه كل المجالات يعني حصل لها ابديت كبير جدا في خلال الفتره السابقه. فاحنا ندي فرصه لكل الدكاتره اللي معانا هنا حيشرحوا على التخصصات، واذا في طلبه معانا ممكن طوال يخشوا يسالون اسئله مباشره، واحنا يعني نتمنى نجاوبهم. ومعانا في بعض المختصين في اداره القبول، يعني عندنا صله بيناتهم ان شاء الله. فاذا كان في اي سؤال زي ما بقولوا غلبنا نرجع لهم ونجاوب السؤال طوالي. فاحنا طبعا في طبعا الطلبه الان معانا. السلام عليكم. اذا ما في طلبه انا خلونا اتكلم عن المبادرات. عندنا مبادرات جديده جدا يعني الان طرقناها بخصوص الموضوع ده. هي مبادره اساسيه جدا انه احنا نصنع اليه، طبعا هي بشكل مبادره طبعا يا جماعه، مبادره لخلق كارير ادفايزر، يعني زول زي ما بقولوا باللغه العربيه بيوريك كل التخصصات قبلي من سنه ثانيه لثالثه، قبل ما تخش انت علمي ولا ادبي بيقوم بيشرح لك الفرق بين التخصصات ويعمل لك اختبار او باليه محدده، يعني يوريك انه انت مناسب لاي مجالات والمجال المناسب معك شنو. في اختبارات يتم عملها عن طريق الناس التربويين والناس ناس سايكولوجي ناس علم النفس. في اختبارات محدده بتقوم عن طريقها بيحددوا لك انت شخصيتك ملائمه اي مجال. وطبعا اكيد في النهايه انت ممكن تخلق لنفسك المجال حتى لو كانت شخصيتك ما معه، لكن احنا بنقول الطرق العلميه هي مساعده أن كل دول العالم نمت بها. فاحنا ان شاء الله المبادره دي حتكون بدينا تدريب لمعلمين المرحله الثانويه في محلية بدة. احنا منا حنزرع فكره الثقافه بتاعه اختيار المجال، ابدا من سنه ثانيه ثانوي، ما ابدا بعد تتخرج تطلع تشيل احياء وتطلع بعد تمتحن وتاخذ الشهاده حتى تفتش في مجالك، لا، يكون اختيار مجالك من الثانيه ثانوي ان شاء الله. لكن بالنسبه لاخواننا الحس زي ما بيقولوا بيقوا في امر واقع، احنا بدنا نشرح لهم المجالات الان هي قدام متوفره عشان يقدروا يعرفوا يختاروا شنو. احنا ان شاء الله حنبدا طبعا الناس اللي قدامي، هندي فرص طوالي لو ما في اي زلمه من الطلبه او في اي مداخلات، هندي فرصه للدكتور سماح فهي تشرح لنا مجالها. والدكتور سماح ممكن تعرفينا بنفسك تخصصك كل التفاصيل عني وتدينا فكره عن تخصصك. تفضل يا دكتوره. شكرا لك باشمهندس احمد، وشكرا لجميع الحاضرين، وبرضه شكرا لي تحت الفرصه اني اشارك معكم في الامسيه دي. انا سماح الحسين محمد احمد مكاوي، محاضر في كليه العلوم جامعه الخرطوم في قسم علم الحيوان، ومتخصصه في ابحاث المياه العذبه. بشكل عام كليه العلوم هي كل ما يختص بالعلوم البحته والبحوث فيها بيكون في تطبيقات في كل، يعني داخله في كل المجالات اللي بتلي الحاجات دي، زي مثلا علم الكيمياء والفيزياء والاحياء والرياضيات والجيولوجيا وفروعها. طبعا بالنسبه لعلم الاحياء عندنا في جامعات بتكون كليه العلوم اذا في قسم الاحياء او مرات بكليه الاحياء منفصله براها، لكن احنا في السودان عندنا بيكون اقسام تحت كليه العلوم، فممكن يكون تسمعوا بقسم علم الحيوان وعلم النبات، لكن التخصصات فيها متداخله، يعني ممكن نلقى تخصص في قسم ويكون نفس قريب منه في القسم الثاني، يعني زي تخصص البيئه. المهم في بشكل عام بندرس في كليه العلوم في السنه الاولى كل الحاجات دي، فيزياء كيمياء احياء رياضيات، ما عشان انه
الزول بعدين يختار مجال حيمشي وين، لانه الحياه دي كلها حتكون اساسيات مهمه للطالب اللي قدام في البحث. يعني مثلا انا ممكن ادرس احياء وما عارفه احصاء، ما عارفه رياضيات، ما عارفه كيمياء، اساسيات الكيمياء في حياه فيزيائيه يعني. فبحتاج اني اكون عارف يعني ملمه بحد معين من المعرفه، وبعد ذلك بقدر في التخصص في كل ما امشي لقدام بقوم حسب المجال اللي حمشي فيه حكون يعني حتكون الدراسه بتكون يعني. فمثلا في علم الحيوان عندنا تخصصات مختلفه زي الكيمياء الحيويه، عندنا تخصصات الاعضاء في الاحياء الجزيئيه، في الطفيليات، في الحشرات الطبيه والنواقل مثلا، في علم البحار، في الاسماك، في الاحياء المياه العذبه ده طبعا تخصص بتاع المياه العذبه ده ممكن واحد اصلا يكون انتبه له اصلا تخصص كامل بتاع المياه العذبه. احنا طبعا في السودان يعني ده من اهم التخصصات عندنا. مهمه جدا والله. السلام عليكم. ثاني السلوك، سلوك الحيوانات وكذا. فبيشوفنا بيفتكر احنا بندرس الحيوانات كحيوانات فقط، تنوع الحيوانات، لكن الدراسه حقتنا اشمل من كده. واللي قدام تطبيقاتها بتداخل مع كل التخصص يعني، بتداخل مع مجالات اخرى يعني في الحياه. بس يا دكتوره لو انا نفرض انا زول طالب تمام، هذا لك سؤال، لو انا مثلا ادبي هل بقدر اخش ولا لا؟ لا لا، لازم يكون اساسك علمي. يلا علمي. هلا احياء. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل دكتور. بس عندي استفسار بسيط لو ممكن، بس بعد ما اخلص الاستاذ. لا اتفضل طوال. ايه لو ليه تفضل لو لي. لا والله تفضل. لو ليه عندك تفضل. الله يخليك. دكتور انا بتكلم معكم من الامارات، طالب ثانويه في الامارات، جايب معدل 96.9، ممتحن شهاده عربيه، جاي ثاني الدفعه السودانيه في الامارات، ولفيت يعني لفيت كده كثير. جاني كنت هقدم لالمانيا ولا قدر الله ما قدر وجاني ظرف كده، فعندنا زمايلنا ضافونا للجروب وقالوا في ميتنج، فانا بس عندي حبه استفسارات بس ما اخذ من زمني كثير يا دكتوره. تفضل. اولا بالنسبه للجامعات الخاصه طبعا حاجه اللي اعرفها انه بيخصموا، ما اعرف بس عد دراسه النسبه اللي بيخصموها في السودان من الطلاب حق الشهاده العربيه، وانا شايف اني دار ادرس طب وشغوف بالطب، وعندي باك جراوند على الطب الحمد لله رب العالمين، وانا من الثانويه كنت بقرا عليه، فبس اتمنى انك تفيديني في الموضوع ده. اولا شكرا لك يا محمد عثمان، ومبروك على النسبه. ممكن بس سؤال يا دكتوره؟ يا احمد عثمان، يلا الناس الموجودين كلهم بس بين قوسين اكتب لي تخصصك، لو انت زول متخصص، لو انت طالب اكتب لي نسبتك، جنبها مثلا اي ان جي لو انجينيرنج، بايو لو مثلا احياء، او كلمه، او مثلا بس اكتب لي بس نسبتك اللي جبتها عشان نقدر نعرف انه الطلبه وين والناس المتخصصين وين، عشان نقدر ندي فرص متوازنه. تفضل يا دكتور. معلش ما عندنا مشكله. شكرا ومبروك يا محمد على النسبه الجميله دي يعني، وان شاء الله موفق طوال. بارك الله فيك. يلا بالنسبه انا صراحه في القبول في الجامعات الخاصه ما عندي فكره يعني عن النظام حقها كيف، لكن برضو القبول الخاص في الجامعات الحكوميه، لكن بشكل عام الشهادة دي أعتقد بيعادلوها بعد ذاك كل سنة، ما أعرف بيكون كيف. فما أعرف يا أحمد لو في زول عندنا من إدارة القبول والتسجيل يرد على السؤال. في دكتورة أبو عبيدة لكن أنا ما أعرفه، ما دخل معنا، لكن موجود بصاص. لا ما شايف. إذا أنت عندك كلمة دكتور رازي ممكن تجاوب. بالنسبه للتعديل بتاع الشهادات العربيه والاجنبيه، في كل سنه بيكتبوا معادله بعد ما يعملوا بعد ما يراجعوا مساله. اذا بتذكروا انا كم مره ذكرت لكم حاجه اسمها استيمان ليف. الاستيمان ليف ده جراف بيرسموه بيحددوا به كم من الطلاب جاب 90، كم من الطلاب جاب 91، كم جاب 92، عشان يعرفوا التفاصيل. بعد ذاك بيقوموا بيعادلوا الشهاده العربيه والاجنبيه بالشهاده السودانيه. يعني مثلا زي محمد ديا بيقوموا بيعادلوا له شهادته دي، في الغالب بتنقص درجات بتختلف حسب السنه. اذا عايز يقرا قبول عام
بعد ذاك كل ما ارتفعت نسبة الكلية بتقل الفرق بين القبول العام والقبول الخاص. مثال مثلا مثلا كلية الطب جامعة الخرطوم النسبة بتاعتها بتكون around 92، القبول الخاص بيكون ما أقل من 91. لاحظوا إنه الفرق بين العام والخاص بيكون 1%. لما تنزل مثلا للكليات اللي ممكن يخشوا لها بنسبة 84 أو 85، هنا الفرق بين العام والخاص ممكن يصل إلى 3%. وبعد كده ممكن كلما تنزل لتحت، يعني مثلا لما تصل للكليات اللي بيشيلوا لها من 75، ممكن الفرق بين العام والخاص يصل إلى 7 أو 8% بين العام والخاص. وده بيعتمد على الطلب على الطلب على الكلية والكومبيتيشن، المنافسة اللي ممكن تحصل بين الستودنت وكده. غير كده الموضوع ده بيصدر مسبقا، يعني قبال ما تقدم يا محمد انت بتكون عارف انه شهادتك دي بتعادل، يعني ما حتتفاجأ بعد ما تقدم، اصلا حيوروك قبل ما تقدم انه شهادتك دي، او انت اصلا بتقدم لمكتب القبول اظنه وتعادلها، وبعد ذلك بدو فرصة بينك انت تقدم بالشهادة الجديدة. وحتى المواد ذاتها بيتم تعديلها، يعني مطالما هيعدلوا النسبة كلها هيعدلوا الشهادة، لأنه بعدين ممكن تحصل حاجة اسمها المفاضلة. والمفاضلة دي شايف في ناس كثيرين بيسألوا من إنه what is meant، ماذا يعني المفاضلة؟ والمفاضلة دي طبعا بيلجأوا لها في حالة إنه طالبين أو أكثر يتساووا في النسبة، بعد ذلك بيرجعوا يختاروا منهم عنده سكور أعلى في المواد المؤهلة للتخصص المعني، البيولوجي والفيزيكس والكيمستري لكليات الطب والعلوم والجماعة ديل، والجيوغرافي والهيستري والإسلامي كلشر وديل لكليات اللغة العربية إن شاء الله تكون إجابتي دي كويسة يا محمد. بارك الله فيك أستاذ، ما قصرت. بس أستاذ معلش أنت تقيب كلامك ده على الحكومي ولا الخاص؟ أنت في النهاية لما تجي تعادل شهادتك بيعادلوا لك بالشهادة السودانية حقتنا. بعد كده إذا قدمت حكومي أو قدمت خاص، في النهاية بتبقى عندك شهادة معادلة لشهادة سودانية. يعني مثلاً أنت هسي جايب كم وتسعين؟ 96.6 96. مثلاً لو قاموا عدلوها لك ل 91 أو 92، أنت بعد كده خلاص 96 بتبقى ما شهادتك، بتبقى شهادتك ال 92. وهل الواحد سيني بتقرينا طب في الخرطوم ولا ما بتقرينا؟ جامعة الخرطوم ولا خرطوم العاصمة قصدك؟ لا جامعة الخرطوم. والله جامعه الخرطوم دي ديبنس على كليه الطب، جامعه الخرطوم دي ديبنس على قلت لك الشكل الدياجرام بتاع الاستيمان ليف اللي حيترسم ده. يعني اذا ما عرفنا في كم طالب حاصلين على، لكن في الغالب ما يعني مش ما ابشرك، لكن حسب ما رؤيتي العامه للنسب دي 91 92 ما بيدخل كليه الطب جامعه الخرطوم. ده توقعاتي انا مبنية على رؤية عامة، ما رؤية دقيقة للنهاية. لكن لكن لو حصلت أنا على الدرجات مثلاً بأي شكل، أنا ممكن أجهز أقسم دياجرام كده أوضح إنه البروبابيليتيز والمنافسة وكده، والناس ممكن تخش كيف. أنت تسأل ربنا إنه يعادلوا لك بأعلى من 92 يا محمد. اللهم امين. لكن يا دكتور انا بعاين للجامعات الخاصه. ليه؟ لانه زي ما قلت انت، زي ما ذكرت قبل شويه، بالنسبه للمنافسه في السودان كثيره، فاهم كيف؟ و 96 دي ممكن ما تدخل نطف في الخرطوم. فانا بس على حسب خبرتك يا دكتور، الجامعات الخاصه في السودان عامه في الخرطوم، انا الحاجه اللي اعرف ان في الوطنيه والرازي والرباط، ولا ما اعرف الرباط حكوميه ولا ما حكوميه، لكن في الوطنية والرازي. الوطنية دي أنا شغال فيها تقريبا ما شاء الله. طيب شغال فيها، يعني طيب. أي نسبة أعلى من 85 ممكن تدخل كلية الطب. 85 عربي ولا سوداني؟ لا سوداني. سوداني 85 سوداني. وعربي ما عندي فكرة بالضبط، لكن 85 سوداني بتدخل كلية الطب. إذا انا بسجل رقمي يا محمد في الشات، اخذ رقمي وممكن تتواصل معي بكره بالنهار، انا بسالك بالضبط في الوطنيه وفي الرازي النسبه كم السنه اللي فاتت كانت، وافيدك ان شاء الله. خلاص تمام، ما عندك مشكله استاذ، بارك الله فيك، شكرا لك. هاي رقمي بديك لي في الشات هسه تلقاه باذن الله تعالى. شكرا يا ابني، موفق ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة، أنا اسمي فادي وجيت من السعودية، امتحنت الـ RG في السودان قبل 3 شهور، شهر 10 امتحنت ايه؟ امتحنت الـ RG، امتحنت الـ RG الشهادة البريطانية في البريتش كونسل. ايوه تفضل. أيوة، فالشهادة طلعت قبل كم يوم، فبستفسر يعني أنا طبعا عندي رغبة كبيرة يعني أدخل طب أسنان، فما أعرف أنا جبت يعني حوالي 85 من 95، يعني في الشهادة البريطانية ما في فوق ال 95، يعني أعلى نسبة 95، وأنا جايب 85 من 95، فبدخلني طب أسنان مثلا. والله يا فادي احنا ما حنقدر نوريك لانه الدليل لحد الان هو ما طلع، زي ما ذكر دكتور رازي حسي الاستاتستيك لسه ما اتحسبت، هي ما نعم يعني حاجه هي كل سنه متغيرات حسب يعني عندها متغيره، صح دكتور رازي؟ صحيح، كل سنة الدليل ده الناس بتفكر في انه دي النسبة اللي حيقبلوا بعد السنة دي، لا، الدليل ده هو النسبة. مثلا اذا مثلا كتبوا مثلا كلية الطب جامعة الخرطوم 92، ده اقل طالب خش كلية الطب جامعة الخرطوم السنة اللي فاتت كانت 92، انت تبني توقعاتك عليها. بالنسبة للشهادة لندن دي، إذا هي عندها أعلى درجة عندهم مثلا 85، الناس مكتب الجول بيكونوا واعيين بدا، يعني بيكونوا عارفين إنه الطالب عندهم هناك ما بيجيب أعلى من 85، وبالتالي لا عندهم 95 95 نعم عندهم ايكويشنز وعندهم معادلات بيعادلوا بها أي، يعني أي شهادة عندهم ليها ميثودولوجي ما حيخطوها لك أنت أصلا، هي موضوعة قبل كده. نعم يعني ممكن في الحلقات الجاية أنا ممكن أجيب لكم أرقام تكون أكثر دقة عن الشهادات العربية دي وكده، أيوة. تمام، أنا وأعرض لكم هنا. أنا حقيقة يفترض أجهز برزنتيشن لكن نظارتي كانت ضايعة والله، هسه جبت لي واحدة غاية ملكلكة كده شغال بيها لحد ما نشوف لنا نظارة جديدة الواحد بعد يكون متابع. أي إن شاء الله يكون إجابة. بس غالبا الجامعات الحكومية في السودان ما بتقبل الشهادات البريطانية، يعني بس شهادات سودانية فقط أو شهادات لا لا عربية، لا 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 ما أظن، صح؟ لا لا بيقبل، لا بيقبلوا، لا بيقبلوا ما في مانع. نعم، بس المبلغ بيكون مختلف، صح؟ صحيح، شنو؟ يعني المبلغ بيكون مختلف. لا المبلغ ده موضوع تاني، انت نعم كده خش الجامعة بعد ذاك مواضيع هم شرطهم ما على الرسوم، شرطهم على النسبة اللي انت جايبها، بعد ذاك الرسوم دي مواضيع تانية. نعم آه. وأحسن جامعات مثلا في السودان، أنا طبعا ما عمري جيت السودان نهائي، يعني لسه قبل 4 شهور جيت. انت سوداني ولا ما سوداني؟ لانه لهجتك أنا شويه سوداني، أنا سوداني، كويس كويس بس أول مرة أجي، يعني أنا جيت عشان أمتحن الشهادة البريطانية بس ما عمري جيت نهائي، فما أعرف الجامعات الكويسة. يعني عامة الجامعات الحكومية في أي بلد مثلا بتكون أحسن من الجامعات الخاصة، ففي السودان ما عارف الجامعات الخاصة أحسن ولا الجامعات الحكومية، لأنه في ناس يعني كثيرة بيقولوا لي طبعا الجامعات الخاصة أحسن. يا فادي، فادي بس يعني احنا نكون واضحين معاك، احنا هنا ما في تنافسية الجامعة الأفضل أي جامعة، ما بنقدر نذكر أي جامعة أفضل، احنا هنا بنتكلم عن المجالات اللي أنت ممكن تخشها والمجال المستقبل بتاعه وكذا. لكن السؤال بتاعك ده سؤال يعني صعب جدا إجابته الآن، لكن ما حنقدر نجاوبك إنه أحسن الجامعات الحكومية أفضل ولا الخاصة أفضل ولا الجامعة الإكس دي أحسن من الجامعة واي، ما حنقدر أفاد، ده سؤال صعب جدا الآن يعني معلش، لكن اعذرنا الآن. وإذا لا جاوب أترك لك معك. أي زول ممكن إجابته تكون بايز لجامعته تجربته ولكده، الخاصة لكن أي لتجربته الخاصة. كل الجامعات في السودان جامعات معتمدة في بالنسبة لوزارة التعليم العالي السودانية، لأنه أصلا لو ما بتعتمدها ما فتحتها. الحاجة الثانية بتختلف الجامعة، يعني مش في جامعة كويسة at all، في جامعات كويسة في تخصصات، مثلا بتلقى مثلا الجامعة إكس كويسة في التخصص واي والجامعة واي كويسة في التخصص اي وهكذا، لكن جامعة كويسة at all ما في، جامعة كعبة at all ما في، والجامعات دي كلها جامعات كويسة وفيها بتديك بعدين qualifications كويسة وكده، لكن انت you have to select، يعني انت مسألة الاختيار للجامعة دي
يجب أن تكون دقيقة لعدة أسباب. أنا بذكر مثال، في طالبة كانت بتدرس في جامعة بحري في الكدرو وتسكن جبل أولياء دي، وبتقري في تخصص متوفر في جامعة النيلين دي. أنا قلت لها أنت أصلاً ما يعني ما استخرتي ربنا في أنك أنت تختاري الجامعة، يعني تخصص متوفر في جامعة النيلين، هي مشت قرته في جامعة بحري وهي تسكن جبل أولياء، فدي اصلا يعني انت بالمناسبه لازم تراعي متغيرات كثيره جدا في اختيار الجامعه وفي اختيار التخصص. يعني الكلام ده ما مساله انه والله اولاد اهلي قروا جامعه كده او فلان ده قرى جامعه كده ونجح فيها او كده، لا، ممكن اخوك ذاته يقرا جامعه ينجح فيها انت تقراها هي ذاته وما تنجح. فتراعي الحاجات دي كلها بعدين لما تيجي تختار الجامعه بتاعتك. يعطيك العافيه، شكرا لكم يا ما قصرت، شكرا لك يا فادي. فادي طبعا خليك معانا، احتمال تلقى لك واحد يدي معلومه اكثر من يعني في الحياه اللي في هندسه سوري في طب اسنان وكذا ان شاء الله. احنا طبعا يعني من ده ندي، لو في طبعا الواحد يدوس معلومات عامه يا جماعه قبل ما ندي فرصه ثانيه، اذا في زول عنده سؤال من الطلبه اخواننا الطلبه ممكن يرفع يده، بتلقى رايس هاند في مور، بتلقى رايس هاند بترفع يدك عشان احنا نديك فرصه طوالي. الاولويه للطالب، اي طالب في اي لحظه عنده استفسار حنديه طوالي فرصه. تفضل سماح حسين، تفضلي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. معلش انا ما طالبه، انا اوريدي خرجت، بس اخويا هو اللي يقرا في جامعه الرباط. الصوت ردي جدا يا سماح. سماح بس معلش السؤال يا سماح. يا سماح ممكن تكتبي السؤال في الشات يا الناس. سماح معلش الصوت كان قطع. ايوه دكتور كده سامعني؟ طيب ذكروا كده سامعني. ايوه اذا الصوت سيء الزول يكتب السؤال بتاعه في الشات. تمام حاضر. طيب يا سماح ممكن تكتبي السؤال بتاعك في الشات. أيوة. انا بقوم بقراه. طيب سماح. يا سماح انا يا سماح اكتب السؤال في الشات. طيب طيب تمام وانا بقراه لك ان شاء الله. طيب معلش شكرا لك. نعم يعطيك العافيه يا رب. تمام يلا مثلا سمحت تكتب سؤالها اذا ثاني في استفسار. اذا ما في استفسار طبعا دكتوره سماح شرحت لنا تخصص جميل جدا، وانا والله صراحه او بجد انا واحد من الناس انبهرت بالتخصص بتاعها. وطبعا دكتوره سماح في حياة كثيره ما عرفنا عليها، اصلا الان في دكتوراه بتقرا في دراسه المياه العذبه في المانيا، يعني التخصص يعني على مستوى عالمي، ومن التخصصات يعني الان كلنا عارفين انه المياه هتصبح من الموارد الاساسيه في كل دول العالم، فمن تخصصات النادره جدا. وان شاء الله موفقه دكتوره سماح. هنديك فرصه ثانيه نمشي بس لدكتور ياسين، واي زول يا جماعه لو عاوز يشارك يرفع لنا يده بس للمعلومه الثانيه. وطوالي هندي فرصه. تفضل يا دكتور ياسين. في البدايه السلام عليكم جميعا، وما شاء الله يا احمد يعني الشغل بتاعك جميل، يعني الكوردينيشن بتاعك والاشراف حاجه جميله وما شاء الله يعني. وطبعا دي الليله فرصه جميله الاقي دكتور رازي يعني فيس تو فيس، فيديك العافيه دكتور سماح. كيف اخبارك كلكم؟ طيب انا بس عشان ما يعني اخش لكم في الموضوع طوال، انا عندي برزنتيشن بيتكلم عن التعليم عامه، يعني تمام كيف انك انت تختار الشهاده او التخصص اللي انت عايزه. تمام انا ما درست في السودان وما درست في السودان جامعه، فعشان كده ما عندي يعني معلومه عن المعلومات عن السودان. لو في اي سؤال دكتور رازي وسماح وباشمهندس احمد هم ممكن يكونوا ادرى مني. طيب لو في سؤال يا احمد يعني وقفني طوالي ما في مشكله. تمام انا متابعك هنا وفي الواتس، تفضل هنا. تمام في الفيس سوري معلش تعودت على الواتس. طيب يا شباب اول حاجه ان شاء الله الليله حتكون يعني زي برزنتيشن صغير كده. تمام البرزنتيشن ده انه انا قصدت اول حاجه اعمله بالانجليزي، لانه اي طالب داخل الجامعه مفروض يكون درس انجليزي، درس لغه انجليزيه. تمام وعملته بلغه بسيطه على سنه تكون مفهومه. تمام
فبتمنى انه ما في زول يدعب عشان يفهموا، يعني طالما كلنا امتحنا شهاده سودانيه وكلنا نجحنا في الانجليزي فما يتخلي يكون فيه صعوبه. طيب البرزنتيشن بتاعي ده اسمه It is a time to change the future. انت اللي حتغير المستقبل، مش المستقبل اللي حيغيرك. تمام، دي نقطه مهمه جدا جدا. تمام، طيب زي ما قلت لكم انا اسمي ياسين حسن وانا بعمل في بحث عن جوده التعليم. تمام، طيب ان شاء الله البرزنتيشن بتاعي ده اول حاجه تعريف بسيط كده عن البرزنتيشن ذاته هو شنو، بعد شويه المستقبل وين، يعني الكورسات بتاعت المستقبل. بالمناسبه المحاضره دي يا جماعه والحاجه البرزنتيشن ده للزول اللي لسه متردد، لكن الزول خلاص يعني حسم امره داير يقرا اداب داير يقرا طب، فيتخلي ده بكون يعني اللي بس يجي لمعلومات عامه. تمام، لكن ده نحن مخصوص عاملين البرزنتيشن ده للناس اللي لسه مترددين يعني. طيب بعد ذاك من اديك انك انت على اي يعني انت المفروض تختار الكورس المناسب شنو. بالمناسبه دكتور رازي ده قال كلمه جميله جدا جدا اللي هي البيت الساكنه في 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 جبل اولياء وتقرا في بحري. اللوكيشن يا جماعه ده اهم حاجه، انك انت تشوف اقرب جامعه لك، دي مهمه جدا جدا. وحتى لو انت مثلا جاي من برا السودان او جاي من منطقه ما فيها يعني عشان تدرس في الجامعه، فانت يفضل انك انت تسكن قريب من الجامعه. تمام، بعد ذاك بنتكلم انك انت تلقى المعلومه وين. تمام، وبعد ذاك يعني انت لازم التفكير بتاعك لازم يكون مختلف تماما في الحته بتاعت انك لما تيجي تبدا تختار الكورس بتاعك ولما تدرس الجامعه. في النهايه بنشوف لنا مخرج عشان نطلع بيه من بفائده من المحاضره دي. طيب اول حاجه يا شباب يعني مبروك لكل الناس اللي نجحوا. تمام، ونتمنى لهم يعني حياه جامعيه سعيده، و زي ما قلت لكم انت اللي بتغير المستقبل، المستقبل ما 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 بغيرك، انت المفروض تكون جزء من المستقبل اللي حيتغير مستقبلك انت، مستقبل عائلتك، مستقبل بلدك. طيب الويبينار ده زي ما قلت لكم يا جماعه للناس اللي لسه يعني ما انا والله يا ربي اقرا هندسه كمبيوتر، والله اقرا يعني علوم، اقرا علوم كيمياء، والله اقرا علوم احياء. تمام؟ بعد ذاك خليك جاهز عشان تبدا المرحله بتاعت الجامعه، الجاهزيه بتاعتك دي احنا حاليا نتكلم عنها بعد شويه. واخيرا يا جماعه انت دائما يعني دائما فكر يعني فكر فوق. تمام؟ يعني خليك دائما يعني مطلع، يعني انا قبل شويه استغربت انه فادي داير يقرا اسنان في السودان ولسه يعني هو متردد انه او ما عارف انه والله الجامعات الحكوميه في السودان افضل والله ما افضل. يعني تخلي السؤال ده المفروض يكون بدري شويه يا فادي، يعني انت في مرحله بتاعت بحث للجامعه وكده المفروض تكون من بدري عارف انك انت والله يا اخي الجامعه اللي حامشي اقراها دي ترتيبه شنو، الكورس اللي انا حاقراه ده المفروض يكون وين يعني. تمام، في السلم بتاع السلم الاكاديمي. نعم، انا طبعا عندي خطه في بالي يعني من زمان، وعارف الجامعات الاحسن من السيئه، بس طبعا كذا واحد يعني شوش في مخي يعني بيقول لي لا. طيب بس خليك معانا عشان ثاني ما في واحد عشان ما في واحد يشوش لك، خليك معانا انا بديك المعلومه جميله. تمام، ضيعوني الصراحه. طيب يا جماعه ما بكره المدرسه؟ طيب ما بكره معلش شو المدرسة يوم الاثنين؟ أنا عملت ميت كول يا دكتور ياسين، تفضل افتح دكتور افتح المايك بتاعك. طيب يا جماعة أنت لما تجي تدرس كورس، أول حاجة يا جماعة اختار الحاجة اللي أنت بتحبها. تمام؟ يعني أنت مثلا بتحب يعني ده بتحب طب الأسنان، غاتل في طب الأسنان. بتحب والله الهندسه الميكانيكيه، غاتل في الـ في الـ في الـ في الميكانيك. بتحب الاداب، غاتل عشان تخش الاداب. والحته دي يا جماعه بتقودنا لسؤال بعدين انا حوريكم انك انت المفروض ليه تغاتل من اجل الحاجه اللي بتحبها. يعني زي اللي هي الحته بتاعت انك مثلا هنا مثلا جبنا لكم العلبه دي فتحناها لكم،
بتاعت الكواليتي ستريت اللي هي معروفه في السودان باسم ماكنتوش وجبتها فتحتها اديتها لكم. اكيد طبعا انت ما حتختار، بتختار الحاجه اللي انت بتعجبك كويس. ممكن اللون، انت بتحب اللون الازرق او بتحب اللون البينك او بتحب اللون الاحمر او بتحب الاشكال، الشكل المستطيل، الشكل المربع، تمام. فانت دائما يا جماعه من السعدي خط انك انت والله يا اخي انا بحب شنو، مش ابوي عايز اقرا شنو او امي عايز اقرا شنو او ناس الحله او ناس البيت عايزين اقرا شنو، لا دي شيء لبرا من راسك، شوف انت بتحب شنو ومقدرتك لها شنو، تمام. طيب المستقبل، طبعا يا جماعه بتسمعوا كلام كثير جدا جدا يقول لك والله مثلا الخمس الماقره مثلا طيب ماقره، والله الهندسه دي قروش تراب، والله لا شفت هندسه البترول دي يشيلوك كده، تمام. فده يا جماعه كلام كله ما مؤسس وكلام يعني زي ما بنقول نحن بالدارج ده طلص، تمام. طيب نجي نشوف الكورسات في العالم، يعني الكورسات الاسيا ماشيه على وين، الدنيا ماشيه على وين، الاكاديميات ماشيه على وين. مثلا في الهندسات، تمام، في الهندسات اول حاجه يا شباب اللي هي مثلا حاليا نتكلم عن الهندسات انه الكورسات شنو بالتحديد. من اجل نتكلم عن الاي تي، تمام. في الاي تي طبعا يا جماعه احنا بنسمع عن السايبر كرايمز والسايبر سيكيورتي واللي هو الذكاء الاصطناعي، انترنت الاشياء، دي الحاجات الماشيه، تمام. لانه انت مثلا لو داير تدرس سايبر سيكيورتي اللي هي اللي اسمها شنو بالعربي الحمايه، اول حاجه بتدرس شبكات، بتكون عندك فكره عن الشبكات وفكره عن السيستم اللي انت بتحميه، تمام. فبالتالي انت بتغطي جزئيه كبيره جدا جدا من في الاي تي. بعد ذاك الفاينانس والبزنس، اللي هو ده طبعا العالم كله معتمد على الفاينانس البزنس. دي من الدراسات تقريبا مهمله في السودان صراحه، يعني انا اتذكر لقيت ولد خالي السنه اللي فاتت في السودان يا دوب دخل الجامعه فسلمت عليه يا ابو حميد كيفك؟ ها دخلت شنو؟ قال لي دخلت اقتصاد، قلت له والله من اجمل الدراسات، قال لي يا اخي والله يعني لو ما انت اطول مني كان بوستك في راسك، قلت له ليه؟ قال لي اول مره زول يقول لي يا اخي الاقتصاد ده قرايه جميله، تمام؟ فانت يا جماعه ما في قرايه سمحه وقرايه كعبه، تمام؟ انت عايز شنو؟ تمام؟ انت عشان يعني مثلا انت مستحيل تكون مبدع في اقتصاد وانت اصلا ما بتحب الاقتصاد، ومستحيل تكون طبيب ناجح وانت اصلا ما بتحب الطب ولا عندك الامكانيه اليوم. بعد ذاك يا جماعه بنجي للطب، تمام. الكورسات المرغوبه جدا في العالم اللي هي التمريض، اللي هي الثيرابيست، ممكن تكون العلاج الطبيعي ولا كده. في حاجه يا جماعه مهمه جدا جدا اللي هي الهيلث كير مانجرز، اللي هي اداره المستشفيات، اداره المرافق الطبيه، دي مهمه جدا جدا، يعني دي من الدراسات الطب، يعني حتى انا بعرف فيها اطباء غيروا المجال بتاعهم مشوا درسوا اداره. يعني بعد ذلك في الانفورماتكس، الانفورماتكس يا جماعه اللي هو اي شغل بتاع طب الكمبيوتر، يعني مثلا عندنا الكوفيد 19، تمام. الكوفيد 19 دي عندنا مثلا جامعه زي جامعه سنغافوره، جامعه سنغافوره دي من بدري جدا طلعت ستاتستيك، ممكن دكتور رازي يكون متابع الحاجه دي، طلعت ستاتستيك وورت انه والله الموجه الاولى مثلا في السعوديه بتنتهي 200، الموجه الاولى في السودان بتنتهي 200، الموجه الاولى في امريكا بتنتهي 200، الموجه الثانيه حتبدي 200. يعني شغل بتاع داتا ساينس، شغل بتاع ستاتستيك، شغل يعني شغل رهيب يعني، تمام. بعد ذاك الانفايرومنت والسستينابيلتي اللي هي التنميه المستدامه. طبعا يا جماعه الانفايرومنت دي بيدخل فيها قبل شويه التخصص بتاع الدكتور سماح اللي هو المياه العذبه، العجب باشمهندس احمد، وبيدخل فيها النفايات، الشغل بتاع النفايات، بيدخل فيها الشغل بتاع تدوير النفايات، الشغل بتاع البيئه عامه. دي للاسف دي من الدراسات اللي عندنا في السودان تقريبا تكاد تكون معدومه. طيب نجي نشوف نخش في اي كورس سريع كده نشوف في الهندسه. طيب في الهندسه يا جماعه اللي هي عندنا الالكتريكال ان الكترونكس انجينيرنج، اللي هي الهندسه الالكترونيات وهندسه الكهرباء، دي من الحاجات الماشيه في العالم مشي، تمام. بعد ذاك عندك الكمبيوتر انجينيرنج، هندسه الكمبيوتر، تمام. دي برضه من الحاجات، هسه قبل شويه احنا شفنا الكمبيوتر ده داخل في اي حاجه، يعني هسه دي احنا لو ما الكمبيوتر ما كان قدرنا نشوف بعض نشوف ونتكلم معكم يعني.
بعد ذاك عندك الالكتريكال اند كمبيوتر انجينيرنج، ده يا جماعه تخصص واحد تمام. يعني مثلا احنا عندنا في بريطانيا في حاجه اسمها ميكانيك ميكانيك الكتريكال ميكانيكال، يعني الكهرباء وميكانيك مع بعض، في الكترونيات وكهرباء مع بعض تمام. عندنا برضو كهرباء وكمبيوتر مع بعض، دي طبعا دي التخصصات الجديده. طبعا هنا في بريطانيا التخصصات دي برزت فيها جامعه ساوث هامبتون، وما حتى عندنا طالب سوداني ما شاء الله تبارك الله يدرس طوال الشركه، يعني في شركه جات مجرد ما انتهى اخذته ومشى اشتغل، لسه شغال مع الكهرباء هنا في بريطانيا. بعد ذلك عندنا الالكترونكس اند كوميونيكيشن انجينيرنج، اللي هي هندسه الاتصالات والالكترونيات، دي برضه خدتوها في كورس واحد يعني. طيب عندنا بعد ذاك الكيميكال انجينيرنج، اللي هي هندسه الكيمياء. طبعا معظم يا جماعه الدراسات دي موجوده في السودان، ممكن تكون الاسماء بتاعتها مختلفه لكن موجوده في السودان، دي بالنسبه للهندسات. وعندنا البايوميديكال انجينيرنج، البايوميديكال انجينيرنج ده يا جماعه مهمه جدا جدا، اللي هي الهندسه الطبيه، اللي هي بتكون فيها الشغل بتاع المعامل والتصنيع بتاع الادوات بتاعت المعامل وكده يعني. طيب في سؤال يا احمد ولا واصل؟ الواصل يا دكتور. طيب نجي للانفورميشن، الانفورميشن تكنولوجي اللي هي تقنيه المعلومات. طيب في تقنيه المعلومات يا جماعه عندنا الكمبيوتر ساينس تمام، يعني علم الكمبيوتر او علم الحاسب، يعني ده متطور بصوره يوميه يعني. بعد ذاك نجي برضو الكمبيوتر ساينس والانجينيرنج مع بعض، يعني علم الكمبيوتر مع الهندسه تمام. بيجيك الكمبيوتر ساينس وماثماتكس، ده بالذات للناس مثلا بتاع مثلا عندنا مدرسه العلوم الرياضيه في جامعه الخرطوم، ده شغلهم تمام، اللي هم هو اصلا اسمها مدرسه العلوم الرياضيه، فيها تخليها الاحصاء وفيها الكمبيوتر، فده الشغل بتاعهم يعني. وما شاء الله يعني الطلبه اللي تخرجوا منه يعني اشتغلنا معاهم وعاشرناهم ناجحين جدا ومتطورين جدا يعني. بعد ذاك الكمبيوتر ساينس والارتفيشال انتليجنس اللي هو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ده يا جماعه يعني اسيدي مثلا انت دخلت في جوجل تمام، بتفتش لك كتاب، بعد شويه جوجل ده بلقط لك اي كتاب حايم بيجي بيحط لك في البروفايل بتاعك. ليه؟ ده لانه الذكاء الاصطناعي، مش لانه والله جوجل ده داري يتجسس عليك او لا لا لا، الشغله دي كلها شغله بتاعت الالجوريثميات. انت بتفتش لحاجه معينه، بعد ده كله ما فتحت الجوجل بتلقى الحاجه دي جابتها لك. مثلا انت في الفيسبوك جنك سياسه، بتمشي تكتب عن السياسه، بتتدخل في المواضيع بتاعت السياسه، بيجيب لك كل المواضيع بتاعت السياسه ثاني، اي موضوع بتاع السياسه بتلقاه في جات في الطب يعني تمام. ده كله بفضل الذكاء الاصطناعي. بعد ذلك عندنا الانفورميشن تكنولوجي عموما، وطبعا العالم هسه كله مبني على تقنيه المعلومه يعني. وعندنا المانجمنت انفورميشن سيستم. المانجمنت انفورميشن سيستم ده يا جماعه يعني مثلا انت في شركه، شغال في شركه، الشركه دي فيها انفورميشن سيستم داير له مدير غير المدير بتاع الشركه، يعني دي حاجه براو. فمن الدراسات الجميله جدا ودراسات ممتعه جدا يعني، انا تمنيت انه درستها جزء منها، تمنيت انه اتخصص فيها، لكن ما تحظيت انه امشي في التخصص ده. طيب نجي للفاينانس والبزنس، الكورسات التوب اللي هي الفاينانس. بعد ذاك عندك الايكونومكس، الاقتصاد. الاقتصاد ده يا جماعه من الدراسات الجميله جدا والدراسات ما يزول بخش اقتصاد على فكره. صحيح. الاقتصاد ديل نوابغ صراحه يعني. بعد ذاك في المحاسبه. المحاسبه دي يا جماعه يعني واحد مثلا زمان يخش الجامعه يدرس محاسبه يكون خديان، بالعكس يعني المحاسبه دي بالمناسبه يعني ناسي مثلا في بريطانيا اعلى الناس رواتب المحامين والمحاسبين. ديل ممكن يكون اعلى من الطبيب تمام. بعد ذاك عندك الانترناشونال بزنس فاينانس، عندك البزنس اللي هي الاعمال اداره الاعمال والله، وعندك الفاينانس وايكونومكس، وعندك البزنس ادمنستريشن اللي هي دي اداره الاعمال تمام. دي يا جماعه من الدراسات الجميله جدا جدا ومعظم يعني مثلا عندك سمعته طبعا بهارفارد، سمعته باوكسفورد،
طبعا كلهم عندهم بيزنس سكول. بيزنس سكول دي بتكون بجنبها يعني، دي حاجه ما ب... يعني حتى مثلا انت هنا في بريطانيا لو الشهاده بتاعتك مثلا 2-1 وعايز تخش مثلا واحده من ال... من البيزنس سكول ما حتقدر تخش تمام، يعني حتى الدخول ليها صعب جدا جدا لان حاجات مرموقه وعارفين يعني عارفين دي من الدراسات كل يوم الناس عايزينها. اخيرا نجي قبل الاخيره نجي للطب والهيلث كير، عندك الفارماكولوجي الصيدله دي الحاجات الطب يعني احنا شفنا الفاكسين نسمع كل يوم باسترازينيكا اوكسفورد ومين كويس ده اللي بيعملوا في اللقاحات دي بفضل مين؟ بفضل العلماء اللي هم يتخصصوا في المجال بتاع الصيدله. بعد ذاك عندك العلاج الطبيعي، عندك التمريض، وعندك الميديكال تكنولوجي يعني دي من الدراسات الجديده، وعندك الاندستريال اورجانيزيشن سايكولوجي. دي طبعا يا جماعه السايكولوجي دي يعني من الدراسات المهمه جدا للشركات. انت يعني الشركه بتجيب زول بتاع سايكولوجي عشان يدرس الفريق العمل ذاته، يدرس السيكولوجيه بتاعتهم بيفكروا كيف، اللي هي الحته بتاعت الذكاء الاصطناعي الذكاء العاطفي تمام. دي كل اسئله احنا في التيم بيلدينجز في كده محتاجين ليها. دي بتجي من منو؟ بتجي من الزول اللي درس سايكولوجي. يعني انت درست سايكولوجي ما معناه انك انت بس حتشتغل مع المرضى النفسانيين وكده، لا ما يعني ممكن كلنا احنا نكون محتاجين لزول بتاع سايكولوجي في واحده من حياتنا. يعني ما بالضروري ان انا اكون مريض ومحتاج له، لا ممكن احتاج له ذاته في التفكير، احتاج له انه كيف انا اطور نفسي في حاجه معينه يعني تمام. نجي للتخصصات بتاعت البيئه اللي هي الانفايرمنت، فيها السستينابيلتي والرينيوبل انرجي اللي هي الطاقه المتجدده. الطاقه المتجدده يا جماعه في العالم بدا يعني يخفز نحو الطاقه المتجدده. يعني عندنا مثلا دول زي المانيا مشت يعني قطعت شوط كبير جدا في الطاقه المتجدده، هي الطاقه من الرياح والطاقه من الـ من الـ من الشمس السولار انرجي. بعد ذلك عندنا علم الانفايرمنتال اللي هو اي حاجه بتختص بالطبيعه يعني تمام، او البيئه سوري. طيب يا جماعه انت اول حاجه لازم تكون يعني زول بتفك يعني عنده قواعد للتفكير تمام. يعني انت مثلا داير تقرا الكورس، اول حاجه تعال احضر ويبينارات زي دي، امشي اسال تمام، واسال اي سؤال ما تتعقد. يعني هسه انا متكيف من فادي جه سال قال يا جماعه الجامعات في السودان احسن الجامعات الخاصه، وان كان ما لقى عندنا اجابه لكن سؤاله ده بيبقى مشروع ومطروح يعني ومن حقه يساله في اي وقت تمام. فلو ما لقى الاجابه الليله عندنا امشي فتش الاجابه وين. لكن اهم حاجه يا شباب انتم في مرحله زي دي اخذوا المعلومه من المعلومه الصحيحه من الشخص الصحيح، ما تمشي يعني انا شخصيا اتصل بي زول يقول لي والله انا داير اقرا في السودان، بقول له والله سوري معلش انا ما عندي اي معلومه عن الجامعات في السودان، ما درست هناك ولا اشتغلت هناك تمام. فبتمشي تسال زول اشتغل هناك مثلا زي دكتور رازي، زي ناس احمد ديل يتخرجوا هناك، ديل اللي بتسالهم تمام. فالدكتوره سماح ما تمشي تسال زول ما عنده علاقه بالاكاديميه، تيجي تسال وتقول الله يا اخي رايك شنو؟ ما طبعا اكيد زي ما قال لكم دكتور رازي هيديك بحسب هو الحاجه شايفها كويسه. انا اقرا طب اي كيف يا زول، الطب ده ما قرا طب ما قرا، او اصلا يعني التفكير السلبي اللي عندنا في السودان ده يا جماعه نحن لازم الناس تزيح منه، لازم تبدا تفكر تفكير ثاني، عشان لانه التفكير السلبي ده هو ده الحد لانه هو نحن واقعين في نفس المشاكل يعني تمام. بعد ذاك يعني انت يا جماعه لو عايز تبقى ahead of the game، انت عايز دائما تفوز، مفروض تعمل شنو؟ مفروض يا جماعه تحل المشكله بطريقه مختلفه وبطريقه اجود ما عندك، اجود ما 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 ما, ما, ما يعني تندع به غريحتك زي ما بيقولوا كويس. انت المفروض تحل المشكله بيه، يعني ما ممكن انت تكون داير تقدم لجامعه وما فارقه معك والله اي، بس انا في النهايه داير اقرا جامعه تمام. ده كلام في النهايه بعدين حتندم عليه، وبعد 5 سنين بعد 10 سنين حتندم عليه تمام. ونصيحتي لكم اي زول في الفتره زي دي، في كتاب جميل جدا جدا كويس اسمه The Rules of Thinking قواعد التفكير تمام، فتشوا للكتاب ده وده المؤلف بتاعه،
امشوا اقروا في 100 قاعده بتاع التفكير حاجه روعه. اخيرا يا جماعه اول حاجه فتش الكورس يعني المناسب لك لشهادتك اللي جبتها، مناسب لوضعك المالي، مناسب لتفكيرك، ومناسب لمستقبلك. تمام، دي حاجه مهمه جدا جدا. يعني ما ممكن انت تكون ما عندك اي علاقه بالرياضيات داير تجي تقرا لي مثلا تتخصص في الرياضيات، ما ممكن. تمام، برضو يا جماعه ميك شور اوف يور بوتنشال اند يور انترست. تمام، زي ما قلت لكم قبل العلبه بتاعت الحلاوه ديك، يعني شوف الحاجه اللي انت بتحبها، شوف امكانياتك شنو. تمام، والله يا اخي انا بحب الشغل بتاع البرمجه. تمام، مين نسعدي ما تضيع وقتك، امشي شوف الجامعات الكليات اللي بتدرس برمجه، وفي البرمجه ذاته شوف الحاجه المطلوبه شنو. تمام، وامشي لقدام. يا دكتور ياسين، ايوه، في شيء شيدنج كده في البرزنتيشن، انا ما قادر اشوف في شنو، في خطين كده، واحد اسود باليمين وواحد بال ده بكون من الشير، لكن ما في مشكله. اوكي، ايوه اي ديلا، ايوه كده واضح. اي بس شيل فوق برضو. اوكي، ايوه ده التاب ده. شكرا جزيلا. طيب بعدين يا جماعه انت يعني امشي اقرا، مثلا دخلت الجامعه اللي انت بتحبها من البدايه، الحاجه اللي ما بتحبها ما تخش، ما تضيع وقتك فيها. لما تخش الجامعه ابقى طالب جامعي بجد. تمام، اقرا يعني تابع المحاضرات بتاعتك، اعمل امتحاناتك، عيش الحياه الجامعيه. الحياه الجامعيه دي بالمناسبه يا جماعه ما 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 اكاديميات بس، هي ذاتها عشان سموها الجامعه لانها بتجمع جميع بتجمع العلوم، وبتجمع الثقافه، وبتجمع الفن، وبتجمع السياسه، كل شيء انت بتلقاه في الجامعه. تمام، فانت عشان تكون زول يعني في النهايه تفتخر بالشهاده بتاعتك دي، يعني اقعد ليها. تمام، اشتغل يعني ادعب وخليك زول يعني زول فيري بروفيشنال. تمام، يعني المحاضرات بتاعتك اكتبها، ما تفوت محاضره الا يكون الشديد القوي. تمام، وادي يعني الكورس اللي انت خش فيه ده اديه كل جهدك. ليه؟ عشان انت بعدين تكون في الطب، تكون في القمه. تمام، بس ما شاء الله تبارك الله، يعني احمد ده من الناس اللي جابوا فيرست كلاس، يعني ما شاء الله تبارك الله. يعني انا والله صراحه يعني انبهرت بالشهادات بتاعته وبالشغل بتاعه. اكيد احمد ده مفروض انت يا احمد تيجي تتكلم لنا على الحته دي، انك انت كيف قدرت يعني تنجز الكورس بتاعك او الديجري بتاعك بفيرست كلاس. تمام، دي حاجه مهمه جدا جدا عشان الناس الثانيين يستفيدوا منك. تمام يا شباب، شكرا جزيلا للاستماع، واذا في اي سؤال ممكن اقدر اجاوب عليه او الشباب يجاوب عليه. شكرا جزيلا. طبعا يا دكتور ياسين فتحت لنا ابواب كثيره، انا جيت تطرقت لاكثر من مجال، مجالات مختلفه تماما. يعني انت زي ما بقول هبشت يعني حاجات اساسيه جدا، لكن احنا نسبه للوقت يا جماعه عندنا الاولويه نتذكر مره ثانيه للطالب، اي طالب قاعد هنا لو عنده داعي يتكلم يفتح المايك طوالي ويسال. تمام، اما الناس الطالب عنده الاولويه تماما. حسنا ندي فرصه لدكتوره فاطمه وبعديها دكتور مصعب. دكتوره فاطمه تخصص مكتبات، هتكلمنا عن علم المكتبات والمعلوماتيه، لانه يعني تدينا نبذه عنه المجال مده 5 دقائق. دكتوره فاطمه نديك تتكلم عن المجال، وبعدك دكتور مصعب هيتكلم عن هندسه الروبوتك. غالبا دكتور مصعب هندسه الروبوتك صح؟ فندي فرصه لو ما في سؤال من ايوه روبوتكس ان شاء الله. ايوه لو ما في، طبعا احنا زي ما ذكرت يا جماعه الاولويه للطالب، اذا ما في سؤال للطالب ندي اذا في طالب طوالي يخش طوالي يا جماعه مباشره، ممكن يفتح المايك ويقول تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا دارسه من الانجنيرنج. تمام، اسمك أنا يا بنتي يا بنتي أيوة. اسمك ونسبتك وبعض التفاصيل عنك عشان الناس تجاوب لك كويس. كويس، انا اسمي حلا ونسبتي 94، وداير انا ما عارفه بالضبط انا دايره اخد شنو. يعني انا بحب الماث شديد واخدت الرياضيات متخصصه يعني، ولكن برضو بحب الانفايرمنتال بحبه شديد وعجبني
لكن وبرضه في نفس الوقت بحب البوليتكس وبحب الانترناشونال ريليشنز وما عارفه اختار يا واحد يعني في الهندسه ولا يعني عشان الهندسه فيه ما افكر شيء ولا اخش انترناشونال ريليشنز ولا اخش انفايرمنتال عشان طبعا هلا احنا ممكن نجاوب لك على كل المجالات اللي ذكرتهم نشرحهم لك لكن تختاري الاختيار ده منك انت عشان نتفق على كلمه بس اوكي يعني احنا ممكن اشرح لك الفيلدز اللي ذكرتيها يعني اي فيلد الانفايرمنتال يعني ممكن تكون قريبه من دكتور سماح ودكتور ياسين برضو ودكتور رازي يعني نشرح لك عن كل المجالات دي وحتى لو ما قدرنا احنا نشرح لك بالتفاصيل ممكن يعني ان شاء الله في الجروب بتاع البحثين السودانيين فيه يعني خبرات كبيره جدا ومستعد سؤالك لكل الناس المختصين يعني انا هسه الان في اسئله كثيره في الشات احنا هنجاوب على مثلا السؤال بتاع الكهرباء تفضل دكتور ياسين الله يديك العافيه طبعا شايف دكتور رازي ده ابتسم معناه عنده لك كلام لكن انا حاقول لك سريع في حاجه اسمها السوت اناليسيس سمعت بيها؟ لا طيب السوت اناليسيس شنو اللي هي بتجيبي بترسم مربع بتكتبي فيه نقاط قوتك شنو نقاط ضعفك شنو الفرص والمهددات تمام يعني بمعنى انه والله يا اخي انا داير اقرا مثلا داير اقرا طب طيب ال 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 انا قوتي تخليني او سوري كده كتبت لك انت تتكلم ايوه نعم ايوه شكرا يا احمد هنا في الحته دي في الحته دي بتكتبي ال 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 الحاجات اللي هي نقاط القوه نقاط القوه والله يا اخي انا عندي مثلا الشهاده بتاعتي انا جبت نسبه عاليه جدا جدا نقاط القوه والله يا اخي نسبه القبول السنه اللي فاتت كانت يعني انا نسبتي دي بالراحه مثلا بتقريني طب نقاط القوه انا اصلا بحب الطب نقاط القوه والله يا اخي اصلا انا ساكنه في الخرطوم وفي الخرطوم في مثلا ثلاثه كليات طب ما بضطر انه انا امشي اسافر حته ثانيه تمام نقاط القوه برضو انه والله مثلا انا بعرف ناس في كلية الطب ممكن يعاونوني تمام دي كلها تكتبيها تجيب يا جاي نقاط الضعف والله أنا زول مثلا بخاف من الامتحانات إنه والله مثلا إنه أنا ممكن ماليا المقدرة بتاعتي مثلا ما تخليني أقرأ الكورس ده تمام بتكتبي الحاجات دي كلها بتجي تكتبي الفرص الأوبورتيونيتيز إنه والله يا مثلا أنا لو قريت طب الفرص بتاعتي بتكون كده إنه أنا حقدر ألقى شغل سريع ممكن انه انا طبعا ده كمثال يا جماعه انا ما بتكلم جبته بس الدراسه الطب يلا يا دكتور ياسين نقاط القوه نقاط الضعف الثاني شنو؟ الفرص نعم ثاني الفرص دي شنو المهددات تمام تريد تمام ديال السوت اناليسيس ده ممكن الزول يعمله في اي حاجه وكويس انه انا ذكرته لكم يعني ممكن حتى انا لو داير مثلا نعم سوري تفضل يا دكتور فالحته دي الزول بيعمل تحليل للامكانيات بتاعته تحليل لانه هو والله حيقدر يقرا الشيء تمام بعد ذاك بيجي بيشوف انه والله يا اخي انا عندي مثلا المهددات دي شنو مثلا المهددات دي انه مثلا الناس كتار جدا يتخرجوا في الكمبيوتر السنه اللي فاتت فانا ما حقدر القى شغل الشغل بتاع الكمبيوتر في مثلا في الهند ما ممكن انت تمشي تقرا في الهند تقرا كمبيوتر عشان انت تشتغل به في الهند تمام لانه طبعا الهنود ما بتقدر تنافس معهم مثلا في دول الخليج ما بتقدر تلقى برضه لانه الهنود بيجوا هناك والايشن وباعتبار انه هم عماله رخيصه للخليج فدي من الحاجات اللي انت بالنسبه لك مهددات بالضبط كده تمام فاعمل التحليل ده واذا حبيت اي استفسار عندك الدكتور رازي حيعاقب وعندك الفيسبوك ترسلينا زي ما قال لك احمد بالضبط ان شاء الله احنا طبعا هندي فرصه لانه للطالب طبعا تقريبا جلاكسي انا اسمك ما ظهر لي معلش يا دكتوره فاطمه معلش يا دكتور مصعب بس عشان الطلبه هيزعلوا لانه يا دكتور فاطمه سؤالين في الشات لقيتها ميكاترونيك وهندسه كهرباء سؤالين متوجهين لك اصلا احنا قاعدين لهم هم يعني اكيد تفضل تقريبا مكتوب جلاكسي اي 30 السلام عليكم. عليكم السلام تفضل. انا عمر التاج ونجحت السنه دي وجبت 77 وانا عايز اخش في البيزنس يعني لكن البيزنس is very broad and is very large لكن I want to know precisely like what الصوت سيء جدا. حاول تجيب بعيد منك التليفون حبه كده Is this better? ايوه.
تتكلم كده. So I want to know which, like there's many things in business, for example, finance, banking, and administration, and accounting. So I want to know how to run a business. So what things should I apply in business in general? طبعا يعني السؤال ده يكون موجه تقريبا للدكتور رازي. هندي فرصة للدكتور رازي يجاوب لك لأنه أقرب لسؤالك عن الاقتصاد, ودكتور ياسين برضو, لكن دكتور رازي أقرب لأنه في السودان وعنده معلومات أكبر بالسودان. تمام إن شاء الله. فنخد سؤالك. وبرضه يا دكتور رازي أنا قبل ما تجاوب, أنا في سؤال في الفيسبوك سألوا سؤال, هل في اقتصاد وقانون باللغة الإنجليزية جامعة بتتخصص في السودان باللغة الإنجليزية الاقتصاد وقانون, عشان تستصحب معك السؤال ده في الإجابة بتاعتك. طيب اسمه مين ابني ده؟ والله يا ديركس معتز. عمر التاج. عمر التاج. عمر التاج. يا عمر, البيزنس او اداره الاعمال او البيزنس ادمنستريشن هي ما فيلد واحد, هي تخصصات كثيره فيها الاتش ار ريسورسز اللي هي الهيومن ريسورسز اللي هي الموارد البشريه, اداره الموارد البشريه, في الاداره الماليه او التمويل والاداره الماليه, في التمويل براءه الفاينانس, ودي بتتداخل مع علوم المحاسبه يعني وكده, في البنك, في البانكينج اللي هو ده بيسموها الصيرفه او المصارف, في الادمنستريشن, وفي البوبليك ادمنستريشن, وفي البوبليك ادمنستريشن والثانيه اسمها طبعا دي كليه جنبنا, احنا ما تخصصنا احنا, في البوبليك ادمنستريشن, وفي اللي هي البيزنس ادمنستريشن اللي هي بيسموها الاداره العامه واداره الاعمال. دي تخصصات يعني كلها قريبة من بعض. بالنسبة للجامعات اللي بتقدم الحاجات دي, أنا أمس اتفاجأت بأنه مكتب القبول عايز يرجع مسألة اختيار التخصص للجامعات جوا, بمعنى أنه أتذكر إحنا زمان لما خشينا الجامعة كان في 3 تخصصات اللي هو اقتصاد وعلوم سياسية وإحصاء, وزعونا للتخصصات دي من داخل الكلية. هسي رجعت الحكايه لانه الطالب يجي من مكتب القبول متخصص فاينانس او بانكينج او ادمنستريشن زي ما انت طلبت. هسي مؤخرا اظن البصاص اللي هو الزول في مكتب القبول ليا قام قال انه المساله دي حيرجعوها للكليات. فجامعه الخرطوم فيها فاينانس, فيها بانكينج, فيها كده في كليه الاقتصاد, وفيها ادمنستريشن, وفيها بزنس ادمنستريشن وبوبليك ادمنستريشن في كليه او مدرسه العلوم الإدارية. في جامعات تانية بتلقى التخصصات دي في كلية الاقتصاد, وفي جامعات تانية بتلقى في كلية العلوم الإدارية وكده, وهي متوفرة يعني وكثيرة. لكن انت انا رجع لكلام دكتور ياسين قبل قاضي ده, انا بشوف بالنسبة للفرص والمهددات اللي بيتنا القبل, ما ممكن انت تكون زول مثلا ما بتحب تساهر وتختار تبقى تقرا نيرسينج مثلا تمريض, يعني انت هتشتغل كيف يعني؟ فانت لازم يا ابني تكون عارف الكور بتاع التخصص بتاعك ده هو شنو, انت بتقرا شنو, وبعدين بتشتغل شنو. اذا ما عرفت ديل ما تقوم تقتحم ليك, احاول اختار ليه في كلمه كده, تاخذ قرار الاتخاذ باقتحام تخصص انت ما عندك ليه الرغبه او ما لاقي نفسك فيه, فانت تقرا كويس وكده, غير كده تتابع الايام بتاعتنا دي. الليله ما في زول, انا شايف من ناس البيزنس ادمنستريشن الفاينانس البانكينج. ايوه دكتور, احنا طبعا يا جماعه احنا الاسئله اللي قاعده الان دي كلها نحاول نوجهها للناس المختصين. معلش دكتور رازي المقاطعه, الأسئلة دي أنا حس قاعد أرصد الأسئلة في الشات معي, ترى سامحني إن شاء الله ساعديني. الأسئلة كلها حنرصدها, ولو سؤال إحنا ما عارفين إجابته حنوجهه للزول المختص عشان يجي يرد عليك. فنتمنى الناس تكون قدر الإمكان في الشات في البوست معنا في هناك الجروب, إذا السؤال ده ثاني أجين في وقت الراحة يلقونا من التفاعل هناك إن شاء الله. تفضل. طيب أنا أوكي, هارد على السؤال بتاع القانون والاقتصاد باللغة الإنجليزية. هل الاثنين مع بعض ولا اي واحد براو؟ اي واحد براو. القانون والاقتصاد باللغه الانجليزيه في اكاديميه السودان للعلوم الماليه والمصرفيه تقريبا
بيدرسوا العلوم بتاعت المحاسبة والبانكينج وديل باللغة الإنجليزية في مستوى البكالوريوس. جامعة بحري فيها على مستوى البكالوريوس بأي تخصص أنت عايزه عندهم طريقتين للتدريس. أنت من البداية بتسجل إنك أنت عايز تدرس باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. ده الجامعتين اللي أنا اشتغلت فيهم وبأكد إنهم ممكن تختار لغة التدريس لغة الدراسة أنت. إذا كان الإجابة دي كويسة أنا أشكركم على الفرصة وأدو مصعب يتكلم عن الروبوتك. تمام قبل مصعب شكرا لك يا أستاذ يديك العافية وإن شاء الله يكون يعني أدنا وفي لك أسئلتك واستفساراتك إن شاء الله. قبل مصعب بس إحنا ندي فرصة لمصعب لكن لو في هديل أو رويدة أو مثلا آلاء لو في واحد فيهم طالب أو سماح ممكن إذا لأنه في تقريبا واحد منهم سأل سؤال لمصعب مباشرة ويتمنى يكرر سؤاله عشان مصعب طوال يجاوب لنا على هندسة الروبوتك. في زول لو عنده سؤال واحد قريك يا مصعب سأله سؤالين هندسة الكهرباء ديشنو والسؤال الثاني الميكاترونيك كان في سؤال عنه. لو في سؤال من الطلبة الآن رافعين يدينهم إذا في زول طالب يتفضل إذا ما في طالب تفضل يا مصعب. السلام عليكم. تفضل يا رويدة. أيوة تفضل. بس بستفسر عن التقديم بالتقديم الإلكتروني لو أنا انقبلت في جامعة قدمت فيها على أساس أمل الرغبات بتاعتي وانقبلت فيها بقدر إنه يعني أكسر حنكم تقدر قدم استغالتك اسمه إيه هي قصدي لو انقبلت في جامعة يعني أيوة تقدر قدم عادي استغالتك في جامعة قدم أكثر من جامعة قدم استغالتك عادي ما في مشكلة صح دكتور لازم وترجع تلحق الدور الثاني ما هو أيوة. التقديم على دورين الدور الاول والدور الثاني اذا قدمت في الدور الاول وشالوك في كليه انت ما راغبه فيها او انت قدمتها كخيار اخير ممكن ترجعي تقدمي في الدور الثاني أيوة. لكن في الدور الثاني غالبا الفرص بتكون ضيقه جدا والمنافسه بتكون عاليه وبالتالي انت يفترض من البدايه تحاولي تركزي شديد جدا في مساله التقديم دي وحاولي استرشدي بناس عندهم خبرة شوية في مسألة التقديم والتفاصيل دي ونحن في أيامنا دي ذاتها بنحاول الأيام الجاية دي نشرح الطريقة بتاعة التقديم وكيف تختار وكيف ترتب بالذات موضوع دكتور رازي أن التقديم السنة ده يختلف جماعة في معلومة جاتنا إحنا ما متأكدين منها كثير جدا لكن التقديم السنة دي احتمال هيجي زي ما قال دكتور رازي هيكون من داخل الجامعات يعني يكون في التخصصات الكبيره وداخل الجامعه يوزعوا التخصص الداخلي لا دي يا دكتور احمد مش حتكون من التقديم ما حيكون من داخل الجامعه ايوه التشعيب يكون داخل الجامعه التشعيب ايوه التشعيب. أوكي. اللي هو مثلا انت اذا قدمت كليه فيها تخصصين زمان بتجي من مكتب القبول انت في التخصص A او في التخصص B ايوه ودي ريحت الجامعات من مسألة إنه أنا ما عايز أقرأ زولوجي لناس سماح مكاوي وما عايز أقرأ بوتوني وما عايز أقرأ كده أو ما عايز أقرأ كيمستري بتجي أنت من هناك يا بوتوني يا زولوجي يا كيمستري يا كده هسي هيرجعوها تاني للجامعات وأنا ما عارف ليه ناس مكتب القبول عملوا كده دي مسألة بالمناسبة هتعمل مشاكل كثيرة رجعوها للجامعة أنت هتقرأ سنة أولى وثانية مثلا في كلية العلوم حتى بعد ذاك تختار تمشي قسم النبات ولا قسم الحيوان ودي بتخلي بعدين الطلاب يقعدوا في انه والله ليه ما وديتني وانا ما بعرف شنو الكرايتيريا اللي اخترت بها الناس وكده ودي مشاكل كثيره التقديم ما هيرجع يعني التقديم ذاته الـ 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 التقديم ذاته ما بكون في الجامعه التقديم بيكون في مكتب القبول لكن التشعيب للاقسام بيكون في الجامعات ده اللي احنا سمعناه واتمنى انه الكلام ده ما يكون صحيح انا عندي اضافه للحاجه دي وفعلا كان احنا عندنا السنه الاولى بتكون جنرال يعني اذا في ناس بيكون رياضيات او احياء لكن بعد ذاك اولى وثانيه بعد ذاك ثالثه بيتفرعوا للفروع المختلفه بعديها جت فتره كل طالب بيجي صح زي ما قلت ذكرت من مكتب القبول بتخصص المعني يعني لكن بقت في صعوبات الطلاب في سنه اولى لانه ما بكون عارفه التخصص بيقولوا نفس الحاجة ولو تاني مع بعض بعد ذلك كل زول يمشي قسمه ورد يكون هو عارف ماشي وين لكن في طلاب بيلقوا نفسهم في أقسام تانية وما كانوا وفيهم غلط يعني فرقت معهم فكانوا طلبات التحويل كترت وكده يعني فقاموا قالوا أفضل نرجع تاني
النظام الاول، لانه anyways من الاول يعني نفس المنهج المقرر واحد ما تغير، فعشان كده هي اوريدي رجعت لكن ما عرفت ثاني هل هي خلاص الموضوع ده بقى واقع يا سماح بقى ليه كم سنه نحن السنه اللي فاتت ما السنه اللي فاتت لحد اخر دفعه السنه اللي فاتت انا كنت نائب عميد كليه جون الطلاب مقسمين من مكتب القبول ف لكن في كليات انا بعرف يعني انه كليه العلوم جامعه الخرطوم دي بالذات حتى الان عندهم بيخشوا تقريبا بوظيم بوزعوهم في ثاني وثالث بيمشوا نعم. حتى بكليه الاقتصاد جامعه الخرطوم ذاتها حتى الان حتى اللحظه دي بيخشوا الطلاب كليه الاقتصاد كلهم باتشي واحده جوه الكليه بيقوموا بقسموهم لمسارين اللي هو الاقتصاد والاجتماع والاقتصاد والسياسه المسارين دي ذاتهم بعدين بينتهوا الى مسارات ثانيه البيور ايكونومكس والاستاتستكس والانثروبولوجي والبوليتيكال ساينس وكده ان شاء الله يا رويده لو عندك استفسار ثاني ممكن تستفسري وآلة طبعا سالت من هندسه طبعا يا آلة حجاوب سؤالك مصعب يعني انا قريت سؤالك في الشات حجاوب على مصعب والناس اللي كتبوا اسئلتهم في الشات زي سلمى زي سوري ايوه كلهم ممكن اسئلتكم حجاوب عليها حسي مصعب حيتكلم مصعب وبعدين امين حيتكلموا عن الهندسات انتم ماسكين الفيلد بتاع الهندسات ان شاء الله يعني يتم الرد على استفساراتكم في ذهنكم تفضل يا مصعب السلام عليكم كيف يا شباب مبروك للناجحين وان شاء الله تكون كده يعني خطوه لقدام عشان الناس تبدا فعلا تبني السودان فعلا تبدا تشوف نطلع احنا ناس ما شاء الله يعني قيمين يعني معانا هسه دكاتره ومعانا يعني حاجه كده ما شاء الله يفتخر بها يعني انا شفت قبل ما اتكلم عن الروبوتكس انجينيرنج شايف في شباب كتار يتكلموا انه افضل جامعه للهندسه ياد واحده فانا دائما ما بفضل انه انا افتش على الجامعه اكثر من انه اشوف هل فعلا انا بتخصص ولا دائما افكر في التخصص افكر في الجامعه معظم التخصصات اللي في الهندسه في الجامعات في السودان كويس هي واحده الباقي بيبدا على مشروعك انت الباقي بيبدا على انك انت تفتش تبحث تشوف الحلول تشوف تقرا مشاكل كثيره وتحاول تحلها او كده يعني انا قريت في جامعة نمط الميدا قريت الكترونكس انجينيرنج وتخصصت كنترول كويس وجيت هنا الدوحة اشتغلت سنة بعد ذاك مشيت بولند قريت الماستر ديجري قريته في الاوتوماتيك كنترول انجينيرنج اند روبوتكس وتخصصت في الديسيجن ميكنج سيستمز اللي هي الاجهزة او الالات اللي بتتخذ القرار لوحدها او براها الروبوتكس انجينيرنج للناس اللي بيحبوها هسه بيكون طبعا كلكم سمعتوا بالروبوتكس سمعتوا بالمجال بتاع روبوت سمعتوا بانه في روبوتات في العالم احتمال ما في السودان احتمال ما في الخليج حتى في اوروبا وفي امريكا وكده بتكون سمعتوا عن الروبوتات في هسه روبوتات بتعمل هسه وانا بتكلم في روبوتس بتعمل عمليات جراحيه كامله from A to Z هسه وانا بتكلم في روبوتات بتعمل المانيفاكتشرنج او الصناعه كامله from A to Z الشركه بتاعت بي ام دبليو مرسيدس نادر ما تلقى ليك في عامل قاعد جوا بيعمل في حاجه كله روبوتات تعمل فالروبوتكس انجينيرنج هو مجال واسع هو جديد فعلا لكن برضه واسع كويس الحاجه الاول دار اتكلم عنها الروبوت شنو بيخلي روبوت هو روبوت سامعني؟ اي سامعك تفضل اوكي سو شنو بيخلي الروبوت هو روبوت كويس؟ الروبوت بيكون روبوت لما يكون قادر يعمل ثلاثة حاجات اي تفضل كويس؟ قادر يفهم الحاجه اللي حوالينه كويس قادر انه يعمل ديسيجن قادر انه ياخذ قرار بعد ما يشوف الحاجه اللي حوالينه وقادر انه يعمل اكشن بعد ما يشوف بعد ما يقرر القرار بتاعه فانت هتكون متخصص في واحد من الثلاثه دول كويس يا اما انت بتكون متخصص في انه كيف تخلي الروبوت يحس الحياه اللي حوالينه يا اما تكون متخصص في انه كيف تخلي الروبوت يعمل ديسيجن يا اما تكون متخصص في انه كيف تخلي الروبوت يعمل اكشن كويس فكيف تخلي الروبوت بيعمل ديسيجن ده انت بتكون بتكون مينلي كويس اذا عايز مثلا نقول الروبوت والبني ادم كويس هو اصلا الروبوت حيكون زي الانسان كويس فعشان الروبوت تو سنس ولا يعرف الحاجه اللي حوالينه حيكون محتاج له سنسر
الإنسان بعين بعيونه، الروبوت بعين بالكاميرا. الإنسان بيسمع بأذانه، الروبوت حيكون عنده مايك وحيكون عنده سبيكرز حيتكلم كويس. فده هنا الواحد ده من أول التخصصات اللي ممكن الواحد يتخصصها، اللي هي sensors و embedded systems بتاعت الروبوتس. الحاجة الثانية اللي هي decision making step كويس، اللي هو ده البرين بتاع الروبوت، انك انت كيف تخلي الروبوت ياخذ الداتا الشاله دي او المعلومات اللي اخذها من حوالين من الروبوت ذاته كويس، سواء كان شاف كليب او كان شاف كمبيوتر او كان شاف انسان او كان شاف عربيه او كان شاف whatever كويس، انت بتخليه ياخذ الداتا دي ويعمل decision based upon it كويس. فهنا ده هو بيجي هنا برضو، ده مجال ثاني بنسميه artificial intelligence. وفيه تخصصات جوا، فيه الماشين ليرنينج، فيه الديب ليرنينج، فيه مجال واسع جدا. الحاجة الثالثة اللي هي الأكشنز، كيف الروبوت يعمل أكشنز كويس. فهنا بتجي مرحلة ده أفضل طبعا، ده أفضل حتة ممكن الواحد يشوف مجهوده فيها كويس، إنك أنت بعد ما تشوف الروبوت أو بعد ما الروبوت يحس الحاجة ويعمل ديسيجن بتشوفه اتحرك وعمل أكشن او عمل حاجه او اتحرك او لف او اتكلم او عمل ضوء او اي حاجه. فالروبوتكس انجينيرنج، عشان انا اختصر هسه الثلاث ستيبس دي، انت اذا عايز تخصص او تبقى روبوتكس انجينير انت محتاج تكون في واحد من الفيلدز دي، يا اما تكون تقدر تبدا بالالكترونكس انجينيرنج، الحاجه انا بديت بها بديت قريت الالكترونكس انجينيرنج، او كمان تقرا الكتريكال انجينيرنج. وهو الكتريكال اصلا هو الكترونكس. انا هسه هجاوب على زول سالني قال لي يا اخي الفرق شنو بين الكتريكال والالكترونكس، او ما هي او شنو هي الالكترونكس. او كمان تقرا ميكانيكال انجينيرنج كويس، او كمان تقرا كمبيوتر ساينس كويس، لانه عشان تعمل الحاجات دي كلها، عشان تخلي الروبوت ده يفهمك، ما انت في النهايه انت هيومن بين وحتعلمه هو يعمل شنو، فانت لازم تتكلم معه. عشان نتكلم نحن مع الالات نحن لازم نكون بنعرف كمبيوتر ساينس، لازم نكون بنعرف برمجه، لازم نكون بنعرف حاجات. ففي برضه الميكاترونكس انجينيرنج برضه تخصص ممكن ياخذك، او هو باث ممكن ياخذك للروبوتكس انجينيرنج. ما اظن لي في جامعه في السودان كويس، حتى الجامعات اللي برا السودان ما في جامعه بتبدا لك باتشلر اوف ساينس ان روبوتكس انجينيرنج، نادر نادر. هي في موجوده بس نادر كويس. وات اي بريفير، الحاجة اللي أنا بفضلها إنك أنت تبدأ من البيز، تبدأ من تحت كويس، تشوف أنت عايز تقرأ شنو، تكون أنت عايز مثلاً تتخصص في برمجة الروبوتات كويس. أنا ما عايز أقعد أشوف الميكانيكال والجوينتس والأرمز بتاعت الروبوتس والحركة بتاعت الروبوت، لا أنا عايز أتخصص بس في البرمجة بتاعته. إذا أنت مثلاً تخش كمبيوتر ساينس كويس، عايز أتخصص في الإلكترونيكس كويس، ده أشوف السنسرز، ده أشوف أضبط الكاميرا، ده أضبط الحاجات دي، اذا انت تتخصص في الامبيدد سيستمز اللي هي من الالكترونكس برضه كويس. فانا البيست ميجر زي ما قلت لكم الالكتريكال انجينيرنج، الكترونكس انجينيرنج، كمبيوتر ساينس كويس. ده هو حاليا ده كده اظن ري ده النتشل او سمري شديد لمجال الروبوتكس انجينيرنج. لو في اي زول عايز يسالني اي سؤال ثاني انا مستعد انه انا اجاوب، بس ده جواب على الزول اللي قال ما هو مجال الميكاترونكس انجينيرنج او العارف ميكاترونكس انجينيرنج. ميكاترونكس انجينيرنج هي اختصار للميكانيكال اند الالكترونكس، سو عملوها ميكاترونكس. فكيف انت بتخلي ماشين تو موف بيز اون الكترونكس، بيكون انت يعني بتدخل فيها الكترونكس ديفايسز. الكترونكس ديفايسز دي هي ديفايسز هي بتاعت كهرباء، بس الفولتج بتاعه بيقول عليها الجهد بتاعه. الناس اللي قروا فيزياء في الثانوي في ثالث ثانوي في حاجه اسمها فرق الجهد، الفولتج بتاعه اقل بيكون 5 فولت او اقل من كده. ففدي الالكترونكس يعني ما هي حاجه ما بعيده جدا من الالكتريكال، عشان كده دايما بيربطوها مرات بالالكتريكال. تلقى كليات بتاعت الكتريكال اند الكترونكس انجينيرنج مع بعض. في جامعه السودان يا باشمهندس، انت بعد تتخصص الكترونيك او كهرباء، الماجستير بتاع ميكاترونيك بيسمح لك الاثنين تخشهم، المجالين بيسمح لك تخشهم. اي بخشهم الاثنين مع بعض، عشان كده ده لها شيء يدل على ان هم الاثنين مربوطات ببعض بطريقه او باخرى يعني. فلو في سؤال ثاني عنده حاجه في مجال الروبوتكس او عايز اسال عن الروبوتكس، انا هسي انا دائما بقول انه الروبوتكس ده تخصص المستقبل. ما بقول لزول امشي اقراه، لكن
لو زول جه سألني منه بقول له المجال ده ممتاز للمستقبل. يعني المجال ده بالمناسبة يعني ما أعرف هسي حنضطر إنه نحن في المستقبل بعد 10 سنين 15 سنة زي ما نحن اضطرينا إنه نحن نستخدم السمارت فونز الأجهزة الذكية الموبايلات الذكية حنضطر إنه نحن نتعامل مع الروبوتس بدون أدنى شك لازم. فهو مجال المستقبل أنا يعني بشوف إنه مجال كويس جدا وبيفتح آفاق ممتازة جدا. أكيد طبعا لأنه حس الآن في الكورونا لقينا إنه البحث الآن مستخدمين الروبوت للبحث بتاع كورونا نسبة لأنه العدوى بتاعة كورونا سريعة جدا. فإحنا طبعا المجالات دي كلها إحنا بنقول كلها ممتازة وكل مجال عنده خصوصيته. طبعا في سؤال بس أنا حجاوب هذه الفرصة لدكتور رازي بتاع رزان. طبعا مناسب في أزر كثير أنا دار ندي فرصة لإجابة الأزر برضه يا جماعة في الشات تمام دكتور سماح بعد شيء شوف الأزر دي هتمرر يعني شوفيها يعني. انا بس في السؤال الاخير ده عشان هو بس قدامي طوالي انا امتحنت احياء ممكن ادخل هندسه الكترونيه؟ نعم ممكن. السنه دي سنه استثنائيه الزول اخذ احياء على حسب ناس ذات القبول واحد افادنا انه سنه استثنائيه اذا جبت احياء ممكن تخش هندسات دي سنه استثنائيه. فندي فرصه دكتور رازي اثناء كده دكتور سماح لو الان وانت هنجهز في الشات عشان نشوف هذه الاسئله ونزال للناس مباشره. تفضل دكتور رازي. كويس راجع الشات يا احمد. بالنسبه للستودنتس يا جماعه الطلاب اللي قاعدين ديل اكتبوا انه نسبتي كده عشان اعرف انك انت ستودنت ونديك البريوريتي في انك انت تجي تاخذ سؤالك. نرحب بعمرابي شايفه خش من قبل. طبعا عمرابي. قبل ما ندي فرصه احنا نعرف الناس تسلم هاي دكتور عمرابي. يلا طبعا احنا في دكتورة فاطمة عشان تتعرف في مجال لأنه مجاله مهم جدا. احنا صراحة فاطمة دي من قبل انا ما عارف ما اقدر ما عندها مشكلة في الصوت او شنو لكن اكيد ادي الفرصة هي خليها لانها تاخر. يلا طبعا دكتورة فاطمة من المجالات المهمة جدا احنا في السودان محتاجيننا هي المكتبات والمعلوماتية في من اهم المجالات لانه بجد احنا في السودان عندنا ضعف تماما في الريسورس بتاعت الريسيرشر يعني من المجالات المهمة جدا نديها فرصة تعرفنا مجالها. دكتورة فاطمة تفضلي. اهلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. سعيده جدا بالانضمام مع المجموعه الطيبه واشكر واؤيد واؤمن على كل من سبقني بمعلومات لاولادنا الممتحنين واهنيهم ونتمنى لهم مستقبل ان شاء الله ناجح موفق يقود البلاد ان شاء الله لبر الامان. حقيقة أنا يمكن لحد الآن ما شفت من الناس المداخلين من المتخصصين. أنا تخصصي معلومات ومكتبات أو مكتبات ومعلومات وطبعاً من التخصصات النظرية الأدبية. أنا خريجة آداب جامعة الخرطوم قسم علوم المعلومات والمكتبات. فحبيت أداخل سنة 2001 2001 2001 لا أنت صغيرة جداً قدرنا. شكرا كتر خيرك على الكلام الطيب. فالحاجة الحقيقة اللي شجعتني على إن أداخل وأدب الفكرة دي طبعا نحن عارفين وحتى أولادنا دي تعرف إن نحن الآن بنعيش عصر تكافل العلوم وتكاملها. يعني ما نستطيع نقول التخصص أفضل من آخر وإنما التكافلية العلمية هي اللي بتدي للنجاح والتطور. حتى إذا عرفنا واطلعنا على العلماء القدامى في مجال العرب والمسلمين وغيرهم الرومان بتلقاهم الواحد العالم بيكون عنده كم مجال. فالحاجة العاوزة أقول لها نحن الآن في القرن 21 وماشيين في انفتاح وتطور عالمي وثورة المعلومات بقى لابد من الاهتمام بعلم المعلومات والمكتبات. طيب علم المعلومات والمكتبات هو علم يعنى أو يهتم بالتنقيب عن المعلومة تحليلها تنظيمه ثم إتاحته. يبقى هو بيهتم في المقام الأول بالمعلومات ومصادرها البيانات ومصادرها. والآن من الأشياء أو من التطورات الحديثة في مسميات الاصطلاحية للعلم وصل لأنه يسمى علم المعلومات. ومن الحاجات العوزة أضيفة هو ابتكار حديث ظهر في القرن 19 من العلوم الحديثة ظهرت في القرن 19 ودخل السودان. في السودان أولى الجامعات اللي دخل فيها هي جامعة ندرمان الإسلامية وكانت جامعة الخرطوم من الجامعات اللي يعني دخل فيها مؤخرا وبعد ذلك توالت في بعض الجامعات. إلى الآن ما زال هنالك حركة في إنشاء أقسام علوم المعلومات والمكتبات في الجامعات. طيب أهميته بتكمن في أنه علم بيأهل
المتخصصين في مجال المعلومات. طبعاً المعلوماتية أو زي ما ذكر دكتور ياسين كتر خيره الانفورماتيكس دي الآن أصبحت تدخل في كل المجالات، حتى مجال الروبوتات في الطب دخلت، في الصناعات، في الهندسة أيضاً المعلوماتية دخلت ووصلت عالم المعلومات. زي ما ذكر يعني باشمهندس أحمد داود أشكره كثيراً، نحن بنعاني أخواننا من الإتاحة والتنقيب في المعلومات في السودان عشان نكون متابعين ونكون مواكبين ونكون طيب. عشان نتجاوز المرحلة دي محتاجين مزيد من التوعية بالتخصص ومحتاجين مزيد من الجهود للطلاب. يعني صراحة يا أخواننا عشان نكون واضحين، أي دراسة في العصر ده مجهود إضافي في إنك تنمي قدراتك في مجال الحاسوب وفي مجال أي علم يصهر حديث. طيب مجال المعلومات الآن إحنا بنفتقد يا أخواننا للمكتبات الرقمية، وبنفتقد للوعي بأهمية الوصول الحر للمعلومات اللي بدعمك. يعني حسيت الآن اللي بفتكر التجمع ده دي واحدة من الإيجابيات اللي إحنا الآن بنعيشها، إنك تستطيع تصل بطريقة حرة وفق الآليات أي زول حسب إمكانياته، حسب شبكته، حسب الإكزة بتعامل معاه، حسب تصل وتصل تلقى المعلومة. إضافة لذلك من الأهداف اللي بيقوم عليها علم المعلومات توصيل المعلومة المناسبة في الوقت المناسب للمستفيد المناسب في المكان المناسب. يعني أنا من غير مبالغة العالم الآن وصل، أنت في بيتك في أي مكان، في سريرك، في غرفة الطعام، أنت كربة المنزل في المطبخ، المزارع في مكان، والعامل، المهندس، المدير، أيا كان أنت المعلومة بتصلك. زي ما بقول عندنا هنا في السودان أقول لك أسأل منازل الشيخ جوجل بيقدر يوري. فده كله بينبني على أساس الاهتمام بتخصص علم المعلومات وانتماءاته. طيب هو مجال نظري وهو مجال من المجالات الأدبية، لكن الآن أنا بقول وأبحث في المجال ده عشان تتأكدوا حتى يطمئن قلبكم، أتيحت الفرصة لأي مخرج علوم المعلومات والمكتبات بعد البكالوريوس إنه يعمل دبلوم عالي في الانفورميشن تكنولوجي وبعد ذلك واصل يعمل ماجستير ودكتوراه في المجال وبالتالي الانتقال. طيب كيف يتمكن علم المعلومات يعني يدعم للطلبة أو الدارسين في المجال ده هذا التحول السريع؟ لأنه علم المعلومات من المقررات اللي بندرسها للطلب أو المفردات أو المقررات عفواً بتدرس الطلاب مع اختلاف المسميات في كل الجامعات، بتدرس في مقررات تقنية المعلومات خاصة بالنشر الإلكتروني، تحليل وتصميم نظم المعلومات، أساسيات تقنية المعلومات، نظم استرجاع المعلومات، تطبيقات الحاسوب في مجال المعلومات والمكتبات، الاتجاهات الحديثة في المكتبات الإلكترونية والرقمية، شبكات المكتبات والمعلومات. يبقى دي ده جزء من الأشياء اللي بتدرس في مجال في هذا التخصص، إضافة للعديد من التخصصات. وطبعا تخصص عنده علاقة تداخلات، عنده تداخل مع علم الرياضيات في مجال دراسة الرموز ودلالتها، لأنه عندنا من الفروع في العلم المكتبات علم التصنيف الكلاسيفيكيشن. الكلاسيفيكيشن طبعا في اللايبر اوف كونغرس عندهم خطة في ديوديسم الكلاسيفيكيشن، في الخطة في التصنيف العشري العالمي، في عدة أنواع أو مدارس في التصنيف بتبنى على أساس الدلالات بتاعة الرموز والأرقام. فالطالب لما يدرس كلاسيفيكيشن تصنيف علوم المعلومات والمكتبات بيطلع بخلفية معرفة البناء الهرمي للأرقام والتحليل وإلى آخره. طيب أيضا بندرس أو في علاقة بين علم المعلومات والقانون، لأنه درست الملكية الفكرية وقوانينها دي عندها علاقة بالقانون. عندنا أيضا من المجالات في الإدارة، في مجال أو في بعض المقررات خاصة بالإدارة من خلال التشريعات والمعايير في المكتبات ومؤسسات المعلومات، أيضا إدارة المؤسسات ومراكز المعلومات، إضافة للجانب المهم جدا الدوكيومنتيشن التوثيق. طبعا ده من أهم المجالات اللي هو عنده علاقة بعلم المعلومات. طبعا الدوكيومنتيشن أو علم التوثيق عنده علاقة بالإعلام، مجال الإعلام، وعنده علاقة بعلم الدراسات الإسلامية والقوانين والتشريع. أيضا عنده علاقة بعلم المعلومات، طبعا تعرفوا كلكم أي دولة عندها دار وثائق قومية بتعنى بحفظ الإرث المعرفي الفكري للدولة، الوثائق، المخطوطات، التشريعات، أي حاجة. فعندنا في مجالات دراسة علم المعلومات علاقة بالأرشيف والوثائق، في تختلف طبعا تناول الأرشيف السوداني، الأرشيف العالمي، يعني مادة كده
والمخطوطات وغيرها، إضافة للدراسة الخاصة بالمؤسسات وخدمات المستفيدين، سيكولوجيا المعلومات والحاجات ذات العلاقة به. أصلاً هو طبعاً علم مبني بنظريات، من ضمنها نظريات سيكولوجيا المعلومات، أيضاً مبني على أساس النظريات الخاصة بالتكافلية العلمية علم العلوم، لأن علم التصنيف بيتطلب من أخصائي المعلومات يكون ملم بالمجال. مثلاً حتى أنا إذا تعينت أو اشتغلت أمين مكتبة بيكون بمر علي تحليل وتنظيم أوعية المعلومات حتى على البيئة الرقمية. الآن إحنا طبعاً في حصل يعني تطور شديد في نظم توثيق الأوعية المعلومات. الآن أخيراً نظام كوها هو نظام خاص بتوثيق أوعية المعلومات بيعمل في البيئة الرقمية، والآن الفيرس العربي الموحد بيشتغل به وكثير من الجامعات في السودان وخارج السودان. ده هو نظام عالمي لكن في أنظمة تانية محلية برضها معمول بها. فالشغل ده بيتطلب من أخصائي المعلومات إنه يمر على أي وعاء وأي مصدر. لما نقول وعاء ومصدر بعني الكتب، بعني الرسائل الجامعية، بعني الدوريات، بعني المجلات، بعني المؤتمرات، بعني التقارير، بعني براءة الاختراع، وبعني المصادر الورقية والمجسمة والغير مرئية والميتاداتا وغيرها. بيحتاج منك أخصائي معلومات تطلع على الوعاء عشان تحدد بدقة موضوع شنو. ليه؟ عشان أقدر أنظمه وأسهل إتاحته. كل ما كانت التخزين وفق نظرية علمية مقننة كل ما كان الاسترجاع سهل. ولذلك في البيئة التقليدية إذا في زوج دخل المكتبة أيا كان نوعها بتلقى الكتب مرتبة منظمة بطريقة معينة تسهل لك الوصول. أيضا في البيئة الإلكترونية الرقمية بيكون الإدخال لأوعية المعلومات في المكتبات الرقمية في جوجل في المنصات في غيرها داخله وفق تصنيف محدد، حتى عندما تبحث تديك نتيجة وتقول لك هنالك مور نتائج ذات علاقة ببحثك. ده كله بيتم وفق الإدخال بطريقة منظمة. ما عاوز أطيل لكن ده بعض المعلومات حول تخصص علم المعلومات أو علم المكتبات والمعلومات أو علم الوثائق والأرشيف. شكرا جزيلا. جزاك الله خير. طبعا بالمناسبة أنا حضيف بس حاجة بسيطة جدا، أنه المجال ده إحنا في يعني طبعا أول حاجة في بعض الأسئلة كان بتتكلم عن الآي تي والديفرنس بتوينهم. إحنا طبعا هدي المايك لدكتورة سماح، هتوجه الأسئلة في الشات هتقراها كلها، واي استاذ منكم دكتور او باشمهندس او في المجال بتاعه عنده انفورميشن حول الاجابه للسؤال المعين ممكن شنو يدونها. قبل يا دكتور سماح نديك المايك، بس في ثلاث نفرين رافعين يدينهم انا بس ما عارف، مكاوي احمد ومحمد، اذا عندكم استفسار تفضلوا. محمد يو السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام. تمام. انا بقرا هنا في القاهره السنه الاولى بقرا طياره. أنا في الكلية أقسام كثيرة، فأنا محتار بين قسمين حالياً، بين قسم إدارة عمل وقسم نظم معلومات، فعاوز أعرف فرص العمل والمجالات دي يعني معلومات كثيرة عنها بي. إدارة عمل ونظم عمل صح؟ أيوه. إدارة ونظم تمام. طبعاً أنا بس قبل ما يعني أنا أوريك بس حاجة واحدة قبل ما أتكلم عن التخصصين اللي ذكرتهم. بالنسبة للتشعب يا جماعة في مواد بسيطة فرق بيناتهم تمام. يعني انت هنتكلم عن الفيلدين ده، احنا بنجيب لنا نزول مختص تقريبا دكتور ياسين. دكتور ياسين هو مختص في الحياة ده، هيدينا فيدباك عن الكلام ده. محمد دكتور ياسين معليش السؤال، فرق بين إدارة ونظم معلومات صح يا محمد؟ ايوه إدارة ونظم معلومات. إدارة معلومات ونظم معلومات. إدارة أعمال. إدارة أعمال دي طبعا إدارة الأعمال المعروفة اللي هي بتدخل فيها الإدارة والليدرشيب والحاجات دي، ونظم معلومات دي تخليه حاجة بتاعت كمبيوتر ساينس اللي فيها تحليل النظم. في نظم المعلومات الإدارية إذا أنت قصدك يعني. نعم في نظم المعلومات الإدارية إذا قصده محمد بنظم المعلومات الإدارية. أنا طبعاً دل أقول بس معلومة بسيطة جداً للناس المستمعين هسي، لكل أخواننا الطلبة، إحنا هنا ده في اللايف ده مركزين على حاجة واحدة، أنه واحدة نشجعك تخش في المجال اللي أنت عاوزه، من المجال الشخص قال اختاره لك، ما تسمع كلام زول، أي مجال. الآن جوجل يعني متاح لنا كل المعلومات، في انفورميشن كثير شديد جماعه. لو كتبت الديفرنس بتوين الفرق بين هندسه سوري اداره اعمال ونظم معلومات حيجيب لك فروقات كثيره جوجل تمام. المعلومات اصبحت يعني متاحه. احنا لكن بس نعلمك يعني ثلاث سكيلز اساسيه، رغبتك اهم حاجه،
السيلف دايركشن، تحدد الاتجاه بتاعك، تبحث عن جوجل، ما تعتمد على، ما تخليك سميع، ما تسمع المجال ده اسمح الطب او هندسه، ما قرا طب، ما قرا هندسه، ما دا نتكلم عن الكلام كثير، في تخصصات كثير جدا الان اصبحت متاحه. بالنسبه للتخصصات في السودان ما متوفره، احنا بنقول انت اقرب تخصص لا في السودان عشان تتخصص فيها في الماجستير او الدكتوراه. يعني في مثلا انا هتكلم مثلا عن السوفت وير انجينيرنج، تمام؟ انا السوفت وير انجينيرنج الان متاحه. داتا ساينس السودان ما في، داتا ساينس من اجمل المجالات الان، علم البيانات فيه، الذكاء الاصطناعي فيه، حاجات كثير جدا متاحه حول العالم كله. السودان احنا ما عندنا تخصصات، لكن عندنا تخصصات احنا ممكن نقراها عن طريق، ممكن نعمل ماجستير ودكتوراه في المجال المعين، تمام؟ فانت دائما حاول شوف الناس في المجال اللي انت دايره. مثلا انا هندسه برمجيات، دكتور سماح في المياه العذبه في البيولوجي، دكتور مثلا ستاتستيك، دكتور شوف الزول، حاول تعرض الجانب الخاص في الفيسبوك، ازال دكتور الراز، انت حاول قدر الامكان شو ازال المختصين في نفس اللحظه، فتش انت براك السيلف دايركشن والتايم مانجمنت بتاعك، وحاول قدر الامكان اعمل سويت زي ما قال دكتور اسمه شنو تراسين. اكيد احنا ندي الفرصه لتهاني ومكاوي، وبعد طوال يمشي الدكتور سماح، تفضل المايك طوال عشان تنزل الزينه. مكاوي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا طالب اي جي داخل طب ان شاء الله، ومفكر امشي برا مثلا نيوزيلندا او استراليا. لما دخلت الموقع بتاعهم وفتحت منح كده وقعدت اشوف، يعني ما لقيت السودان جزء من اللستة بتاعتهم، يعني اللي بتقدم جزء من البلاد اللي بياخذوا منح يعني. فعايز اعرف هل في طريقه تانية مثلا ان انا لو مشيت السفاره او كده اقدر اقدم لاستراليا او نيوزيلندا؟ والله يا طبعا يعني في جروب بتاع المنح هنا عاملينه مفضل منح، هتلقى فيه ناس عندهم تحصل على المنحه دي، هم بيفيدوك اكثر منها. يعني مثلا دكتور امين كان بيتكلم في منحه هولنديه، في المنح دي يعني صراحه يعني الانترنت هو اللي بيخليك تتحصل عليها. يعني احنا ما حقدر اوجهك اقول لك المنحه الفلانيه الان فاتحه وقدم لها الورقه الفلانيه والفلانيه، لا لازم تحتاج منك انت سعي يعني في البحث يا مكاوي، فما حقدر افيدك في اي التواصل دي. ممكن يفيدوك الاخوه، انت لو جروب مشيت جروب المنح هتلقى ناس الان متحصلين على المنحه، هم بيقدروا يفيدوك اكثر، تمام؟ ممكن اتفضل اتفضل اتفضل. اي ادخل الجروب ده كيف؟ جروب المنح ده هرسل لك الرابط حس الان. طيب اتفضل يا دكتور لو عندك اضافه اليوم، ودكتور لو ما في اضافه اليوم دكتور سماح تفضلت. طيب شكرا جزيلا. طبعا انا قسمت الاسئله لثلاثه فئات، كان في اسئله مباشره عن التخصصات، رزان بيستفسر عن الفرق بين الهندسه الزراعيه والزراعه، تخصص الزراعه، وبرضو في استفسار بين الفرق بين الهندسه الالكترونيه وتكنولوجيا الهندسه الالكترونيه بالنسبه لل الهندسة بشكل عام. يعني في كان مكاوي وكان في بهاء الدين بيستفسروا، هم امتحنوا اي جي. انت اظن جاوبت على سؤال مكاوي، لكن بهاء الدين بيستفسر هل هم عندهم فرص للتقديم في السودان. فاظن ايوه اذا عدلت، اذا تمت معادلة الشهادة بتاعتهم، لانه قبل دكتور رازي كان اجاب عن الحاجة دي. في أسئلة تانية بشكل عام، زي سباح وآية، الاثنين جابوا نسب عالية 94 و92، بس ما عارفين يختاروا كيف التخصص بتاعهم ليتر. سماح جابت 94 وما عارفة تختار التخصص بالنسبة للتخصصات الطبية، وآية برضو ما عارفة تحدد رغبتها كيف، لكن هي بتحب الرياضيات والفيزياء يعني. في ريم سألت سؤال برضو إنه هل ممكن تقدم مجالات أدبية وهي شايلة علمي؟ هاي فهذه كل الأسئلة. تمام. ممكن أي أيوة. الله عليك. أبغض البسيجية كده. ما مشكلة. أسمع أسمع. أنا عملتك بس كده يا حمد عشان شكلك في ونس جنبك كده. شايفه رافع يدي ما عليه شيء. هاي إحنا ندوه طوالي. دكتور رازي حد تفضل دكتور رازي. انا مش طيب انا مش هرد على الاسئله بتاعت الهندسه الزراعيه والزراعه دي، ولا
وسماحه آية لا. أيوة ترد بس إحنا بس قبل ما تردوا يا جماعة الأسئلة بس في اثنين رافعين يدين نديهم الفرصة وندي جاوب الأسئلة كلها معليش في تهاني ومحمد مرغني عم تتكلم معي في حتة مهمة أمشي خلاص انتهيت يعني قبل الجماعة ده شوية وبعد ذاك تعالي لنا ها يلا السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم أنا أستاذة تهاني كرار إبراهيم فرح أنا باحثة وأخصائي اجتماعي واستشاري أسري ومعلمة وناشطة في العمل الطوعي وعندي over 20 years بالنسبة لل يعني الآجي والتقديم بس حبيت أنا درست في مصر وعملت post graduate عايزة بس أفيد ابننا اللي سأل عن مصر عن مصر وإنه يعني بقدم بس إضافة في بالنسبة للإدارة الأعمال إدارة الأعمال طبعا مجال واسع وهي يعني الآن في السوق في سوق العمل فتخصصه هو بين كده وكده الإدارة الأعمال لأنه مش بين يعني الفرق بين إدارة الأعمال وتغذية المعلومات مجال واسع اللي هي في الكمبيوتر ساينس ولكن بالنسبة لإدارة الأعمال اللي هي الفاينانس والماركتينج والسيل والإعلان والإتش آر والتسويق إدارة الأفراد إدارة المشتريات العلاقات العامة المحاسبة الإدارية دي كلها بتدخل اللي هي في إدارة الأعمال وهو الحين اللي هو المجال اللي موجود في سوق العمل زي ما أنا مقيمة في الإمارات لي 20 سنة ولكن رجعت السودان مع أولادي فهي دي الآن السوق بيطلب الحاجات دي يعني سوق العمل فأنا بس حبيت أوضح لإبننا الحاجة دي وبحثي الفرصة إن شاء الله أنا أستاذنا محمد مرغني يقدم لكم إضافة شكرا جزيلا وعمل يعني إنجاز وكون دي حاجة والله دي مع التغيير ده المطلوب نحن بنرجاه الآن لأبنائنا في السودان وربنا يوفقكم إن شاء الله شكرا جزيلا لتحت الفرصة طبعا أنا بنوي أنه إحنا يعني الأولوية حيكون طوالي للطلبة عشان لو في طالب معانا بيستمع ممكن يزال طوالي أنا حتابع الأسئلة برضو في الفيسبوك الآن فبندي تفضل يا محمد أستاذ محمد أو محمد السلام عليكم تفضل يا محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل محمد مرغني تفضل حقيقة أنا كنت بسأل من الهندسة بتاعت الميكاترونيك لو وديتونا نبقى نبزة خفيفة إضافة للأفضلية هل للهندسة الميكاترونيك ولا للهندسة الإلكترونية والكهرباء أنا عندي إبني دارب هو مقدم ومتحير في which field هو بيتر بالنسبة له بس which field هو بحب والله both of them both of them يعني هو ميال للحتة بتاعت التفكيك والربيط والكهرباء وكذا من the same time عنده الحتة بتاعت انه هو ميال برضو النوع بتاع الميكاترونيك ده بحيث ان هي دراسة جديدة وحاب يرجع معنا هم الثلاثة دراسة اوكي تفضل ستو دراسة تفضل انت يا محمد قبل ما يردوا عليك انت ما تجيب الزول لذاته ليه انت تجينا انت اذا ولدك عايز والله هو ما موجود بس للأسف وأنا لقيت الرابي ده الوقت هسا وجيت كده قلت ما ضيعت فرصة أسمعني يا حمد قبل ما نجاوب لك أنا حجاوب لك إجابة جواب دكتور رازب دكتور رازب ده كان طبعا أنت الحمد لله سألت سؤال ولدك ما سؤالك أنت كان دكتور رازب والده قام سأله قال لي خلينا حذر أنت مش تقرأنا طب قال الله يا أبوي لو عاوز تقرأ طب أمشي بتحين طب ما عاوز نعم نجاوب عندنا محمد مصعب وأمين العمرابي ديل الآن أمين ممكن يتكلم عن الإلكتريكال إنجينيرينج يوريك هيدوك الفاصلة تفضل أنا بتعامل عن تفضل مصعب أوكي أمين خش يا أمين أمين ممكن تفضل طيب السلام عليكم أول شيء العافية ويعني كل التوفيق والنجاح إن شاء الله وألف مبروك لإخواننا الطلبة وموفقين في حياتهم العملية والعلمية أخوكم من عمرابي خريج هندسة كهرباء من هولندا مع صديق العزيز مصعب واتخرجت باور أوتوميشن وبعد استقريت في هولندا
أنا هتكلم عن جزئين في هندسة الكهرباء. الجزء الأول يكون عن هندسة الكهرباء، والجزء الثاني إجابة للأستاذ رزان كان سأل سؤال عن تكنولوجيا الإلكترونيكس إنجينيرينج تكنولوجي، فهشرح الفرق في الجزء الثاني من كلامي. الجزء الأول في هندسة الكهرباء يا أستاذ محمد، الكهرباء الكهرباء ده المجال العام، ده الجنرال. لما تجي تتخصص أكثر ممكن تتخصص يا إلكترونيكس إنجينير يا تتخصص باور أوتوميشن بالكهرباء. هندسة يا تتخصص هندسة إلكترونيات يا تتخصص القوة يعني الباور أوتوميشن، القوة الحركية ممكن نسميها. فأنا تخصصت باور أوتوميشن. لما ننزل في التخصص أكثر يعني ما شاء الله زي أخوي مصعب في الباور أوتوميشن يتخصص في الروبوتكس، فده كمثال يعني. لكن لو مسكت معي الهندسة الإلكترونية تمام، ممكن تتخصص ميكاترونيكس، ممكن تتخصص كنترول إنجينيرينج إلى آخره. فأنا وقفت في الباور أوتوميشن اللي هي جزء من الكهرباء عامة. يعني الباور أوتوميشن دي هي عبارة عن التشغيلات الآلية اللي هي منها تشغيلات الروبوتكس، تشغيلات المكنات، الموترات، الجنريترات، عامة الحاجات المتعلقة بالمصانع، الحركة المصنعية ممكن نسميها. ففيها جزء كبير من الكمبيوتر انجينيرينج، فيها جزء كبير من الداتا ساينس، فيها جزء كبير من الميكانيكال ذاته كبيسكس، ما كتخصص كبيسكس. لأنه انت وظيفتك انك تحرك المصنع، تحرك مثلا، اديك مثال مثلا، شفت حزام الشنط في المطار. نعم. وظيفتي اني مثلا اتحكم في الحزام ده، اشغل الحزام. لكن مثلا مهندس الشبكات وظيفته انه يتاكد في شبكه واصله ما بين الحزام والكمبيوتر. مهندس الميكانيكا يتاكد انه العجلات اللي بتمشي الحزام كويسه الى اخره. فانا شغلي ما بيتم الا مع باقي المهندسات، ويستحسن انا اكون عندي بيسكس نوليدج عن الحاجات دي عشان شغلي يتم. ف لحد هنا هل عندك اي سؤال؟ لا، ممتاز ممتاز جدا. تمام. حنجي يلا للجزء الثاني اللي هو الاجابه على سؤال الاستاذ رزان او اخت رزان. قالت ما هو الفرق بين الكترونكس انجينيرنج والكترونكس انجينيرنج تكنولوجي؟ الفرق انه الهندسه نوعين، الهندسه البحثيه اللي هي 80% من شغلك بيكون بحثي تمام و20% عملي، والهندسه التطبيقيه او الهندسه العمليه اللي هي 80% شغل باليد زي ما قلت قبل شويه و20% ابحاث. فهمتني كيف؟ ده هنا الفرق بين انجينيرنج وانجينيرنج تكنولوجي. تمام، انجينيرنج تكنولوجي هي الهندسه التطبيقيه او الهندسه العمليه اللي هي تخصصي انا الكتريكال انجينيرنج تكنولوجي، اللي هي معظم 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 شغلك او معظم تخصصك بيكون شنو؟ بشغل اليد، الهندسه الحرفيه بسموها تقريبا. فما في حاجه احسن من حاجه، الاثنين مرغوبين. الاثنين نحن محتاجين لهم في الـ في الـ في الـ في الانفايرمنت في العالم حقنا يعني. فالسؤال هو مايل لشنو اكثر حاجه؟ هو مايل يعني انه يكون زول بيبحث لسولوشن جديد، بيبحث لحل مشكله، ولا هو مايل انه مثلا انا بالنسبه لي انا مايل اكثر، انا شايف نفسي زول اكثر زول فني، زول بتاع صيانه، بحب اصلح، بحب افك، بحب اركب كده يعني. فانا مايل للحاجه ده اكثر من هو اكزاكتلي كده من مجال الاكزاكتلي كده. اذا هو زول بحثي وزول بتاع علوم وزول بتاع ريسيرش وزول بتاع بيبرز اكثر ما يكون يعني ده زول البحث اللي زي ما قال امين. زور البحثي هو الزور اللي بيكون قاعد قدام البيبرز وبيكون الكمبيوتر قدامه في بحوث قدامه بيطلع منها حلول وبيشوفها وبيقارنها وبيطلع خوارزميات جديدة. الزور البيد ده خلاص بيكون عنده خوارزمية معينة ثابتة في راسه وبيمشي بيطبقها في المصنع، بيطبقها في أي صح. وده سهل حاصل عليه. أنا مثلا لما أقع في مشكلة في واحد من إحدى المصانع مثلا، الحاجة الحلوة في مجال الكهرباء إنه أنت لازم تمشي تبحث كل يوم، بتتعلم حاجة جديدة مهما كانت خبرتك، فبتبحث عن الحل وبتمشي تطبقه.
ممكن نقول تقريبا ال شنو يعني معظم حياتك انت بتقع في مشاكل لازم تبحث عن حلها لان انت بتكون ما عارف حاجات جديده عليك بتمشي تطبقها. الجزء الثاني او الجزء البحثي الهندسه البحثيه المتخصصين اكثر شنو المين جوب حقهم الابحاث فهمتني كيف؟ انا المين جاب حقي ما الابحاث انا المين جاب حقي انه الصيانه السيرفيس تمام لكن حاجه ما عارفه بقوم بمشي شنو بمشي ببحث عنها فهمت قصدي عشان اعرف حلها واجي شنو اجي احلها عند المصنع او احلها عند الكاستمر الفلاني في 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 تخصص الهندسه الكهربائيه فهو مايل اكثر لشنو يعني لازم يقعد مع نفسه كده ويفكر هو بيحب شنو اكثر حاجه يلا يا اي اخر نقطه بص معليش يا باشمهندس اخر نقطه عايز اقولها كان تقريبا استاذ محمد كان يتكلم عن بالنسبه انا كان جاتني في هولندا منحه 50% ما 50% كان عشان جنسيتي سوداني عشان يعني ما شاء الله هنا في هولندا بيهتموا بالدول العالم الثالث او الدول الناميه ها ده رياكت انه جواز سوداني ده اكبر يعني انا قلت يعني معليش اكيد كان قلت يعني ما شاء الله اخيرا جوازنا طلع منه فايده فدي كانت مفاجاه بالنسبه لي انه كانت دوني 50% تخفيض عشان بيعتبر جاء من دول الناميه فاتمنى اكون جاوبت يعني بقدر الامكان وشرحت المطلوب لو في باشمهندس امين معليش في اي جامعه في هولندا انا اتخرجت من جامعه ساكسون اللي هي في مدينه اسمها اسخري alright okay. ايوه طبعا انا بس حضيف بس معلومه بسيطه انا رسلت الان رابط دوكيمنت في الشات حرسله في الفيسبوك الرابط ده فيه جروبات الفرعيه لجروب الباحثين السودانيين في مجموعه من الجروبات متخصصه في المنح يعني تلقى المنحه الكوريه في جروب متخصص للمنح الكوريه المنحه مثلا التركيه في جروب متخصص للمنح هتلقى كل التفاصيل في الدوكيمنت ده هتلقى في شكل تيبل اسم الجروب والرابط بتاعه والاشخاص المسؤولين من الجروب يعني بتقدر يعني السوبرفايزرز اللي بتقدر تسالهم مباشره في الجروب يكون عليهم وغير كذا احنا بنقول احنا الهدف الاساسي هذكر اللايف ده وللدسكشن الاوبن دسكشن عاملينه انه احنا بنشجع ابنائنا واخواننا انه الفيلد هو حياتك المستقبليه كلها اختيار مجال واختيار حياه عشان كذا اي زول فينا لازم يدرس الحياه انا بنصح دائما باستخدام السويت انك تشوف الفرص اللي قدامك المتاحه لك شنو والتحديات اللي تواجهك والميزات بتاعتك انت الشخصيه ونقاط ضعفك انت لو قدرت تجمع الحاجه دي انت مثلا زول صبور انت زول تقدر تقعد تقدر تقرا مثلا ساعات طويله انت زول بتحب مثلا الفهم وفي يعني معظم الاسئله اللي اتسالت دي بتلقى نفس الدائر عن معظم الكلام ده بس هجاوب هندي فرصه لو في ما في استفسار انا في سؤال هنا ده من رزان عن هل تخصص بكالوريوس تظهر معلومات جغرافيه في السودان في جامعة فيها لو في جامعات فيها بكالوريوس بتاع جايس هو اختصار نظم المعلومات الجغرافية جايس أول حاجة ممكن تقريه عن طريق كم حاجة يا تقري عن في طوال تخشي في كلية جغرافيا وفي كلية في انفورماتيك تقريبا في كلية كم كلية دكتور رازي صح؟ في جامعة الخرطوم في كلية اسمها كلية الجغرافيا والبيئة فيها التخصص ده فيها التخصص جايس أو ممكن تخشيها في كمبيوتر مان وممكن تخشي في جامعة السودان لكن جامعة السودان بتخشي في هندسة مساحة وبتتخصصي جي اي اس او تتخصصي حاجة اسمها جيوديسيا تمام من العلوم الجميلة جدا طبعا انا بس حابب استضيف حاجة واحدة الان احنا قبل ما تختار مجالك انا بحب ادي نصيحة لكل اخواننا لكل ابنائنا وكلهم بقول لهم نصيحة واحدة بس الان الحاسوب حياة اساسية مهما المجال اللي تختاره فارجوك حاول قدر الامكان تعامل مع الحاسوب اكسر الحاجز بينك وبين الحاسوب الان كلنا بنلعب جيمز بنلعب حاجات كثير جدا بنقول للاولاد الامور ادوا فرصه لابنائكم اختاروا مجالهم ادوا فرصه لابنائكم هم يفتشوا المجال وهم الان العالم بقى مفتوح جوجل بيجاوب لك اي سؤال انت عاوز تساله اي استفسار في راسك بتلقى اجابته احنا الان ان شاء الله في خطوه معلش يا حلا انا وقفت بيها الان عندنا ان شاء الله في مشروع شغالين فيه الباحثين السودانيين احتمال الرزلت يظهر السنه دي او اللي بعد لكن يعني طبعا البروسيس بتاعت المبادرات بعيده المدى وقريبه المدى احنا الان بنعمل
تغييم او مش تغييم حاله البحث العلمي في السودان، يعني الوضع للجامعات كيف في السودان، والجامعه الفلانيه فيها تخصصات شنو، تفاصيل دي كلها عشان تكون قاعد في ويب سايت واحد، الزول بخش ويشوف كل التفاصيل الجامعات في السودان والتخصصات الموجوده فيها كل التفاصيل عشان ما يزعل كثير، كل التفاصيل تكون في ون بيج تقدر عن طريقه تتاح لك. وفي نفس اللحظه في مبادره ثانيه بس للتذكير، ان احنا هنتجه ان شاء الله مع مبادره الشابتر بتاع جوجل في السودان عند تدريب المعلمين في السودان، نحاول قدر الامكان الادفايس بتاعتنا بدي المفروض تمشي لسنه ثانيه ثانوي قبل ما يخش ثالثه ثانوي، يعني داير انصحه يختار ادب ولا علمي قبل ما يختار، اوري الفرق بيناتهم من هنا اوري الديفرنس بينهم، فندي فرصه ل ممكن مداخله اتفضل. معك استاذ عمر غني، انا مهندس على كمبيوتر وحقيقة الأستاذ في مجال الـ ICT الـ IGCSE. أسني جداً على كلامك اللي أنت قلته بأنه الكمبيوتر هو البيزك بون لأي علم الطالب داير يقوم يمشي عليه، إضافة لأنه النقطة الأخيرة اللي أسرتها ممتازة جداً أنه الخيار يكون بالنسبة للعلم والأدبي زي ما موجود في الـ IG أو الشهادة البريطانية. أنا حدد ميولي من grade 10 اللي هي عندنا في الـ IG، بحدد من grade 10. للأسف إن عندنا طلبة بيصلوا في الشهادة السودانية لحد سنة ثالثة وبيمتحن وبيجيب نتيجة وهو بعدين ما يقول لك أنا ما عارف أقرأ شنو، ودي البروبلم اللي بتكون في إنه بيحصل التضارب في إنه يا أخي أنا أخش ياتو مجال بيفعلي مقدرات الشخصية مع مقدرات المجال اللي أنا خاشيه وأنصور. فحقيقة أنت سيرت نقطتين مش حابين نشكرك عليهم، ودي حقيقة الأشياء الأساسية المفترض إحنا نشتغل عليها. شكرا يا باشمهندس. ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب. ندي فرصه لحلا رابع عده تفضلي. السلام عليكم. معلش انا زهقتكم لكن هو اصلا يوم يومك تفضلي. دايره اقول انا زي ما قلت قبل انا بحب الانترناشونال ريليشنز، لكن كنت في الجريد أظن السنة الفاتت كنت بفتش عن الموضوع ده وقالوا لي إنه المجال ده ما بقدر يعني أمشي يعني أتوسع فيه وما بقدر لو دايرة أغير فيه حاجة، يعني بس أفضل ماشي في الانترناشونال ريليشنز، فقالوا لي أحسن أخذه في ماستر يعني أقراه في الماستر وأسي، قالوا لي أبدأ بإنجينيرينج بما إنه أنا بحب الرسم وبحب الماث وكده. لكن أنا كل الانجينيرينج الأسي بيتكلموا الروبوتكس والميكاترونكس في البداية أنا اسمه ما عجبني وحسيت إنه حاجة مشوقة، لكن انا ما بحب يعني ما بحبهم شديد، فأسي حسيت ان الانجينيرينج ده ما حاجه انا ممكن اكون مستمتعه وانا بعملها، فدار اعرف اذا مثلا في واحده من الانجينيرينج زي مثلا المعمار ممكن ينفع مع يعني هو شنو بالضبط، وممكن منه امشي اقرا انترناشونال ريليشنز وامشي يعني في مثلا اليو ان وكده. يعني عشان ريليشنز ما عندها اي علاقه بالانجينيرينج يا حلا. لا لا ممكن طبعا في ترى انور. السلام عليكم. ترى انور تفضل. السلام عليكم يا شباب، وان شاء الله الناس اللي امتحنوا امتحنين ان شاء الله ربنا يوفقهم يعني في النتائج بتاعتهم. انا في نقطه صراحه ما كان يفترض يجي داخل الليله، لكن في نقطه مهمه جدا نسينا نقول المره اللي فاتت وهسه نقولها. يا شباب ما تحاولوا تختاروا تخصصاتكم وانتوا قاعدين في بيوتكم. انا عندي قريبي سالني قال لي يا اخي انا والله نفسي ابقى مهندس اتصالات. قلت له يا اخي امشي لفلان الفلاني في زين. قول لهم أخواننا ناس الاتصالات دي المهندسين وينهم؟ المهندسين دي لو عندهم ربط بتاع عمود دار يوصلوا شبكة مقوي شغالين في اي تي ولا تيليكوم اشتغل معهم يوم كامل، يوم كامل اسبوع، ما انت ما عندك حاجة صح؟ دار تبقى طبيب، امشي المستشفى شوف واحد قريبك وجيرانكم بتاع طبيب اطلع معه من الصباح اقعد معه اليوم كله، ده بديك انسايتس بديك فكرة عن إنه الطبيب شغله شنو، وهو ذاته في أثناء اليوم بيتكلم مع ناس تانيين إذا تسمع بتعرف البيئة بتاعت العمل هتكون شغال فيها، ويو كان فيجواليز يعني ممكن تاخد صورة كده رسومية للمستقبل بتاعك ممكن يكون شكله كيف. في ناس بيخشوا بمجاميعهم العالية جدا برغبتهم الأكيدة في الطب والبتاع، لكن في أول يوم في المشرحة جابوا لهم جثة كده راكدة باب أغمي عليهم ومن اليوم ذاك طلعوا من الطب تاني ما جوا راجعين كله فيبقى بالتالي أنت داير تمشي الحته بتاعت العمل ذاته للحاجه في المستقبل. يعني قصتين والله انا اشوف الاسماء وفانسي واتراكتيف والله دي اسمها جميل ودي اسمها سمح وبتاع، لا
امشي اشوف الحاجز ده، تبقى مهندس بتاع انشاءات حاول اطلع لك مع مهندس ولا مقاول، عايز تبقى معماري امشي اشوف لك مكتب بتاع استشارات ولا خرط، ولا امشي وزاره التخطيط العمراني. يا اخوان انت قاعد تشتغلوا شنو؟ ما دول كلهم مهندسين، دول الناس اللي قدامك بعدين الحاجه اللي حتكون في المستقبل. عايز تبقى مهندس كمبيوتر امشي لك اي شركه بتاعت كمبيوتر، امشي لك اي حته بتاعت انظمه، امشي برج الاتصالات شوف لك اي زول داخل كده شكله لابس له بدله وينادي زول مسؤول، تعال يا فلان يا اخي ممكن الليله اخش انا دار ابقى زيكم في المستقبل، هل ممكن اعرف انتوا قاعد تعملوا في شنو؟ انا امتحنتها وكده وكده وقدم نفسك. اعتقد انه الحاجه دي مهمه جدا جدا. امشي الجامعات خش اي قسم اي كليه، يعني الكليه دي ما يبقى علاقتك بها اول يوم بانك انت جيت برلون فيها، لا ممكن تمشي قبلها وتعرف شوف اي قوافل تطوعيه، اي شغل نازل يشتغل في المنظمات، العمل الانساني، العلاقات الدوليه، امشي وزاره الخارجيه شوف لك اي سفير اي زول. يا اخواننا دار اقرا الحاجه دي، دار اعرف انتوا بتعملوا في شنو يا اخواننا، لانه ممكن انا ابقى سفير وبعدين تجيني تعليمات من الحكومه بتاعتي انه انا اعمل لي حاجه تكون ضد قناعتي، لكن ده شغلي انه انا انفذ الكلام اللي قالوا لي. ما انت ما عندك الليبرتي ولا الحريه في انك تعمل الحاجه اللي تعملها، لا انت وزين سيستم، فهل الحاجه دي حتنفع معاك ولا ما حتنفع معاك. مهم جدا جدا يا شباب يعني تحاولوا تصدموا بالواقع قبل ما الواقع يصدمكم، قبل ما يديكم بنيه، وان شاء الله اتمنى لكم التوفيق، ربنا يوفقكم. يا دكتور انور يعني صراحه دي انا زادك احمد زادك كنت بتمنى انا اقول لك الكلام ده، كنت انا طالب بتمنى يعني فعلا. لكن بس يا دكتور انور انت ما يعني انا متوقع ان تواجه الطلبه صعوبه انه يلقوا الزول اللي يمشوا، يعني مثلا لو انا دار اتخصص باي تكنولوجي مثلا زي الازله اللي سالوها علينا فحتلقى صعوبه جدا. انا حلقى لي مثلا مراكز بحوث يا احمد في مركز أيوة. جواب للطلبه مالي انا ما نعم ايوه في مراكز بحوث يا شباب، في المركز القومي للبحوث ده اكبر جهه بحثيه في السودان، فيها 9 مراكز وهيئات بحثيه مختلفه. يلا في البحث العلمي تحديدا في الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه في حاجه اسمها المالتي ديسيبلينري ريسيرش، البحوث متعدده التخصصات متقابعه مع بعض، يعني ما في بحث واحد بيتعمل من غير ما تعاين للبيئه المحيطه به. اي بحث بتاع هندسه حتلاقي داخله فيه المواد، حتلاقي داخله فيه الكهرباء، حتلاقي داخله فيه الميكانيكا الى اخره، الكهرباء وغيره وغيره. فنمشي المركز البحثي ده نقول يا اخواننا ورونا وين ناس التقانة الحيوية، ناس البايو الانجينيرينج ديل، هتلقاهم موجودين. امشوا مع ماليستاك بتلقوهم موجودين، امشوا الوزارات زي وزارة الزراعة، امشوا المركز الابحاث الزراعية في ولاية الجزيرة المدني، في واحد حيقول لي يا اخي اسافر من هنا ده لحد مدني عشان اشوف مثلا ما هي التقانة الحيوية، اقول له ونعم. يعني انت لو سافرت مدني مثلا 3 ولا 4 ايام شنو يعني مقابل الخمس سنوات اللي حتقعدهم في الجامعه وما حتكون عارف نفسك انت دي الحاجه الدائره ولا ما الدائره. فعندكم فرصه. وطبعا الاخوان الكارير ادفايزرز في كل المدارس الكويسه دي الحاجه اللي بيعملوها، يعني في المدرسه انت بتكون قاعد في اولى ثانوي بيقوم بيجيك، زمان كان بتحصل يعني يقول لك يا فلان انت ابوك شغال شنو؟ والله انا ابوي شغال ضابط. خلاص كلمه خليه يجينا هنا في الفصل يشرح للناس الضابط ده بيعمل شنو؟ يجي الضابط يشرح. فلان انت ابوك شنو؟ انا ابوي والله دكتور. تجيبه هنا ده، فالناس كان عندهم كارير اويرنس. يعني انت في اولى ثانوي قبل ما تمشي ذاته وتاخذ الخطوه الثانيه بتاعت انا داير امشي ادبي ولا علمي، هندسيه ولا احياء ولا كده، بتكون عارف الناس دي بيعملوا شنو؟ بعد ده الاختيار بيكون اكثر. فاسيتوا بما انها ما حصلت لكم ما فات شيء. انتوا ممكن تعملوها لنفسكم. يا اخواننا لو الحاجات والله يعني زول ما يعلق شماعه بتاعتنا والله ما ادونا وما ورونا والمنهج بتاعنا تاريخه، انت اسي حاليا ممكن تصنع مستقبلك وتصنع تاريخك بانك تعمل الخطوات المطلوبه منك. بطل الكسل، طوالي تقوم من حتتك دي تمشي دا تشتغل زراعه، هندسه زراعيه، تقانه زراعيه الى اخره، امشي لك مزرعه اقعد في المزرعه دي يوم كامل يومين شوف كل البروسيس، لانه انت داخل على الجامعه والجامعه بتعلمك بيدوك تعليم وبيدوك بحث وبيدوك خدمه مجتمع، دي كل الاليمنتس دي بتلقطها من حوالينك من الناس في الحياه العمليه. ان شاء الله ربنا يوفقكم يا رب. بالضبط كده زي ما احنا ذكرت كنور، احنا يا جماعه ما بنقدر نختار لك مجال، احنا بننورك انه انت لازم تتعرف على المجال اللي انت حابيه عشان انت تقدر تختاره، تقدر تتعايش مع نفسك، انه زي ما ذكرنا اختيار مجال هو اختيار حياتك، الكارير بتاعك حيكون معك طول عمرك، فاذا اخترت مجال غلط هتضيع سنين من عمرك وما حترجع العمر. فندي فرصه للطيب، الطيب مامون
السلام عليكم. شكرا جزيلا وجزا الله خيرا القائمين على المبادرة، صراحة مبادرة جميلة جيد وفكرتها يعني حاجة مفيدة جيد الحمد لله. فسؤالي للدكتورة سماح إذا سامعاني، ممكن تشرح لنا شوية عن الموليكولر بيولوجي بالنسبة لتخصصين في كلية واحدة أو لقسمين في كلية واحدة اللي هم قسمين بوتاني وزولوجي؟ شكرا جزيلا. شكرا يا طيب. وبرضو أنا كان قريت عندك سؤال في الشات عن البيو انفورماتكس بشكل عام. البيو انفورماتكس هو الموليكولر بيولوجي له علاقة وثيقة بالبيو انفورماتكس يعني. فإحنا نستخدم البيو انفورماتكس هو عبارة عن شنو؟ هو عبارة عن استخدام تطبيقات علوم الرياضيات والاي تي والحاسوب في حل مشاكل أحيائية في من يعني في البحث بتاعنا كأحيائيين كويس. فدي من زي ما ذكر دكتور أنور، إذا في بحوث في الحاجة دي بيكون مشتركة بين من البحوث المتعددة التخصصات يعني داخلين فيها IT وناس البيولوجي كويس. بالنسبة للموليكولر بيولوجي هو الأحياء الجزيئية بتدرس فيها السنترال دوغما بشكل عام، هو DNA لما يترجم ل RNA لما يتحول لبروتين، تنظيم التعبير الجيني في 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 الخلية مثلاً، وأكثر من كده مثلاً يعني ممكن إحنا نأخذ ندرس الآليات دي ونطبقها بعدين في بحوث تانية. وأنا شغالة في شغلي في طبعاً بتطلع من حاجة وبتخش تلقى نفسك دخلت في حاجة تانية. يعني مثلاً أنا من متخصصة دراستي كانت يعني متخصصة زولوجي وهو علم الحيوان، ودرست الأحياء الجزيئية في سنة خامسة تخصص. لكن تاني رجعت اشتغلت في أحياء المياه العذبة، ده شغل جزء منه بيئة، وتاني بستخدم تطبيقات الأحياء الجزيئية. يعني معناته ممكن أنا بشتغل في المولكيولر إيكولوجي أو علم البيئة الأحياء الجزيئية مثلا. فبالنسبة للتخصص مثلا أنت تدرس مولكيولر بيولوجي، الحاجة اللي موجودة في الاثنين إذا زولوجي أو بوتاني يعني بيستخدموها هناك وفي البحوث بالنسبة لقسم علم النبات، وإحنا برضو لكن تطبيقاتها مختلفة شوية. يعني مثلاً أنا بتعرف على مثلاً التنوع حق الهواء، التنوع الهوائم الحيوانية في النيل، وأشوف التنوع ده بيختلف كيف من موسم لآخر، وخلال يعني مثلاً بشوف العوامل المختلفة تغير الفترة الزمنية في السنة مثلاً، إذا حصل سد اتبنى سد ولا تأثير تداخلات في الطبيعية وغير الطبيعية في البيئة، هل لها أثر في التنوع الأحياء الموجودة في الموية؟ فواحدة من الوسائل اللي بستخدمها في الدراسة هو الأحياء الجزيئية، يعني مولكيولر بستخدم الـ DNA. يعني بدل ما ألقط نفر نفر أشوفهم هم شنو بشيل العينة كاملة، بستخدم تطبيقات الأحياء الجزيئية فيها، فبتسهل الحاجة دي. يلا ده أنا مثلا بدرس الحيوانات في مثلا في قسم النبات، مع إنه ممكن تطبقها في النباتات وممكن في الفيروسات وممكن في المايكرو. بالنسبة لتخصص المايكرو فيها الفيروسات وفيها البكتيريا مثلا، مع إنه ديل ما نباتات، لكن إحنا أصلا تقسيم الأحياء لبوتاني وزولوجي ده تم على أساس إنه زمان في السابق كان بيقسم الأحياء بشكل عام إلى حيوانات ونباتات، لكن بس احنا عرفنا مع الوقت يعني انه لا ما ممكن تتقسم تغيرنا من النظام المملكتين للثلاثه ممالك للخمسه لانه طاقات بقت وبقت الحياه دي متداخله. فبتلقى في كليات كثيره في العلوم تلقى قسم الاحياء ده وراء واحد يعني. فانت لو حابب مثلا تدرس مولكيولر بيولوجي بمسماه ده موجود في قسم علم الحيوان، لكن في عندك في قسم علم النبات بيدرسوا الوراثة هناك أعتقد إن شاء الله. أي فأنت شوف ممكن تمشي الكلية تشوف الحاصل شنو بالضبط. أنا والله يعني معلش للتدخل، لكن أنا أحس أنا أستاذ جامعي في السودان، أنا ممكن أن يعني الطلبة أنا بحاول قدر الإمكان الفترة الجاية أعمل لايف برضو لأن الجروب بتاع أساتذة الجامعيين، نقول نفتح لهم اذانهم يعني يتقبلوا الاسئله من الطلبه عشان نفتح، احنا دايرين ان المجتمع بتاعنا يكون مفتوح.
عشان الناس تقدر تعرف كل يعني النصائح من الناس. لأن أنا حاسس أنا بالنسبة لك الآن زي المستقبل بتاعك، أنا طلع زي مشيت منك نسخة بالمستقبل، قريت مجال محدد وبجي أوريك الفيدباك بتاعي، لكن دي من تجربتي الخاصة، يعني أنت بتحكم تجربتي بتجربتك أنت، ولا الظروف اللي أنا محيطة بي هي محيطة بك، تمام؟ لكن في الشات هنا في يعني في كلمتين قالتهم أختنا سماح، هي كلمتين جميلة جدا. أول حاجة قالت يا جماعة يا ريت الأهل ما يحققوا أحلامهم في أولادهم، يا ريت يعني يا ريت نتمنى من كل الأهل ما يحققوا أحلامهم الدارين كانوا هم يعني الحياة بتمنوها حققوها في أولادهم، لأن الحياة دي بجد بتأثر في الولد. لو زول ممكن طبيب لكن هو ما داري يقرأ طب، فأرجو الناس تدع الاختيار للأولاد وتتيح لهم الريسورس عشان يقدروا يختاروا مجال متخصص، يعني تديهم مثلا الأوبشن. يعني لو زول قال داري يقرأ معمار، يعني انت افتش ليه ولدك، شوف لك زول بتاع معمار ودي له، انت اسعى لولدك يعني انه اختار الطريق الصح، انت اسعى مع ولدك شوف هو عاوز شنو. بالعكس انت ما تحاول تحدد له مجال، انت تدي البيئه المناسبه عشان يقدر يختار المجال المناسب. المجالات بقت كثيره جدا وصعب جدا الاختيار صراحه، بجد يعني المجال صعب، لانه تلقى اكثر من مجال بيدوك نفس الاوتبوت زي ما ذكرت الدكتور سماح حسين، يعني انت تقدر في يعني بنفس المجال ده بدون كده تخش ماجستير، ونفس المجال ده ممكن تتلاقوا في الماجستير، ممكن تتلاقوا في الدكتوراه. فالفيلد يا جماعه العلوم بقى الفرق بين اي علم وعلم شعره بس، يعني فرق شعره بس، يعني انت ممكن تنط من علم لعلم، تمام؟ فالزبيقه سالت ان انت تقرا انترناشونال تقريبا، فا اوكي اقري هندسه ممكن تحول اقري، فالمهم انت عاوز شنو؟ ما المهم انت عاوز تقري شنو؟ تمام؟ حسي الان امشي يا ريت لو بتمنى تمشي وزاره الخارجيه جنب كوبري المك نمر، تمشي وزاره الخارجيه تستفسري منهم هل يا جماعه لو قريت هندسه تقبلوني ولا لا، لو عملت لي دراسات عليا دبلوم عالي تقبلون ازالين الاسئله دي، او ازالين احتمال تلقي مهندس شغال معاهم في سفير، دي الحياه احتمال دايره انت. فالحياه دي انا يعني بجد في رنور فتح حاجه مهمه جدا، الناس تمشي تزال، والحياه دي صعبه لانه احنا في السودان مصعبيننا، احنا في السودان مصعبين الاسئله وغير كده للاسف، يعني احنا كلوز مايند، يعني احنا بالنسبه لاختيار الفيلد انا شايف الفيلد في السودان يسمع معروفه اقتصاد الكذا الكذا فيلد معينه جدا، حتى المشكله يعني تمشي للجامعه ذاته تمشي جوه الجامعه هتلقى انه الفيلد ذاته يعني برا السودان تلقى بقى اي في ماده بقى تخصص، لكن في السودان لسه هي ماده بس او في قسم بقى كليه كامله، فبقى في تفاصيل كثيره جدا داخليه. فانت زي ما قالت برضو سماح يا جماعه ما تخلي تفكيرك بس في حدود السودان، خلي تفكيرك على المستوى العالمي، اتثقف انه العالم يبقى مفتوح لنا في الانترنت كله. معلش الاطاله، ندي فرصه لدكتوره فاطمه. السلام عليكم ورحمه الله. بصراحه جدا مداخله الدكتور نرو انور وكل الافراد اللي بداخلوا بكل مره بدي الزول يعني فكره. انا صراحه في النقطه دي دايره ادعم حكايه انه احنا لازم المخرجات النهائيه من اللقاء ده يطلعوا اولادنا بانهم يكونوا قادرين ومتمكنين على اتخاذ القرار. طيب ببساطة أنا دايرة أقول عملية اتخاذ القرار بترتكز في المقام الأول عليك أنت صاحب الشأن، وأفضل داعم لاتخاذ القرار إنك تطلع تتعرف، والآن بقت المجالات متاحة. أنا برضو فات علي قبيل في الكلام عن إنه مع توفر وسائل الاتصال والأدوات والأجهزة، يعني للأسف يعني نحن ما هو حوالينا أولادنا وطلبتنا ومجتمعنا، نحن الآن أكثر دولة عندها إمكانيات متاحة في امتلاك الأجهزة الرقمية الحديثة، لكن بقول ضغط رأيانا يعني من خلال حواليني ما بنتعامل معاه بفاعلية. يعني ممكن الواحد يقضي من الزمن ومن الرصيد يدخله في النار، لكن ما بيكون فيه ولو جزء من النبي فاته. فأنا عاوز أناشد من هنا يا أولادي وحتى إحنا ذاتنا نتحول في التعامل بفاعلية مع الأجهزة التقنية، نبحث نسأل نستفسر نرجع لمصادر المعلومات، نسأل الالتقاء بالشخصيات الزي دي. برضو يعني الكلام ده دفعني إنه أتذكر عمل جميل جدا من أستاذ بدرس ولدي من غير ذكر الأسماء عشان ما يكون فيها تحيز لمدارس والأساتذة، لكن هو أستاذ حاسوب الغريبة، فطلب منهم في الفصل إنه أي طالب يعمل بحث اسمه مستقبلي، قال لهم كل زول فيكم يشوف هو عاوز يقرأ شنو، يعمل بحث عن الموضوع ده ويجي. طبعا ما شاء الله اتفاجأت يعني من الحوالين انهم قدروا دخلوا في جوجل وكل واحد جاب معلومات تعريف للتخصص العاوزه
وأفضل الجامعات اللي بتدرس هذا التخصص وأفضل الشخصيات وما هو دخل الفرد المتخصص. فكان يعني بجد أنا ذهلت لما شفت ولدي عمل البحث ده، ما دخلت معه في حاجة وما تكلمت معه، لكن حبيت أنقولها كفكرة وكتجربة. إحنا والله يا أخي يعني صراحة إحنا قد تكون نطاق معرفتنا ضيق ببعض الأفراد اللي عندهم أدوار جميلة في بلدنا، لكن من المنبر ده عاوز أنشر الفكرة وأتمنى إنها تنتقل. أي زول بفكر في مستقبل أو في مادة يبحث عنها ويشوف أفضل المشاهير أو أفضل الناس أو أكثر الناس يتعاملوا معها. وشكرا جزيلا. أعطيك العافية يا رب. من نوي هنو كلام دكتورة فاطمة حساس جدا، إحنا محتاجين أي واحد فينا سفير للرسالة دي. أي زول فينا عنده شخص بعرفه امتحن، عنده أهل بعرفهم، ممكن يدوم الحرية. تفضل يا مصعب. شايف محمد مرغني كاتب ممكن نعرف الفرق بين كلية الهندسة الإلكترونية والكهرباء، النظم الإلكترونية والحاسوب، كلية الهندسة الإلكترونية والكهرباء. أنا زمرين حجاوبني على السؤال ده، جاوبنا لك ذاتك محمد لكن ما أعرف. أوكي. أنا طبعا يا مصعب برضو أنا ممكن بس أضيف برضو على النقاط دي. أنا طبعا أنا خريج هندسة برمجيات نظم إلكترونية برضو يعني. عاش الله زميل. ف يا هو نفسي يعني اولاد المدرسه وحدي. فانا ده اقول لي يا محمد انه انت حس الان احنا مهما جاوبنا لك انت صدقني اجابتنا ما حتشبع رغبتك، تمام؟ صدقني يعني المعلومات متوفره بالانترنت. امشي فتش. ايوه. واظن ريم محمد مرغني ده بيسالك عن ولده صح؟ ايوه نعم نعم نعم. انا بسال. فاحسن احسن حاجه تخليه يمشي يفتش معاه، يسال ما يخجل وفتش انت معاه، بما انك انت تقريبا في نفس المجال. أيوة. فتش معاه وخليه يكون عنده كونكشنز مع ناس. قول له اركب المواصلات، امسك هذا تليفون الزول ده، اضرب له واساله اي خوف او اي اسئله عنده في راسه لازم يلاقي لها جواب قبل ما يملى الاستماره. يا بالضبط كده. غير كده دكتور محمد، احنا طبعا عشان ما نكون حطيناك عاين كده وخلينا بدك امشي بس فتش وامشي اعمل، احنا ما قصدنا كده والله. احنا قصدنا لا انا اي دو ابريشيتد والله كلامكم كله ومستمتع جدا. ونحن قاعدين يا باشمهندس لو في اي وقت انا ممكن اكتب رقمي في اي وقت، اي زول عايز حاجه عن الهندسه انا ممكن اجاوب، بس ما تكون عندك سؤال ما عنده اجابه قبل ما تخش الكل. ايوه احسن دول. كتر خيرك. هذا صعب جدا. أكيد. شكرا. فإحنا بنتمنى أنه إحنا كأولاء إمور نقعد مع أولادنا ونزالهم أنتوا عاوزين شنو، نبحث معهم في المجال اللي بيختارهم، نفتش في جوجل، نفتش المعارفنا، نفتش حاجة كثيرة جدا. أنا عموما أنا أحمد داود، أستاذ جامعي هندسة برمجيات نظم إلكترونية، خريج هندسة كهرباء تخصصت هندسة برمجيات نظم إلكترونية، ماجستير في الذكاء الاصطناعي. و ان شاء الله يعني لو برضه انا حدي رقمي، اذا زول يعرف اي حاجه عن هندسه البرمجيات او الذكاء الاصطناعي انا اوبن مايند، متوافر في الفيسبوك في اللايف ذاته التليفون بتاعي، ممكن تزالوني طوال في اي لحظه. اول زول انا عايز تليفونك يا باشمهندس. اول زول انا عايز. ايوه انت لميت في باشمهندس مصعب ده امسك في قوي. كلكم باذن الله، كلكم باذن الله. ان شاء الله خير. كتر خيركم. كتر خيركم كثير. حسين ولا معلش حسين معلش اعتذر تفضل. اعمل ميوت يا حسين وتفضل. اعمل ميوت. عليكم السلام. معلش طبعا جي متاخر و قبل ما تبدا يا استاذ حسين، طبعا يا جماعه استاذ حسين ده استاذي اخواننا في الجامعه الفنيه، ده زول ده اداني البيزكس كامل وخلتني تمشي فامسكه في الكلام اللي بيقوله قوي. اي بس اتمنى قبل ما تكلمت حسين احنا بتمنى يزول يجي يعرف نفسه، لانه بعض المرات بتدي امبريشن كويس وتوري انا فلان الفلاني تحت الفلانيه. تفضل. انا باشمهندس حسين عبد العظيم العاقب، انا تخرجت تخصصت في مجال الهندسه الطبيه، تخرجت من جامعه العلوم الطبيه والتكنولوجيا 2009، عملت ماجستير تخصصت في الأجهزة الطبية، وحاليا الآن أنا seeking for PhD في نفس المجال يعني في الهندسة الطبية، more interested في اللي هو application of machine learning في البايوميديكال engineering systems.
طيب انا عشان ما دار اطيل على الشباب، في واحده شايف في الشات بتسال سماح الفرق بين الاحياء والهندسه الطبيه، وطبعا اكيد فرق كبير جدا يعني. يعني الاحياء طبعا باعتبار هو بيزك ساينس، دي هندسه طبيه صحيح، في يعني في كومن نيمز، دي بايو ميديكال، هندسه طبيه حيويه، دي احياء. الاحياء اللي هي البيزك ساينس بتاهلك انك انت شنو يعني تدرس المجالات العلميه المرتبطه بحياه الانسان اللي لها علاقه او منبع الاساسي هو الاحياء، زي الطب، الصيدله، المجالات الطبيه دي. وايضا الهندسه الطبيه باعتبار هي اساسا مجال هندسي بحت، يعني ما عنده علاقه اساسيه بالمجالات الطبيه. الهندسه الطبيه مجال ينتمي الى المجالات الهندسيه، لكن ارتباطه المباشر بالمجالات الطبيه، عشان كده سموه هندسه طبيه حيويه بايو. طيب الهندسه الطبيه يعني كتعريف بسيط، يعني هي مجال مجالات الهندسة تحاول تربط ما بين يعني المجالات الهندسية زي الكمبيوتر، الكهرباء، الإلكترونيكس، الميكانيكس، عشان يعني توظفها في تشخيص الأمراض اللي بتصيب الأنظمة الحية ومنها الإنسان بالتحديد، في محاولة لإيجاد حلول و يعني عمليات علاجية لهذه الأغراض. طيب بالنسبة دخول الهندسة الطبية في السودان يا شباب، الهندسة الطبية طبعا أول ما بدأت في السودان بدأت يعني كمجال، يعني ما مجال كده منفصل براوس مهندسة طبية. في جامعة الجزيرة كان الطلاب يدخلوا مجال الإلكترونيكس في السنة الأخيرة، بيكون عندهم تخصصين، إما اتصالات إما أجهزة طبية، يعني فقط بتخصصوا في الأجهزة الطبية. يمكن قبل 15 سنة يهو تأسست أول كلية اسمها كلية الهندسة الطبية، اللي هي في جامعة السودان العلوم والتكنولوجيا، جامعة السودان العلوم والتكنولوجيا. ومنها الآن اتفرعت لبقية الجامعات الأخرى، يعني يمكن حالياً جامعة الخرطوم، خلي أنا قبل فترة سمعت إنه يعني في اتجاه إنه يفتحوا الجسم ديه في جامعة الخرطوم، لكن يمكن الجامعات الحكومية فقط جامعة السودان. الهندسة الطبية موجودة في معظم الجامعات الخاصة في السودان، في الخرطوم بالتحديد يعني. طبعا نسبة الدخول لها هو تقريبا يعني يمكن قريبة للمجالات الهندسية الثانية، يعني يمكن تلقى أقل حاجة 80 فما فوق يعني. طيب فزي ما قلنا إنه المهندس الطبي هو يعتبر المكمل الحيوي للطبيب، يعني الطبيب لا يمكن أن يمارس يعني يعمل براكتسنج ل المهنة بتاعته في عملية التشخيص، في عملية اتخاذ القرار الطبي وكذا، إلا with assistance of medical tools، يعني with assistance of medical tools. فعشان كده وجود المهندس الطبي إلى جانب الكادر الطبي مهم جدا في المستشفيات والمراكز الطبية، وحتى even المعامل الطبية ومعامل البحوث يعني. طيب بالنسبة لفروع الهندسة الطبية، الهندسة الطبية شباب يعني فيها فروع كثيرة جدا جدا، فيها تخصصات، يعني يمكن هنا في السودان في ثلاثة تخصصات بس أنا حركز عليهم، لكن بقية التخصصات دي يعني ما تخصصات منفصلة براها يعني مستقلة، لكن بتلقاها يعني أو بتدرسها خلال يعني المنهج الدراسي للهندسة الطبية، لكن ما تخصص كده منفصل براه. يعني التخصصات اللي بتلقاها هنا في السودان اللي هي عندنا الأجهزة الطبية، أنظمة التصوير الطبي، والمعلوماتية الطبية والبايو انفوماتكس، دي ثلاثة تخصصات شائعة، أو يمكن أكثر اثنين اللي هي الأجهزة الطبية وأنظمة التصوير الطبي، دي أكثر حاجتين تلقاهم
في السودان. طبعا الاجهزه الطبيه يعني هي يعني يا اما تكون اجهزه تشخيصيه الغرض منها الوصول الى تشخيص امراض معينه، يعني مثلا زي اجهزه المعامل الطبيه مثلا، كابسط جهاز مثلا الميكروسكوب مثلا اللي هو بيستخدم في يعني فيجوالايزنج المايكروبس دي الحياه الدقيقه دي، عشان يعني للتعرف على الميكروسكوبيك ديزيز دي. مين المسؤول من الجهاز ده؟ مين اللي بيصين الجهاز؟ مين اللي بيصمم الجهاز بتاع الميكروسكوب؟ مين اللي بيحافظ على الكواليتي بتاعته؟ مين هو المهندس الطبي؟ مين اللي بيكون عنده اللي هو الرخصه او الاوثرايزيشن انه هو يعني يختار الميديكال ديفايس يعني بمواصفات معينه يعني بكواليتي معينه اللي هو المهندس الطبي. عندنا الايمجنج سيستم، عندنا عفوا الاجهزه العلاجيه اللي هي مثلا زي اجهزه غسيل الكلى مثلا اللي هو الدياليسيس ماشينز، اجهزه غسيل الكلى اللي هي اصبحت الان يعني حمد الله بقت المرض الفشل الكلوي بقى منتشر في السودان. يعني لولا المهندس الطبي ما كان في حاجه اسمها دياليسيس ماشينز، اجهزه غسيل الكلى اللي هو بتقوم بدور الكلية في جسم الإنسان. الكلية طبعا وظيفتها الأساسية إنها تعمل يعني تصفية للدم من اللي هو الرواسب أو المواد اللي ما بيحتاج الجسم من خلال عمليات الميتابوليزية في جسم الإنسان. فمجرد ما يحصل أي عطل في الكلية، أي مشكلة مثلا كان مشكله يعني جيناتيك او كانت مشكله مرضيه فيروس او كذا، المهم يحصل عطف في خلاص الكلى تتعطل طوالي، يعني حيلجا الانسان اللي هو البديل، اللي هو البديل العملي او اللي يمثل وظيفه الكلى اللي هو جهاز غسيل الكلى والدياليسيس ماشين، اللي هو جهاز علاجي يقوم بدور وظيفه الكلى. وعندنا كميه من التخصصات، معلش ما اطيل عليكم، عندنا كميه من التخصصات الاخرى زي مثلا المعلوماتيه الطبيه او البايوميديكال اي تي البايوميديكس اللي هو طبعا دي من المجالات الخصبه الان في الهندسه الطبيه، لانه طبعا استخدام الكمبيوتر يعني الكمبيوترايزيشن اوف ميديكال ديفايسز دي بقت يعني الان هي السبب في تقدم او في تطور الطب وفي تطور التصميم وصناعه الاجهزه الطبيه والانظمه الطبيه نفسها. تشخيص الامراض الان يتم عن طريق الكمبيوتر، التعرف على التيومرز والحياه دي كلها يتم بصوره باستخدام خوارزميات بتاعت حاسوب ذكيه جدا تتعرف على هذه الاتريبيوز دي في الميديكال ايمجز او البايوميديكال سيجنالز او الاشارات الحيويه يعني بصوره ادق من تعرف الطبيب لها. يعني في مجال زي الهوسبيتال انجينيرنج، هندسه المستشفيات، الناس اللي بيكون عندهم، لانه في واحد اسمه الاء شايف في الشات بتقول يعني ما عارفه تخش معمار وتخش طبيه، طبعا يعني ما عندي تخصص، ما عندي معرفه في المعمار شديد، لكن الهوسبيتال انجينيرنج هنا لو انت عندك يعني كده عاوز تخلط بين الاثنين ديل معمار وهندسه طبيه، يلا نحن بنديك بنرشدك لحاجه اسمها الهوسبيتال انجينيرنج او هندسه المستشفيات، اللي هو طبعا بناء هذه المستشفيات على اسس و يعني قوانين صحيه عالميه. اوكي يعني ابتداء من اللي هو الكونستراكشن والبيئة الداخلية اللي هو الانترنال انفايرمنت اللي هي المستشفيات وتوزيع الأجهزة وال يعني حياة كثيرة والانفكشن كنترول، الشغل بتاع الانفكشن كنترول يعني كله داخل في الحتة بتاعت الهوسبيتال انجينيرنج دي. حتى تصميم المستشفيات، التصميم المعماري يعني ما هي زي بس نحن الفوضى شايفينها في السودان هنا، أي عمارة أي مدرسة أي هنا عاملين مستشفى عاملين لنا مركز طبي يعني. فهنا بعد ده بيجي يا دكتور المجامعات، المدارس العشوائيه كثير جدا في السودان صراحه، ما في شيء ساينتفك، ما في شيء يدرسه قبل ما يعمله.
والله طبعا دي السبب طبعا عندنا عوامل كثير جدا هي الفوضى يعني الفوضى عشان كده طبعا في مجالس ما نزلت الفوضى اتمنى انه طلابنا الاسهم تحنين دي والاجيال الجايه يعني ان شاء الله يعني تصلح الوضع وزقوله تضع بصمتها بعد ما تكون استفادة كبيرة جدا من المجالات ان شاء الله باشمهندس تسلم شديد. طيب انا ما دار اطيل معلش في زي ما قلنا المجالات في زي 15 فرع من فروع الهندسة الصوتية لكن في النهاية دي ممكن يعني لو خشيت الانترنت بتلقى صاد موجودة لكن يمكن في تخصصات بيكون عندها موارد عندها معامل هنا موجودة متوفرة في السودان في الجامعات يعني بالذات الحاجات اللي لها علاقة بالكمبيوتر زي الديجيتال ايميج بروسيسنج معالجة الصورة الرقمية الإشارات والإنفورماتكس مهندس هنا ده احنا مهتم بس التفاصيل بتاعت الفيلد هنا ده الطلبة كلهم يعني ديجيتال ايميج بروسيسنج حياتي بتلخبطهم زيادة طيب ما مشكله احنا بس دايرين نوريهم انه الفيلد عشان تختاروا احنا عندنا كارير ادفايزر ما قاعد نوريهم التراك داخليا شنو لانه هنا ده عندنا عشان احنا الجمهور المستهدفين هم اخواننا وابنائنا الطلبه اللي انتهوا من ثالثه ثانوي وداخلين على الجامعه عندهم مشكله الان ما عارفين يختاروا اي فيلد والمشكله الثانيه اكبر من اختيار الفيلد انه عندهم قدرات هي بتحكمهم باختيار المجال اول حاجه المعدل بتاعهم وثاني حاجة الكفاءات أو المقدرة المالية لأنه عندنا التعليم يعني تكلفة كبيرة جدا وحياة كثير جدا أحيانا نوريهم أنه لازم يفكر out of the box يفكر خارج الصندوق فالهدف بتاعنا إحنا في السيشن ده الكارير أدفايزر إحنا نفتح للناس open mind نقول لأولياء الأمور ما تحلم حلمك تحققه في ولدك يعني أنت حلمك تبقى دكتور ده تبقى ولدك دكتور أنت حلمك تبقى مهندس تبقى ولدك مهندس انت هدي ولدك الفرصه ولدك تونس معاه ناقشه في الكارير بتاعه انت عايز تبقى شنو انت بتحب شنو وفتش معاه خش جوجل معاه ده الهدف الاساسي للسيشن بتاعنا اقعد معاه في جوجل ولا انت عاوز شنو عاوز هندسه طبيه تمام الله باش مهندس حسين ده قال كلام جد حلو انت عاوز هندسه طبيه شنو ابحث عنه طوال بيبحث عنه يشوف مجالات الشغل بتاعه ويشوفها كذا في باشمهندس امين عمر رابك فتح عن اوتوميشن والروبوتس وحاجات وحاجات جميله جدا فاحنا دايرين ندي الناس نخلق فرصه لاولياء الامور يعني اولياء الامور ونخاطب الطلبه انه الاختيار مجال هو اختيار حياه لانه كلنا عارفين الكارير بتاعك هيلاقيك ثاني حياتك كلها حيكون ماشي مهندس مهندس دكتور سبيشاليست في اي تي اي تي بزنس انتليجنس ما عارف وات ايفر طبعا المجالات القريبه مني فكل المجالات البايو تكنولوجي طبعا سمحت طبعا المياه العذبه صح انا طبعا معليش ما حافظ لي دي بس في المجالات هي كثيره ستاتستيك وات ايفر المجالات دي كلها بالمناسبه في احترافيه اي زول نعرف لو كان في مجال يا جماعه بجد لو في مجال بتاع زي انا زيك مثلا بتاع بيع طماطم الطماطم دي بعدين لو في تقراها في الجامعه بيعها تمام انت لو قريتها صح وحبيتها صح هتبقى مبدع ممكن تاخذ بقى جائزة نوبل الواحده دي هتاخدها انت لانك انت حبيت الكارير واخترته انت فخلينا نفكر اوت ذا بوكس وبالتوفيق لنا جميعا هندي فرصه بعد ده للناس لان احنا السيشن ده التايم بتاعه فيري شورت لان احنا دايرين طلبه بتيوم حياه طويله كده وما يقدروا يحضروها كلها لكن انا بجد انا واحد من الناس عملت بحوث في بايو انفورماتيك مجال جميل جدا فوق الخيال المشين ليرنينج انا بنصح اي ستودنت يمشي يبحث عنه بجد مجال روعه والناس اللي فيه ذات روعه بجد دكتور حسين طبعا الناس العاقب دي المعروفين وجزاك الف خير ان شاء الله ندي فرصه ل طبعا في حالي ما كان ربع تدري نزلتها ما اعرف هل هي طبعا بالمناسبه الرياكشن يا جماعه ادي رياكشن لدكتور حسين يا جماعه ادي رياكشن الرياكشن مهمه جدا يا جماعه الزول ده ما قصر معانا ادي رياكشن طوالي والله بس عشان نترك فرصه للاخرين ان شاء الله في حليمه معلش بس يا باشمهندس احمد انا كان جاتني مكالمه فطلعت وجيت فاذا في زول عنده استفسار عن هندسه الكهرباء وتخصصاتها يتفضل طوالي جدا طبعا يا جماعه دكتور امين ده احنا ما عندنا في بيستاهل جاكم براءه تخيلوا
يعني دكتور رازي ده ما بتلبي لهم في بيستاهل. الناس دي جاكم ايه عندكم؟ تفضلوا طوالي فيهم، خشوا زي ما بيقولوا يمين طوالي ولا الجامل ازل طوالي. ندي فرصه للناس الرابعين يدينهم عشان في ناس بيفضلوا من الاجتماع الفات فضلوا انه يكون التواصل خاص، فتواصل معي في الخاص لو في ناس برضه حابين يعني يتواصلوا عندهم اسئله. يعني بجد بجد يا جماعه الناس اللي قاعدين الان في السيشن ده ناس في قمه الروعه، يعني بجد اي زول فينا هنا ده داير يقدم ليك، انت اعتبر نفسك انت الزول الان اللي امتحنت، احنا جايين لك انت. انت الوقت ده وقتك انت، ما وقتنا احنا، مدينا وقتنا ده لك انت. فندي فرصه لدكتور عبد الرحيم و جماعه لو في طالب، بس قبل دكتور عبد الرحيم معلش قبل اتكلم، لو في طالب الان موجود عنده سؤال افتح المايك طول اتكلم. انت ما عندك استئذان، الاستئذان ده للاساتذه والتكاثر المختصين. احنا عكسنا الايه، زمان كان الطالب يرفع يده الاستاذ بده فرصه، لا الان احنا الاستاذ بيرفع يده احنا بنديه فرصه، لكن الطالب خش طوالي، اي طالب عاوز يتكلم يفتح المايك يتكلم طوال يا جماعه. انا هلا عندي سؤال. اتفضل يا هلا. كويس، انا عندي سؤالين. السؤال الاول، جامعه الخرطوم بيقروا فيها بالعربي ولا بالانجليزي؟ انا ما يعني انا حال موقفاني من جامعه الخرطوم انه في ناس قالوا لي انه بيقروا فيها بالعربي، لكن انا عندي مشكله في العربي يعني، فما داير اعرف اذا بيقروا فيها بالعربي ولا الانجليزي. لا ما في مشكله، جابك الدراسه. تفضل سؤال ثاني. اوكي، السؤال الثاني ل استاذ امين السجا. هو كهرباء صح؟ انا عشان يعني الكهرباء، انا داير اعرف اذا انا ممكن انتقل منها لمثلا environmental engineering، عشان انا ما داير اخش طوال مثلا لزراعه او كده، داير اعرف بس اذا الكهرباء ممكن امشي منها ل environmental engineering او international، يعني اعمل career shift امشي من كهرباء الحاجات الادبيه اكثر. الماستر والدكتوراه قصده؟ ها؟ الماستر والدكتوراه قصده ولا كيف؟ ايوه في الماستر، عشان انا اصلا انا مشكلتي انه انا ما داير اقرا انترناشونال ريليشنز، يعني خايفه انه انا اكون مركزه فيها واكتشف انه انا دي ما الحاجه اللي انا دايره، فانا دايره هسي امشي بالماستر. ايوه انا ما اعرف، قبل ما دكتور امين يجاوب لينا وقبل ما دكتور عبد الرحيم الناصر يوقف لنا، الناس المهمين شديد موقفين بالصف، يعني عرفوا لنا تاخير، لكن انا بنصحك يا هلا، بنصحك نصيحه بجد. انت رايك شنو؟ تمشي وزاره الخارجيه. اوكي، انا بنصحك يعني صراحه في وزاره الخارجيه، انا ما اعرف الله يفتح الابواب ولا لا صراحه، والله انا ما حاوعدك انه حقولك تفضلي انا انصحك كده، لكن انا بفضل انك يعني الانترناشونال تاخذيه من السياده ذاته، يعني بفضل كده تمام. اما بالنسبه لهندسه الكهرباء والكارير شيفت، حيجاوب طبعا دكتور امين المختصين في الموضوع ده تمام. أيوة. انا اصلا عملت كارير شيفت بالمناسبه، انا اصلا هندسه كهرباء مشيت هندسه برمجيات، فعادي ممكن اعمل كارير شيفت لكل المجالات دي، لكن بالنسبه للانفايرمنتال تقريبا بتعمل شيفت عادي فيها، لكن انترناشونال دي ما متاكد فيها. فاذا في واحد فيكم دكتور عبد الرحيم سوري دكتور رازي اذا كان عنده اجابه لسؤال من اسئلتك بالعربي والانجليزي على الخرطوم هيجاوبك عليه دكتور رازي، ودكتور امين اذا عندك علم انه في كارير شيفت بيقدر يعمل، او اي زول في الحضور عنده معلومة عنه في كارير شيفت بتحصل كيف، ممكن يفيدنا بها. فرصة ديسكشن اوبن، يعني انا ما اعرف، تفضل دكتور رازي والرياض جامعة الخرطوم انجليزي عربي. يا طيب، مساء الخير مجددا. انا حقيقة الباغات بتاعتي كلها كملتها، هسه مسجلت لي نت كده، المهم وجعت يعني. طبعا نص الكهرباء ده اللي كان قبل، اظن دي البنت اللي قبل كان قالت انه هي دارت تقرا انترناشونال ريليشن وهي دارت تقرا هندسه كهرباء، دي حاجات ما في اي علاقه بالمناصب تجمع بيناتها كله كله، وانا ما اعرف الاهتمامات دي جابتها كيف. ممكن تبقى لنا الانترناشونال دكتور في سد النهضه دكتور نيكو. صحيح لولاس العلوم صحيح، هي لكن كعلوم كعلوم مجالات بعيده جدا من بعض. ايوه طيب، انا بالنسبه لجامعه الخرطوم اي تفضلي. معلش انا بس داير اقول انا اصلا الانجنييرنج ده انا ما كنت يعني
فكرت فيه قبل كده. انا كنت اصلا بحب الانترناشنال ريليشنز والبوليتكس عشان عملت موديل يو ان وعجبني شديد, والببليك سبيكينج وكريتيكال ثينكينج والحاجات دي عجبني, لكن قالوا لي انه انا احسن ابدا ببيز كبير. انا اصلا شايل علمي فبيز كبير زي الانجينيرنج حيفيدني انه انا ممكن يعني بعد 5 سنين لو غيرت رايي انا اقدر امشي اي حته انا دايره امشيها. عشان كده بفكر في احسن انجينيرنج ممكن ينفع شنو زي معمار والقهوه. احنا طبعا كنا عازمين ناس, طبعا في ناس اليو ان المفروض يجونا لكن على حظك بس ما جو, كان ممكن يجاوبوك اكثر في الناحيه دي. لكن ما مشكله. ف والله يا حلا انا بفضل انك انت زادك تراجع نفسك عشان تختاري المجال بتاعي. لكن قالت معلش ممكن اسال او اساعد في رد يعني عموما. حلا انا ميديكال طبيبه. طيب في لما كنت في عمرك كان في عندي الاحساس حق انه الجوط وحق اني عايزه يعني امشي هنا واجي هنا وكذا. وعموما يعني دي حاجه جدا طبيعيه لكل الناس في مرحلتكم دي وكذا. بس الحاجه اللي ممكن تساعدك شويه كده حاساك جاي تشديد يعني الجوط الكثيره وانه احلام قالوا لي قالوا لي انت جاي تشديد. يلا الجوطه دي هي حاجه ممكن تكون كويسه لو استغليناها في يعني في حته كويسه, وفي نفس الوقت ممكن تبعدنا شديد. ممكن تجيبي ورقه وقلم براحه كده. طيب خدي الافكار في راسك دي كلها خلاص نزليها في الورقه دي تمام, وابدي واحد واحد شوفي المناسب معاك شنو والما مناسب معاك شنو. طيب حكايه انه تمسكي العصايه كلها دي حاجة صراحة غير ممكنة ومستحيلة. لكن الأفضل إنه زول يكون متخصص في حاجة جدا واحدة ويكون جدا مبدع فيها ويكون جدا خطير والناس كلها يعني تشير له بالبنان زي ما يقولوا, وتكوني متبرزة فيها أحسن من إنه إنك تبدي تضيع 5 سنة في حياتك يعني في حاجة وبعدين تكتشفي إنه لا أنا جيت حتة غلط, فتاني تعملي turn out يعني ترجعي تكو باك يعني عشان تمشي تفتح لك باب تاني. في حاجة اسمها في مصطلح اسمه the one thing. طيب جرب الحاجة دي انه شنو هي الحاجة اللي انا فيها my skills مهاراتك وانت فيها قناعاتك وحبك وشغفك فيها, وفي نفس الوقت انت شايفة نفسك فيها بعد 10 سنة بعد 20 سنة بعد انت يعني عملت التقاعد وكده, انه انت قادرة تفتح فيها مشاريعك تألف فيها كتب وكده. خلاص يعني شوفي النظر الواسعة لكل مجال يعني شوفي في الهندسة شوفي البوليتيكا الصينيس كلها تمام بالضبط كده. يعني يا حلا صراحة أنا أعتقد أنه الإجابة هي عندك أنت زي ما قال الدكتور رازي, أنه المجالات زي ما قال سماحسي ما بتقدر تمسك العصاية كلها, ما بتقدر تختار كل حاجة في نفس اللحظة. لكن بنصحك الإجابة تبحثي على أنت, وإن شاء الله الجودة دي بالمناسبة بتخليك تبحث عن كل الفيل. فأبحثي وإحنا قدامك, إحنا أنا شخصياً وانا بتكلم عن لساني وعن معتقد انه كل الناس اللي معي هنا نفس اللسان كلنا نساعدك. ويزول فينا اختاريه ازاي يقول لي الشيفت بتاعك ده الكارير بتاعك ده اشرح لي بشرح لك. فبايو انجينيرين او ايفا مرحبين بك, ندي فرصه ل السلام عليكم. ممكن السلام عليكم استاذ رازي. انا دارس انا من جامعه الخرطوم بالانجليزي العربي صح. انا ذات رزال بس بعد إذنكم ممكن بس آخذ نقطة لهالة ومنها ننتقل لجامعة الخرطوم. هلا بس حابب أقول لها كلمتين ومنها بعد إذنكم يعني هل ممكن ولا؟ أنت ذا أمر يديك العافية تسلم يا باشمهندس. طيب بالنسبة لهالة أنا بتفق مع الأخوة والأخوات, لكن أنا كمان شايف إنه الكارير شيفت بنقسم لقسمين. الكارير شيفت 100% 100% اللي هو خلاص انا عايز اغير التخصص بتاعي وامشي ل انترناشونال ريليشنز من الكتريكال انجينيرنج. والكارير شيفت اللي هو بيكون عباره عن 50% او زي 70%. اديك مثال, مثلا انت قريتي بكالوريوس هندسه كهرباء لكن لسه انت عندك اهتمام في مجال الانترناشونال ريليشنز, ف
فبتقومي تعملي ماجستير في environmental engineering او environmental management. اوكي بعد تقومي مثلا تعملي الدكتوراه في how to optimize the environmental situations في سد النهضه ما بين اثيوبيا والسودان. فهمتني كيف؟ بالضبط هيك انت حتكون دخلت السياسه الانترناشونال ريليشنز مع الهندسه بتاعتك يعني بالضبط عشان تحل المشكله السياسيه الهندسيه ما بين السودان واثيوبيا في سد النهضه في الفوائد بتاعت مثلا او ما بين السد العالي بين السودان ومصر يعني ف ده كله بيرجعنا طبعا ده لو يعني فاكتورز عوامل اللي هي مثلا الواتر مانجمنت الواتر انجينيرنج هتكوني فاهمه في الويست انجينيرنج والويست مانجمنت هتكوني فاهمه في السياسه في البوليتكس والى اخره ده في النهايه بيرجعنا لكن في النقطه الاساسيه قال باشمهندس احمد هل ده انت عايزه تعمليه ولا انت قادره تتخصصي 100% في حاجه واحده فبس دي النقطه اللي كنت حابه اوضحها يعني بالضبط يعني الحاجه دي مبنيه عليك اوكي ان شاء الله طبعا انا في عاده تنظيم بس بسيط عندنا اربع انفار ثلاث انفار الان رافعين يدهم وفي اثنين نزل يدينهم تمام وفي نفس اللحظه بس في سؤال لرزان احنا بس نجاوب لرزان لان احنا طبعا الاولويه للطلبه الان تمام وعفولين على التاخير للناس رافعين يدهم رزان سالت سؤال السؤال بتاع الفرق بين هندسه الزراعه والزراعه نخلي سمحت تجاوب ليها ونرجع ممكن نشوف الناس رافعين يدهم او دكتور رازي او اي شخص ممكن يجاوب لها تفضل يا سماح معلش يا احمد انت سؤال هاله بتاع جامعه الخرطوم دي انا زادي الله يدري اعرفه دكتور رازي اعتقد ممكن تفضل تفضل دكتور رازي طيب في جامعه الخرطوم في اغلب الكليات الدراسه في مستوى البكالوريوس في اللغه العربيه في كليات كثيره بتدرس باللغه العربيه في كليات بتدرس باللغه الانجليزيه في كليات بتختار بعض الكورسات تدرس باللغه الانجليزيه وبعض الكورسات تدرس باللغه هندسه كهرباء عندك كثير يا دكتور لا ما انا كلية هندسه دي ما بعرف انا بزعل لك يا حلا انا بزعل لك انا عندي استاذ بعرف هندسه بزعل لك وبفيدك في بوست في البوست بتاعنا ذاته لو كتبت كومنت او في اي حته درامي انا برسل لك رقم تقدر هناك في هندسه كهرباء في جامعه الخرطوم ممكن تستفسر منه بالانجليزي والعربي انا ذاتي رسلتها يا دكتور احمد رسلت الرابط بتاع الفيسبوك اكاونت لي اذا ما بظهر الصفحه تمام اذا في اي زول عنده سؤال مباشر ممكن يرسل لك الماسنجر انا اعيب عليه تمام نرتبها ونرسلها لاهل الاختصاص ونرد على السلام عليكم تمام انا طبعا هندي سماح فرصه بعد السماح هندي فرصه للناس الرافعين يدين يلا انا ذاتي هحول السؤال ده لزميلتنا فاطمه هي حتى هتجاوب على الفرق بين الهندسه الزراعيه تفضل يا فاطمه علي لا فاطمه قاعده فوق رافع يدها كمان فاطمه تفضلي والله فاطمه اي ما شفت ال اوكي انا افتكرت بتاعه اللايبراري اللي كان طلع اي لايبراري تفضلي يا فاطمه السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا فاطمه محمد علي مساعد متخصصه في التغذيه وتكنولوجيا الاغذيه ماجستير صحه وسلامه الغذاء اسالني السؤال انا مشرفه معاكم جديده لكن في مجموعه الباحثين السودانيين اسالني السؤال بتاع الطالب بتستفسر بين العلوم الزراعيه والهندسه الزراعيه ايوه بس لانه شويه انا في الفيلم قلت احسن اديها بعد تفاصيل عن المجال اوكي بالنسبه للهندسه الزراعيه الهندسه الزراعيه الاهتمام بتاعها كله عن الالات الزراعيه او الحياه الريليت الهندسه في الزراعه في الشغل بتاع الزراعه لكن مجال العلوم الزراعيه هو المجال الاوسع فيه بيهتم بكميه من التخصصات فيه الانتاج الحيواني الانتاج الزراعي الاقتصاد الزراعي فيه قسم التربة، فيه قسم المحاصيل، فيه قسم علوم الأغذية، فيه قسم وقاية النبات، فيه قسم البستنة، فيه يعني دي الحسنة مستحضراهم من التخصصات الموجودة في مجال علوم الأغذية خلاص. الهندسة الزراعية يا هقول لك بتهتم بالحياة الهندسية الخاصة بالزراعة، يعني الآليات، الشغل بتاع المساحة. نعم
طيارات بدون طيار، التصوير، ايوه كل الشغل الهندسي الخاص بالزراعه هو في 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 في, في الكليه بتاعت الهندسه الزراعيه، بس علوم الاغذيه بتهتم بالتخصصات الثانيه. اوكي، الحاجه الثانيه اللي عايزه برضو اشير لها انه في بعض التخصصات الموجوده في العلوم في علوم الزراعه موجوده في كليات ثانيه، مثلا زي علوم الاغذيه وتكنولوجيا الاغذيه موجوده في جامعه الدرمان الاسلاميه في كليه العلوم والتقانه، في ايضا كليه تكنولوجيا الاغذيه في جامعه الجزيره موجوده في كليه الهندسه، يعني في تخصص تلقاه ممكن موجود في الزراعه لكن في العلوم الزراعيه، لكن في جامعات ثانيه مخداه في كليات غير كليه العلوم الزراعيه وغير كليه الهندسه الزراعيه. ان شاء الله اكون قدرت اوضحت لها الحاجه اللي هي طالباها، ولو في اي استفسار انا ما عندي مشكله. لو عندها ثاني لو في استفسار منها طوالت تواصل معي. يا هلا بك، الله يخليك. ندي فرصه للناس الموقفين معذبينه. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام اعزاز. تفضل يا مرغني. بالمناسبه انا تفضل، انا اسمي مرغني، امتحنت السنه دي وانا من صغير بحب الالكترونيات، يعني بحب احبش يعني، ولحد هسه ما عارف اعمل شنو، ما عارف ادرس شنو، بحاول اني ادرس هندسه الطيران، هندسه معدات طبيه، ما عارف ادرس شنو يعني. اسالك سؤال يا مرغني، سؤالين، السؤال الاول درجتك كم؟ معدلك كم؟ 61.3. تمام. السؤال الثاني، هل بحثت عن المجالات اللي قريت عنها في الانترنت؟ ايوه بحثت. لقيت نفسك اي مجال فيهم ولا ما لقيت اجابه؟ والله انا كل ما اشوف زول انه متخصص في الحاجه دي امشي ازعله، يعني كهندسه المعدات الطبيه ازعل لي زول بيقعد بيقول لي انه في السودان ما في ليها مجال حتكون في. دكتور حسن ممكن بعدين يفيدنا، لكن عموما انا ممكن اديك فائده اكثر قاعد جاي في المطار. اي زول بحاول بساله يعني بقنعني من الحاجه. تمام، انا ما عشان افيدك يا مرغني بشكل شخصي في المطار في والله انا اساسا بس اساسا يعني في المطار في اكاديميه علوم الطيران الدرجه مين كتبت في الشات شيله اضرب لي انا بوصل لك لهم، تمشي تسالهم هناك، بديك بوصل لك لهم عادي تسالهم هندسه طيران والديفرنس بتوينه وهندسه اتصالات وهندسه برمجه سوري هندسه الكترونيه، اوديك طوال الكليه درجه مين كتبت في الشات اتصل علي انا بتصل عليهم بخليك تقابلهم. تمام ان شاء الله انا عشان اديك يعني خليك تمشي تستفيد طوالي تماما من هناك احسن من نديك اجابات عامه. ده رايي الشخصي. لك تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. معك اسماعيل محمد، انا اسا في جريتن وشايل بايولوجي واي سي تي، وفي نفس الوقت كده بفكر بهندسه، فيعني اسا كان داير احول مثلا من هندسه من طب واي سي تي مثلا لهندسه وكده، كون كيف؟ طبعا ما اعرف اقول لك شنو التحول ده، كده نشوف في واحد يقدر يستفيده. ما اعرف كده خليه يوضح لنا جريتين، وهو شبه لسه ما انتهى كده. اي جريتين طبعا دي معرفه الحاصل الشمسيه بتعادل سنه كم يعني؟ تقريبا ثانيه اي جي كده بيعداك بدون فورم نملاه يا ادبي يا علمي، فانا شلت بايولوجي واي سي تي. انت ممكن اسالك سؤال، انت السؤال المركزي او السؤال الاساسي ليش انت بايولوجي يعني؟ والله يا ما اعرف لانه مفتوح يعني ولا عندك يا ما عارف لان ما اعرف لان ما اعرف لا عشان كذا يعني محتار بين الاثنين. حاسس التعاوز شنو فيهم احساسك كذا؟ عاوز الاي سي تي والبيولوجي. انا ممكن اشرح لك الاي سي تي تخصصاتها بعدين تديك فرص، لان هي ايكوال حاسوب عندنا في تقريبا الاي سي تي. تمام، الاي سي تي هي بتدخل كل المجالات الهندسيه، والبيولوجي هي طبعا بتدخل المجالات لكن السؤال ده طبعا صعب شديد زي ما قالت دكتور عبد الرحيم، انت عاوز شنو فيهم؟
أنا شايفة يعني نصيحة، أنت شايف نفسك في المستقبل وين؟ حابب أنت يعني، هل أنت شايف مجال معين حابب تمشي فيه؟ وما شرط كلية معينة، بس قصدي مجال بشكل واسع. أنت شو ممكن تطلع أو تسأل أكثر عن المجالات اللي أنت ممكن تدرس فيها إذا أخذت أحياء مثلاً، أو إذا غيرت لسبجكت تاني؟ فأنت ما يليتو ليتو مجال اللي أنت حتمشي له، وبعدين ما في النهاية شهادتك دي إن شاء الله هتأهلك عشان تمشي المرحلة الجاية، عشان تقرر أنت حتاخذ ياتو لاين أو شو فكر إنك أنت بدك تمشي وين، حابب شنو، عشان تقدر تقرر أنت حتاخذ ده ولا ده لو محتار في الحتة دي. طبعا ما لسه عالين على البالجي، لكن طبعا أحب الميكانيكال سايد اوف كارز يعني، ما حيرني بالذات. طيب انا ممكن اقرب لك حاجه، انا احكي لك تجربه. انا زمان كنت ممكن صغير، لو انت سامعني يعني، كان بدايه الثانوي كده، كنت دائما بجيب ورقه وقلم وبقعد برسم وبشخبط وبرسم لي عمارات كده، وبحاول ارسم اشكال بتاعت بيوت وبتفرج في الحاجات دي، وكل ما اجي ماشي جنب بيت بقعد بتفرج وبعاين يعني بقعد بنظر فيه وكده وانا صغير. فالحاجه دي انت اذا عندك حاجه زي دي مشابهه، ممكن دي تساعدك في انك تحدد انت الحاجه اللي بتحبها شنو، لانه اعتقد التفكير السليم في انه انت تمشي على الحاجه اللي بتحبها. يعني انا مثلا كان زمان كل الفهم بتاعي انه انا بس معمار، كل الفهم بتاعي معمار، لانه يعني مما قمت كده شايف نفسي انه انا يعني المعمار ده اذا خشيته حانجح فيه، وكذلك عندي شغف بيه، يعني بنرسم يعني بنشوف البيوت بننظر بنجي، حتى الالعاب بتاعتنا كلها كانت عباره عن معمار وبيوت، ونقعد نصنع الشباك حطوا بيها جاي الباب عالي كده يعني. فانت دائما بيكون عندك حاجه انت حبيها، يعني حبيها حب شديد وبتلقى نفسك فيها. فدي يعني هي دي بقول هي دي العامل الحاسم في انه انت يعني تختار اي اتجاه. لكن اذا انت عموما مستبعد الحته بتاعت المجالات الادبيه دي، انت حاصر نفسك بين الخيارين بتاعت البيولوجي والخيار بتاع الاي سي تي او بتاع الانجينيرنج عموما. فانت هنا ذاتك مشيت خطوه كويسه، حصرت نفسك في الحتتين، بعدك تبقى انت تمشي على اتجاه فيهم. فدي اعتقد انك انت لو قعدت مع نفسك براحة شفت نفسك كده، ده ما بالضروري تزنق نفسك في فترة ضيقة، لكن أدي نفسك براحة شوف نفسك أنت مايل لوين، بتحب شنو بالضبط، بتحب تعمل شنو في أوقات فراغك، بتحب تسرح في شنو، بتحب تسرح في المجالات الطبية، في 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 في, في الأحياء، بتحب تسرح في الحاجات زي دي، ولا بتحب تسرح وتفكر دائما يعني شنو بيستهواك. أنا داير أقول لك أعتقد إنه في مرحلتك المفروض أنت يعني تستخدم الحاجة دي فينا، تقدر عشان تقدر تقودك قبل ما انت توصل المرحله الثالثه، ويكون الموضوع هو مشى لحته متقدمه شديد، يكون انت اتخذت قرار. يعني ممكن برضه يا دكتور ادمج بين المجالات، زي انا هقوم اخذ برأي دكتور باشمهندس امين المرابي، انه ممكن ادمج بين مجالات. يعني لو بحب البايو او بحب الاي سي تي، في مجالات تاع زي بايو انجينيرنج جامعه بين الاثنين، في اسمه بايو انفورماتيك تابع بيدعم بال، يعني في فيلد الان بقت تربط بين اكثر من مجال. يعني انا حسي بحب الكترونيك وبحب البرمجه، اخذت لي مجال اسمه الهندسه البرمجيات، تخصصت في داتا ساينس، يا هي برمجه وبتبرمج روبوتك وحاجات زي دي، فماشين ليرنينج، فممكن تربط بين اكثر من فيلد في مجال. فانا بنصح برضه زي ما انت ذكرت الشغف بتاعه وين، وبرضه غير الشغف يا دكتور لازم نساعده، لانه مرات الشغف بتاع عندهم ايماجينيشن مخيله عشان يقدر يعرف نفسه الان هو عاوز شنو. يعني ممكن يطلع اكثر كمان يعني. ايوه لو ممكن، بس ممكن اضيف يعني افاده لابننا، انا استاذه تهاني شاركت معاكم، وفي في في مجموعه الباحثين السودانيين شاركت في كم منصه مع استاذ الصادق موسى، بروف الصادق موسى لو سمحتوا. بالنسبه لابننا أنا على ما أعتقد من حسب كلامه، وأنا كنت معلمة في مدرسة آيجي، هو يمكن شهادته آيجي سي اس اي، واحتمال لأنه قال في جريتين، فجريتين ديل معناتها اللي هو النظام بتاعه البريتش هو آيجي سي اس اي. البيولوجي اللي هم اللي يقول لك أنا شايل بيولوجي
ديفينتلي هو بكون شايل فيزيكس وكيمستري واللي هم بكون الماس الماثماتكس العادي وبكون اضافه اللي هو الانجليش از ا سكند لانجويج او عربي. يعني عندهم يمكن اللي هم شهاده الاي جي سي اس اي كومبلسري 7 سبجكت اللي هي من ضمن الحاجات بيقوم بياخد شنو الاي سي تي هو زي شنو هو اللي هو اختيار ممكن ياخده مع البيولوجي. وفي ناس بيقول لك احنا ما حنشيل الاي سي تي بيخلوه بيقوم يشيلوا حاجه انفايرمنتال سوسيولوجي ماده ثانيه لا قدر الله المعدل بتاعه ما دخله في السودان الصيف بيقوم بياخد وين الجانب اللي هو المساغ الادبي ممكن يمشي ميديا ممكن يمشي لو ممكن يمشي اي تي في 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 الكمبيوتر ساينس ممكن يمشي في الجامعات اللي هي البرايفت لانه اللي هم الاي جي سي اس اي ما عندهم يعني فرصه كبيره في القبول العام يمكن بدهم فرصتين اللي هم اللي بيكون جايبين 7 اي ستار او 7 اي ستار كله فبنافسوا في القبول الخاص ويمكن اليوم يعني مع التغيير يعني ان شاء الله موعودين بـ 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 بمناقشه هذه الـ 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 الشهاده. يعني في كثير من الابناء ابناء المغتربين حتى في السودان من غير مغتربين في ناس عندهم اخذوا النظام بتاع الاي جي سي اس اي. واتمنى انه انا افيده وتليفوني معاه لو حاب لاي حاجه في اي مدرسه انا ام كونتاكت ام تيتشر اولسو. تهاني قرار ابراهيم فرح ان شاء الله يتواصل معك بالجد يعني عشان ياخذ مزيد من المعلومات. حاضرين ان شاء الله. ممكن الفرصه دي عشان تشرني انت قبل شردني انا كلام هاله جبيل استهواني حقيقه اللي هي كانت موضوعه بتاع الكارير شيفت او الحاجه دي. اتفق تماما انا مع باشمهندس امين في انه الكارير شيفت هو ذاته هل هو كده ابربت كده انت تخلي مجالك مره واحده وتمشي لمجال ثاني ولا هو ممكن يكون حاجه هي جرادوال. اعتقد دائما السليم هو والحاجه الزون اللي بقدر انا عن تجربتي الشخصيه اللي بقدر انا اوصي بها انه الكارير شيفت افترض يكون تدريجي. يعني لانه انت لما تعمل كارير شيفت بصوره زي ما بقول حاده كده او بصوره كبيره كده بيكون دائما عليه كونسيكونسز. فيعني انا بشوف لو هي مثلا افترض انها هي قالت هندسه كهربائيه جامعه إيه جامعه 5 سنين فبتكون هي اوريدي يعني قضت 5 سنين في تدرس فينا تدرس الهندسة الكهربائية. فلما تجي تاني تعمل كارير شيفت كارير شيفت بالمعنى بتاعينه 100% زي ما قال أمين هنا يعني هنا بيحصل إنها هي حتضحي بزمن 5 سنين كاملة هي حتضحي بها عشان ما تنتقل وتاني يعني ممكن تبدأ من الزيرو أو ممكن ما تبدأ من الزيرو في إنها تعمل كارير شيفت. لكن عموما الكارير شيفت هو والأسي هو ماشي في العالم ما قاعد يكون بالذات في الأكاديمية وبالذات في الشغل بتاع الريسيرش ما هو قاعد يكون كارير شيفت بصورة 100% قاعد يكون كارير شيفت تدريجي معناه أنه أنت ممكن يعني تكون مثلاً قريت مختبرات طبية ومختبراتك الطبية تقودك أنك تمشي مور ديب في المجال بتاع الميديسين نفسه مور ديب. يعني في مثال دكتورة هبة بدر الدين خليل في جامعة الميلان هي أعتقد أنها هي كانت بتاعت خريجة بتاعت مختبرات طبية واسي حاليا هي أسست مركز كامل في جامعة النيلين مركز الخلايا الجزئية وبدوا يشتغلوا في المواضيع دي. فدي واحدة من الأمثلة اللي أنت ممكن تعمل كارير شيفت وزن الاسكوب الكبير. يعني بمعنى أنه أنت مثلا تكون بتقرأ إنجينيري ممكن تكون بتقرأ إنجينيري ممكن عادي يتحول في مرحلة من المراحل لأنك أنت تتكلم عن تخش الانفيرومنتال إنجينيري مثلا بالذات لو هي كانت في المجال بتاع الهندسه بتاعه الكهربائيه ممكن تمشي طوال للشغل بتاع الطاقات المتجدده والرينيوبل انرجي والحياه دي. فده ممكن يكون نوع جراديوال شيفت في الكارير واللي هو ذاته يعني بيساعدك عليه انك تهضم البيزك حقتك. وفي حاجه ثانيه ممكن انا اذا هي سامعانا في مجالات انت ممكن زي ما بقول تتعلميها وانت ماشيه ومعليش يعني إذا في ناس بتاع الانترناشونال ريليشنز ما يزعلوا من كلامي لكن أعتقد إنه الانترناشونال ريليشن والحياة بتاع الدبلوماسي والكلام ده يعني ممكن تجي بأنها تعمل هاي دبلومة أو ممكن تعمل one year courses أو internship في أي منظمة من المنظمات الانترناشونال وتخش في المجال. يعني
لكن مجالات الهندسيه والمجالات يعني ما ممكن تجي بالطريقه دي، محتاج انك انت تعمل فاونديشن كويس صراحه يعني عشان نكون بالضبط. يعني في مجالات انت ممكن مع الزمن تمشي وتكتسب فيها بعض النوليدج وحتى تصل لمرحله انك انت تكون اكسبيرت فيها. بالضبط كده. في مجالات زي الهندسه مجالات الساينس انت ما ممكن يعني اصلا حاليا في اونلاين ايديوكيشن مفتوح، انت ممكن في مجالات تقراها عن طريق الاونلاين سيستم، ممكن تخش تقرا انترناشونال لو، ممكن تقرا انترناشونال ريليشنز، ممكن تقرا حاجات كثيره. لكن انا الشيء اللي بنصح به دائما يعني شوف الحاجه ووازني بين انه هذا الحاجه دي هي بوسيبل، يعني هل هي محتاجه فعلا انه انا اقرا 5 سنين. انا كلامي طبعا ما منحاز للساينس ولا داير اقلل من شان المجال الثاني، لكن دي نظرتي يعني. المجال في مجالات كثيره ادبيه انت لكن يا دكتور، انا دكتور شادي نعم. مايل على الانترناشونال يعني مايل على الجانب ذاك، لكن اخترت انجينيرنج عشان انه تم نصحه ان تخش تاخذ انجينيرنج. انا غيرت مجالات ثانيه مرتبطه برضو زي ما قال امين، وانا هو اعتقد انه قاعد في هولندا في وذكر لها المجال بتاع الووتر لوس والووتر جوفرنس، ده برضو مربوط تماما بالانجينيرنج بالذات الانفيرومنتال انجينيرنج. واعتقد كمان ممكن تلقى فيه فرص كويسه في هولندا في IHE على ما اعتقد. في منح برضو مربوطه باليو ان، فاعتقد دي برضو واحده من الحاجات الجميله جدا ذكرها كورس اليونسكو على الووتر السودان، كورس اليونسكو بتاع الووتر جوفرنرز والانترناشونال ريليشن والكونفليكت مانجمنت والمانجمنت بتاع الووتر ريسورسز نفسها جميل جدا في هولندا. يعني ممكن هي اذا مشت IHE ممكن تفتش وبتلقى فيه سكولرشيب. انا بعرف فيه سودانيز يعني هم من السودان لقوا منها عن طريق مساعده الامم المتحده وقروا في اللي هي انا بعتبرها هي الانترناشونال سنتر بتاع الووتر ساينسز. احنا ندي فرصه لحسين يا دكتور رازيوس معلش، ولا عندك حاجه واقفه هنا؟ بس حاجه صغيره كده خلاص يا يو ندي فرصه لحسين ونحن شرفنا الدين من غيرك. كورس اليونسكو للمياه دي عندنا في جامعه الجرمان الاسلاميه، يعني قايمين عليهم مهندسين ممتازين جدا جدا، وبالتالي اذا حابه تجي تقابلهم ممكن اوديها لهم عادي تقابلهم هم شخصيا، ممكن اذا عندك اسئله ممكن تسالهم مباشره. انا طبعا شغال معاهم يا دكتور بتا في الله ده ناس دكتور جيلي ودكتور دكتور صيام وديل ايوه لا ناس رائعين جدا. فما في مشكله يا حلا، فزي ما قال لك عبد الرحيم الشيفتين يعني انت ذاتك ما يكون 100%، يعني انت السكوب الكبير بتاع الفيلد اللي تختاريه في شيفت داخلي يعني انت ممكن تتحاز عليه. ف يعني جود لوك صدقيني. بعد كلامنا ده كله دي عباره عن ادفايس بس او حياتك ده بتحاول قدر الامكان تمشيك في المسار الصحيح، لكن المسار بتختاري انت لحد انا مصير المسار بتختاري انت، مصير كل المجالات اللي ذكرناها دي تمشي تهبشيه تعيني لها على الاقل بعينك تمام، وبعدين تختاري. يعني انا مصير انك تختاري انت، ما نختار لك احنا ولا ناس بيتكم ولا يجوا يختار لك، تختاري انت تمام. وما تنسي في الغدر يعني الحياه دي بعض مرات هي مكتوبه لنا، وان شاء الله بندعو ربنا يكون كاتب لك كل خير ان شاء الله يا حلا. ندي فرصه لحسين ان شاء الله يا حلا، ندي فرصه لحسين تفضل معنا ولا حسن معلش حسين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل حسين عبد المنطلق عبد الله من حسين معلش يلا من انا طالب الحمد لله نعم ايوه تفضل حسين تفضل يا حسين. الصوت سيء يا تفسر الشبكة سيئة مهندسين مهنية عايز تفسر وعيو الإلكترونية إلكترونية عايو تفسر حسين الصوت سيء وإحنا مع صراحة ما سامعينك، ممكن تكتب سؤالك في الشات ما سامعينك والله صوت سيء، ممكن تكتب سؤالك في الشات حسا إحنا نقراه. ودكتور امين اصلا تخصص الكترونيه وكهرباء، فطوال احنا نوجه له السؤال له وممكن يجاوبه. ما سامعك والله حسين صوت سيء.
أظن ده الهندسة الكهربائية والإلكترونية. أنا ده تسمية إلكترونية. أنا ممكن تكتب يا حسين عشان إحنا نقدر. أنا خلصت الأولى. يا حسين أنا نصوص سيء، أنا بنصح إنك تكتب السؤال وتكتب درجتك جبتها كم عشان إحنا نقدر نوريك الفيلد. طبعا يا جماعة بعض المرات أنا خلصت السنة الأول. أنا أعتقد سمعت جزء من كلامه، هو بيقرأ هندسة كهربائية والإلكترونية، خلص السنة الأولى. أيوة، وده اللي حول تقريبا. صراحة أنا برضه ما أعرف ده يحول أو ده صعب أجاوب له، وشكله سيء. صعب الإجابة، يا ريت لو يكتب السؤال حسين، بس لو تكتب السؤال يكون أحسن. فأنا ما صراحة بس سمعت جزء بيقرأ السنة الأولى زي ما قلت لك، الحين ده سمعت لكن ما أعرف التفاصيل السؤال. فممكن ندي فرصة لزول ثاني، وإذا جاء في أي لحظة ممكن إذا دكتورة نهلة أو أستاذة نهلة أو أختنا نهلة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. الله يسلمك. شكرا جدا على المعلومات والله. فبسأل والله، أنا عندي بنتي جابت نسبة ما بطارة، وهي راغبة في حي اسمها قالت أكاديمية الجمارك، فعايزين معلومات عن هذه الأكاديمية لو تكرمتم. ألو، تفضلي تفضلي. بسأل عن أكاديمية الجمارك، وين مقرها وتخصصاتها ايه وكده، لو تكرمتوا يعني. أكاديمية الجمارك طبعا دكتور الرازي رافع يده حيجاوبك، تفضل دكتور الرازي. طيب، اول حاجه انا دائما اي زول بيقول بكده بقول اجيب لنا بنتك ذات الاتصال مباشر ونرد عليها. اكاديميه الجمارك. طيب يا دكتور دقيقه، بنتي ما موجود، انا في من الرقم بتاعي انه انا في بلد وهي في بلد ثانيه. يعني وفي اشكاليه بتاعت نت وكده، عشان كده انا تواصلت. دكتور طبعا النت عندنا عادات وتقاليد، دي ما اشكاليه، دي تعودنا عليها. اوكي. طيب، ما في ما في ما في جامعه في السودان هنا عندها حاجه اسمها اكاديميه الجمارك. يعني اكاديميه الجمارك في الغالب بتكون في اكاديميه الجمارك. في شنو؟ في اكاديميه الجمارك انا بعرفها. هي ما تبع التعليم العالي اظن، مش كده؟ لا، تبع التعليم العالي، تبعه انا عندي بقى على لكن الكلاسيفيكيشن حقها اقل من كليه. لا 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 لا، بتطلع دبلوم، بتطلع بكالوريوس، بتطلع اي حاجه. فا يا دكتورة، طيب يا ريت والله تدينا معلومات. وأنا أيوة. أنا أقدر ممكن أرسل لك عميد الشؤون، رقم عميد الشؤون، العميد الشؤون عندي بقى علاقة. فهذا رقم كتبته في الشات، لو أنت متابع في الشات شيليه. أيوة. الرقم بتاعي قاعد في الجروب، أنا صراحة ما عندي حسي، بمشي أبحث لك عنه فبرسله لك في الخاص. يا ريت. شكرا جزيلا والله. في كثير مننا يعني بالمعلومات التفاصيل الدقيقه في يس، عايزين نعرف شويه تفاصيل. انا صراحه يعني في كتيب حتى السنوات السابقه ما لقيت لها معلومات كفايه. يلا، هي دخلت قريبات تقريبا في التعليم العالي وضمت لها في الاكاديميه، وعندها درجات علميه يعني بكالوريوس دبلوم والحاجات دي، يعني معترف بها تماما. وحتى في الاجتماع الاخير بتاع عمل الشؤون بتاعت الوزاره هي كانت حاضرين به، يعني كان عميد الشؤون حاضر وكل التفاصيل على الطلاب. ف يعني جو هيد ان شاء الله موفقه، مرسل لك الرقم، رقمي في الشات لو ما لقيتيه برسل لك رقمي. شكرا جزيلا. شكرا لك ان شاء الله. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. لكن تم يعني ما شاء الله اكاديميه. اطمنا شويه قبل ما تدي الرقم، هي موجوده في ده، هي الاكاديميه القوميه العليا للعلوم الجمركيه، هي تبع اداره الجمارك، مجازة تماماً، واللوائح سوري برنامج الأكاديمي بتاعها مجاز من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وما فيها إشكال من الناحية دي، هي موجودة وتبع تبع تبع الهيئة تبع الجمارك. أوكي. شكراً. القومية العليا للعلوم الجمركية. جامعة الرباط يعني؟ لا لا لا، تبع الجمارك. تبع الجمارك. زي بتاع الطيران يا دكتور، أكاديمية العلوم التكنولوجيا والعلوم التكنولوجيا دي. هي سرعة الطيران دي تابعة لإدارة الطيران المدني، تابعة للمطار، فعملوا أكاديمية وتابعة لوزارة التعليم العالي.
دي زي المجالات الهايبريد بيكون تابع لجهه المالك جهه حكوميه، لكن تابع للتعليم العالي في التعليم الخاص الشغل الفني في ايوه تابع لاداره التعليم الاهلي والاجنبي الخاص. فبنفيدك ان شاء الله يا دكتور نهله، ارسلتك رقمي يعني ما تابع الشرطه، ما تابع الشرطه، هي في تابع لتعليم الاهلي والاجنبي والخاص يعني جامعه خاصه اعتبارها. اوكي ما تابع للشرطه، لكن زي الرباط بيقروها ان الشرطه ماسكاها ادارتها الاداره بتاعتها الشرطه او جهه الجمارك المختصه. طبعا الجمارك بقت ما زي زمان، الجمارك زمان كانت تقرا الشرطه وبتخصص جمارك، لا الجمارك دي بقت تقرا جمارك فقط ما بيقبل اي زول. اوكي ممتاز ايوه يديك العافيه. شكرا شكرا جزيلا. شكرا الله يسلمك باعتزاز. تفضلي لانك من قبل رافع يدك تعبناك يدك دي وجعتك. ايوه تعبت جدا. السلام عليكم ورحمه الله. الحقيقه بس هدخل سريع لانه كان في كميه من الاسئله بتتعلق بمجال هندسه العماره. دكتور اعتزاز عبد الرحمن، تخصص هندسه عماره وتخطيط، تخصص دقيق تخطيط عمراني وسكان. هتكلم سريع عن مجال العماره لانه هي واحده من الكليات اللي بيجوها الطلبه فعلا، والواحد ما يكون عارف هو ليه دخل عمارة والمهارات والأشياء المطلوبة شنو أو فدائما بنلقى الطلب بأنه في كلية العمارة يعني بقوموا بتغيروا مسارهم في السنة الثانية أو الأولى والثانية. فأنا حوضح أكثر عشان تكون للناس المحتارين. وفعلا لقيت في أسئلة يعني في واحد مثلا كان بيسأل أو واحدة ما بين هندسة طبية وهندسة معمارية، فأيوة فشتاني بين الاثنين. ليه؟ لأنه هي إذا اختارت دي ممكن يكون ميولة مختلف. سريع هعرف هندسة العمارة هي شنو. هي هندسة أو تعرف بهندسة المباني، تخصص هندسي بيقوم بدراسة العديد من فروع الهندسة المعمارية، فروع الهندسة المختلفة أثناء دراستك لهندسة المباني. اهتمامه بهندسة المباني لتحقيق الوظيفة أو الهدف من أجله تم إنشاء هذا المبنى. فلما تجي تصمم مبنى لابد أنك تدرس من العامل الاجتماعية المتعلقة بسلوك المستخدمين للمبنى ديل، هل هو مبنى سكني، مبنى صناعي، مبنى زراعي، ما إلى ذلك. أوكي. وفي نفس الوقت هي يعني الهندسة اللي بتدرس فيها كل فروع الهندسات الأخرى. مفترض تكون مهتم بمجال بدراسة هندسة المبنى بدءا من التربة، فيبقى أنت بتلقى عندك تخصصات في هندسة التربة، عندك تخصصات متعلقة بالتشييد والبناء بمواد البناء فبتدرس كورسات، عندك تخصصات متعلقة بالتكييف والتبريد فبتدرس جزء أو كورسات في هندسة التبريد أو كورس مثلا هندسة المساحة، علوم المناخ. فهو متكامل. ليه؟ لأنه أنا أساساً بوظف المبنى على أساس أنه يكون ملائم وظيفياً للناس المستخدمين المبنى دي. فعشان كده هي بتلقى أنه بتدرس أنت جميع أو عدد كبير من أفروع الفروع الهندسية الأخرى بحيث أنه هي تتكامل مع بعض وتحقق لي الهدف الأساسي تم من إنشاء المبنى. عندها عدة تخصصات، في تخصصات متعلقة بهندسة البناء والتشييد، في التخصصات المتعلقة بالخدمات المباني، وفي تخصصات متعلقة بالتخطيط العمراني والإسكان، في تخصصات متعلقة باللاندسكيبينج أو هندسة المناظر الطبيعية، فيها تخصصات متعلقة بالاستدامة والهندسة البيئية. يعني فيها تداخل كبير جدا مع أغلب الهندسيات بحيث أنه أنا يعني البيزك ممكن يكون هو هندسة عمارة لكن أنا أكون متخصصة في إدارة مشروعات مثلا، أو أكون متخصصة في تشييد أو إنشاءات، أو أكون مثلا متخصصة في تخطيط عمراني أو إسكان وما إلى ذلك. وفي نفس الوقت في تخصصات الهندسة المعماري، تخصص الهندسة المعماري التصميم المعماري ممكن أكون متخصص في أنواع بتاعة مباني محددة، يعني أكون متخصصة مثلا في تصميم المباني الصحية،
إنشائية أو أكون متخصصة مثلا في تصميم المباني الإنشائية. أنا ما بصل للتخصصات دي إلا يعني من الأوسع للنطاق الأضيق اللي هو ممكن أتحصل على حاجة دي مثلا في 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 تخصص الدكتورة. لكن مثلا في العمارة أنا بدرسها جنرال لأغلب الفروع الهندسة المتعلقة بها عشان بعدها أنا أقدر أحدد التخصص الدقيق بتاعي. تمام. فهي واحدة من الكليات يعني الطلبة بيجوها وبيكون مثلا وبتخضع لامتحان بيسمى امتحان القدرات. امتحان القدرات ده هو امتحان بسيط جدا، يعني بده الطالب مثلا أسئلة نظرية وفيه جانب عملي، مطبق يمكن في أغلب الكليات العمارة في السودان. بيكون في اختبار بتاع قدرات، يعني بيشوفوا إمكانياته أو مهاراته في الرسم، لكن ما بالضرورة إنه يكون الرسم هو العامل الأساسي بنسبة 100%، بدليل إنه في معماريين عالميين ما كان عندهم يعني مهارة الرسم بحد كبير، لكن كان عندهم الرغبة. والحاجة دي بتأكد لي واحد من النماذج اللي أنا مفترض يعني فعلا لما تختار التخصص اللي هو نموذج رفق الرغبة والفرصة والقدرات. فهو لازم أنا يكون عندي لحد كبير يعني مهارة في لحد ما يعني مهارة في الرسم، وفي نفس الوقت تكون عندي الرغبة يعني أعرف طموحاتي. من الأشياء اللي أنت بتكتسبها أثناء دراستك يعني مثلا عملك كفريق، أو مثلا الحس الفني، الاطلاع والثقافة، لأنه يعني بتدرس طبيعة بتاعت مثلا مباني مختلفة أو مجتمعات مختلفة حسب المغرض. طيب تمام. فبرضو محتاجة لإنك تكون عندك مثلا شخصية في الإقناع، ودي يعني بتلقاك من أنت طالب. واحدة من الأشياء اللي بتتعلمها يعني حلقات النقاش والنقد ومدى إقناعك مثلا. ده باختصار شديد فيما يتعلق عن هندسة العمارة. طبعا يا دكتورة يعني شهيتينا نتعمل لنا ورشة كاملة أنت تقدر برحيم على هندسة العمارة دي. الموضوع ده ما محتاج، ما داير مداخلة، داير ورشة غايمة بذاتها يعني صراحة يعني. فمش شوقين يعني أنت والمختصين كلكم نقول لنا يعني ورشة كاملة، يعني يكون المنبر حقكم تماما ترتبوه أنت وتكون المسؤولين منه أنت تماما، وإحنا كباحثين السودانيين من تحليكم المنبر أنتوا حددوا لنا اليوم بجد انه موضوع شيق جدا. ومش كزول ده اللي اختار الفيلد، لا ككارير اصلا زول المفروض تتعلمه صراحه. كارير ممتاز جدا وجميل، واتمنى يعني انتوا المختصين ان شاء الله ما في مشكله ان شاء الله. يعني نحاول. انا سابقا او جامعه جازان، لكن حاليا متجهه الى السودان. مش متأكدة لكن أذكر، لكن في السودان دي، السودان دي جميلة. لا مؤقتا إن شاء الله، مؤقتا. ممكن سؤال يا دكتور اعتزاز؟ اتفضل، ما في مشكلة. أنا طبعا يا أحمد ما أنا كنت بحلم بالهندسة، الهندسة المعمارية دخلتها، يعني دخلت مجال مختلف تماما. سؤالي إذا في طالب بيسمعنا أسي حاليا وعنده confusion between الهندسة المدنية وهندسة المعمار، لأنه شايف أنا في يعني في لخبطه كثيره، يا ريت لو بس شويه التقاطعات والاختلافات بين المساحه برضه دكتور. ايوه تمام. يلا، هندسه العماره هي بتتداخل مع الهندسه المدنيه في الحته بتاعت الانشاءات والتشييد. يعني انا لما اجي اصمم مبنى لابد انه انا اعرف الحته بتاعت الانشاء، التشييد، الاحمال على المبنى، الخرسانات، دي انا بدرسها في العماره ككورسات. لكن في الهندسه المدنيه هي اساسيه. الهندسه المدنيه يمكن يعني العماره اي واحد بيدرس الرياضيات بتوقع انه ممكن حيلقى جرعات كبيره من الرياضيات والحسابات في العماره. لا، الحاجه دي انا بلقاها في قسم الهندسه المدنيه، لانهم هم مسؤولين
عن الأحمال يعني في العمارة بدرسها ككورسات، لكن هي تخصص المهندس المدني إنه يوريني نسبة الأحمال الواقعة على المبنى، يوريني مثلا الكميات السيق وما إلى ذلك، يعني كل الأشياء المتعلقة بالحتة تحت الإنشاءات هو تخصص الهندسة المدنية. الهندسة المدنية في حد ذاتها عندها عدد من التخصصات، في هندسة الطرق والكباري، في الهندسة الصحية، دي من التخصصات. لكن المعماري ممكن يتداخل مع المدني، يعني المعماري هو المصمم، هو اللي بيدرس الوظيفة الأساسية اللي صمم لها المبنى، والمدني هو المسؤول عن إنشاء المبنى، الأساليب، الطرق، التقنيات، ما إلى ذلك. يمكن نحن في السودان يعني في خلط فعلا ما بين حتى في على مجال العملي، يعني تلقي إنه أحيانا ممكن يكون معماري أدي دور بتاع مدني ومدني يؤدي دور بتاع معماري، لكن هو في الواقع هم مكملين لبعض تماما. يعني دي بيبدأ بيخطط، بيورينا مثلا بيضع علينا تصور الأعمدة ما إلى ذلك، لكن المدني هو المسؤول عن العمود دي، الخرسانات اللي هو بخطة النسب بتاعتها كم ليك كم من الرمل الأسمنت ما إلى ذلك، السيخ الموجود. فده دل يعني داخل في حتة بتاعت حسابات ورياضيات أكثر من المهندس المعماري. ممكن يتخصص في أي مجالات الإنشاء تقريبا ممكن مع المهندس المدني. شكرا، إن شاء الله تكون الفكرة يعني وضحت الفارق شنو بين المهندس المعماري والمدني. شكرا جزيلا، واضح جدا، لانه دي قاعد تخلق لبس كثير من الطلبه. واحد زي ما قلت يكون طاشي كده وما عارف، يقول لك يا اخي خش مدنيه ولا معمار، كل واحد. لكن السيده وضحت ان شاء الله، لو في زول بيسمعنا عنده وضحت. شكرا جزيلا. والله سؤال جدا يا دكتور عبد الرحمن، انا ده لبسك شديد بين المجالات. احنا ندي فرصه لمحمد عيسى. أقترح نجاوب على سؤال حسين، ممكن طالما السؤال صوت عندي شبكة. باشمهندس أمين عندك إجابة لهم؟ طيب حسين، أول حاجة شكرا على سؤالك. لو ملاحظين في سؤال حسين، حسين قال الآن أنا طالب في الهندسة الكهربائية والإلكترونية جامعة الضعين، خلصت السنة الأولى شفوق جدا في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، لكن الآن عندنا إشكالية في عدم توفير المعامل بشكل كلي. طيب عدم توفير المعامل ده يؤثر قدر شنو في مجالي ده؟ فلو ملاحظين الحمد لله المشكلة ما عنده مشكلة في اختيار التخصص، هو الحمد لله يعني اختار التخصص وهو حابي وشفوق جدا في الهندسة الإلكترونية. المشكلة عندنا في الجامعة ما فيه، المشكلة الجامعة إنه ما موفرة المعامل، والمعامل دي مهمة جدا عشان الواحد أو الطالب يكتسب كمهندس، يكتسب البيسكس بتاعت الحرفة اليدوية. أنا قبل كان قلت في كلامي، ما أعرف إذا حسين سمعني ولا لا، إنه الهندسة مقسومة قسمين يا حسين. عندك الهندسة البحثية اللي هم الناس اللي بيعملوا، المهندس اللي بيكون شغله مركز أكثر على الأبحاث وإنه يشوف حلول جديدة وإلى آخره، والمهندس العملي اللي هو زي اللي هو بس شغله انه شنو صيانة سيرفيس، يصلح الجهاز الفلاني، يصلح المكنة، الناس المصانع يتصلوا له يا معلم انا عندي مشكلة في الحاجة الفلانية، تمشي تصلح الجنريتر الى اخره. فده قسم الحرفة اليدوية. اذا انت حابب تتخصص بالحاجة دي، وده من كلامك ده اللي انا شايفه، دي حاجة جدا جميلة. هاي برضو فيها شغل ابحاث، لكن شغل الابحاث 20% والشغل اليدوي 80%. هنا إحنا عندنا مشكلة. لكن إذا أنت حابب تتخصص في مجال الأبحاث، يعني تكون باحث في مجال الهندسة الإلكترونية، تشوف حلول جديدة، تخترع تلفون آيفون جديد مثلا إلى آخره، دي هنا يلا شنو؟ هنا الحكاية بتاعت المعامل، عدم توفير المعامل ما مشكلة، ما إشكالية، لأن أنت شغلك نظري أكثر حاجة. لكن برضو برجع بقول لك، الشغل العملي جدا مهم في المجال اللي انت حتشتغل بيه، شغل يدوي او حرفي الى اخره.
دي نقطة. النقطة الثانية اللي عايز أقولها لك إنه مهما كان اشتغلت شنو شغل عملي في الجامعة ده في النهاية it's about only 20% من اللي حتشوفه بعدين في الحقيقة في المصانع أو في الشركات. المعامل بتديك بس الأساسيات، ما بتديك ما بتديك المصنع عامل كيف أو أول الشركات المصنعية عاملة كيف، لأنه طبعا ما في طريقة نهائي. ف ده كله 20% الشغل بتاع الجامعة اللي بنتعلمه في الجامعة اليدوي ده، ده عبارة عن 20% عن اللي حتشوفه في الحقيقة. فال 20% دي مهمة جدا، لأنه أنت حتتعلم سريع من الشركة اللي حتشتغل معاها في المصانع. أوكي، فالفرق بينك وبين الجامعة والفرد له المعامل إنه ده يتعلم أكتر. أنتوا الاثنين لازم تتعلموا في الشركة، لكن ده يتعلم أكتر وأسرع منك. فكحل لمشكلتك انا بقترح انك تشوف لك جامعه ثانيه متواجد في المعامل، او ما عارف هل ممكن يا باشمهندس احمد ممكن انت تفيدنا في حل من الحلول. يعني يلا يعني. ما عارف، لكن في مبادرات انا ممكن احاول نشوف جامعه الدعين. والله احنا طبعا مبادرات يا دكتور امين سعينا على مستوى جامعات كثير، حس جامعه غرب كردفان وجامعات كلها نحاول ناهل فيها. لكن طبعا احنا كمبادرات صعبه يعني تكون لايك جفرمنت او لايك حاجه زي دي. يعني انت عارف الحياه يعني دي كلها شير، يعني احنا من ناس شباب كده بنلم شير من نفسنا، نشترك مكونات عاديين ونمشي وديها لهم. فالحياه دي ديفكلت شديد. لكن يا حسين عشان شغفك ده انا حركت تماما، احاول قدر الامكان في فيرشوال لاب. تمام، في فيرشوال لاب بتتيح لك انك تشتغل الشغل، يعني تركب الكومبوننت كلها فيرشوال. انا بحاول كان ارسل لك، طبعا المشكله برضو بتاعت الانترنت تواجهك. لكن ما دام انت دخلت هنا صدقني ما حتواجهك كثير. ان شاء الله يكون سامعين حسين في الشات، اكتب لي لو سامعني ولا لا عشان ممكن نتكلم وانت ما سامعني حسين. لانه خصوصا في الدوائر في الهندسه الالكترونيه يعني الاساسيات بتاعت انه كيف يعمل الدائره الكهربائيه، وكيف يعمل كيف يصنع الـ يعني مثلا الجهاز عباره عن بيعمل مثلا زي مثلا من الاساسيات بعلمه كيف تصنع آلة حاسبه، كيف تصنع حاجات الخفيفه دي. فدي يعني جدا جدا مهم. يلا وفي برامج بنوصيها برضه يا امين، بنوصيها برنامج زي بلوتوث زي برامج دي احنا بنوصيها. طيب بالضبط، فحنساعدك يا حسين بحاجه. عندي رقم كاتب في الشات، هل في شركات سودانيه بتتعاون في الحاجه دي كمان؟ ما في والله للاسف، يعني احنا الجهات كلها استثماريه تماما. أيوة. يعني حتى في ناس جهات نتكلم بكل شفافيه، في جهات بتبيع مشاريع يعني هم ما شغالين كاز يعني نولج يعني ساينتفك، ما في زول ما بي يعني احنا عندنا اوبريتر في السودان، انا موظف ناس اوبريتر. ايوه بالضبط، بدنا ان تقرا الحاجه تعرف الحاجه. لا هم عندهم بس تولز حافظنا وما بره للزول ذاته. صراحه عندنا مشكله في الشير نولج، يعني حس عندنا في السوفت وير انجينيرنج انا عملنا لنا ورشه قبل كده بنشرح المجال، في ناس بتستغرب تشرحه تدري اسرار المهنه. طبعا هم يطورون اسرار، هم ما عارفين العالم مشى وين بالضبط. ايوه حسين ان شاء الله انا بحاول رقمي مكتوب. انا ما اوعدك صراحه ان احنا مبادرات، انا ما اوعدك نهائي، لكن بحاول لك يا حسين. على مجهود شخصي مني بحاول. الجزء الثاني من كلام حسين قال وكمان هل حضوري لكورسات اونلاين في الكهرباء يكفي على ان افهم الهندسه الكهربائيه والالكترونيه جيد، والمشاكل اللي بتواجهني لقدام الدراسات العليا وفرص التوظيف شنو والالتحاق بالمنحه الخارجيه ورقم الهندسي؟ طبعا كل ما اخذت كورسات، كل ما اخذت حاجات مهما كانت اونلاين ما اونلاين، دي طبعا حاجه كويسه، حاجه مفيده. يعني انا مثلا قاعد اخذ كورسات اونلاين عن الداتا ساينس، عن البروجرامينج، دي كلها حاجات بتفيدك في تخصصك في الكهرباء. ده كمان حتى بعد ما تتخرج مفروض الشركات مهما اشتغلت في السودان او خارج السودان بتديك كورسات، تمشي بتقول لك امشي الجامعه الفلانيه اقرا الحاجه الفلانيه، لانه دي كمان مهمه. فدي حاجات اكيد حتفيدك. دراسات عليا كده انت ما شاء الله بدأت تخش في شنو، في نظريه الابحاث والبحث العلمي والى اخره، ده كده انت معناته الشغل العملي ما حد يشتغل به كثير. ف وغير كده يعني امين احنا نشجع، لانه الان هو طالب سنه اولى والحمد لله دخل معنا هنا برامج. انا مبسوط منه والله سعيد جدا. ايوه بالضبط حسين، انت الان كونك جيت هنا صدقني ده مجهود كبير جدا ودلاله انك انت ان شاء الله ماشي للمستقبل. وقلت لك ان شاء الله اتصل يا محمد عيسى. حسين ان شاء الله اكون ادالك اجابه وافيه. بسمع لك بالحماس بتاعكم ده مع احمد مع حسين، اذا هو سامعنا
اذا هو عنده انترنت كويس، اذا هو عنده انترنت كويس وبيقدر يخش على كورس سيره ويقدر صح يعني يقرا ويواصل في كورس اونلاين، انا ممكن في كورس اسمه Electric Power System. يلا حتبقى مشكلة كورسيرا بدون مقاطعة لكلامك، انه لازم يدفع بالكريدت كارد، والكريدت كارد ما مفعله في السودان. لا بس الشهادة يا دكتور، لا في كورسات بتاخذها فري تقراها، لكن الشهادة اللي بيخش فممكن الشهادة دي تكون مخزنة عنده في البروفايل بتاعه وممكن يطلعها في اي لحظة ثانية. ده كلام ممتاز ممتاز جدا. انا ممكن اساعده تماما في الموضوع ده، واذا هو جرانتيد انه هو بيقدر يخش الكورس ده ويواصل فيه كويس لحد ما توجيت السيرتيفيكات، انا هدفع له حق السيرتيفيكات. يلا يا حس تواصل معي حسن. ايوه تواصل مع عبد الرحيم عشان توريه انك تقدر تخش والانترنت بتاعك فتديك حسين. ان شاء الله يكون سامعنا. حسين لو سامعني ذاته، لو عندك اي اسئله زياده عن الكهرباء ممكن تتواصل معي في الخاص كمان. تمام ندي فرصه لاحمد عيسى. حسين يتكلم معنا في الشات، اي سؤال لو انت حسيت من كلامنا ممكن تتكلم في الشات. تمام احمد حسين، محمد عيسى تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا محمد عيسى، بسأل عن، أنا أصلاً عاوز أقرأ هندسة طيران لكن ما أعرف أقرأ هندسة طيران أول بعدين أحضر في التخصصات الثانية، يعني الطيران بعدين أروح على الكهرباء وكده، ولا أقرأ كهرباء بعدين تخصص طيران؟ لا ما أعرف إذا كان الكهرباء في تخصصات طيران يعني بعدين أحضر فيها. الاثنين مختلفين، ما تقدر تخش في الاثنين سوا. مختلفة. لكن عندهم علاقة مع بعض. يلا أنا في حاجة ده أقول للناس، أن إحنا لاحظنا زي ذكر عبد الرحيم ذكر أمين، يلا يا جماعة أي حاجة في العالم ده بقت مرتبطة مع بعض، لكن أقرب يعني الارتباط كله ما الحياة زادت قربا من بعض، علاقاتها بقت قريبة. يعني مثلا هندسة مدنية هندسة معمار الديفرنس بتاعهم صعب، يعني أنا ممكن ألقى هندسة مدنية شغال نفس شغل هندسة معمار في بعض البروجكت، لكن في ديفرنس بينهم. تمام يلا هندسة طيران وهندسه كهرباء في فرق بيناتهم. تمام تمام. لكن لو انت عاوز تعرف مور انفورميشن عن الطيران برضو رقم يشيله، انا بوديك المطار عنده علاقه بهم كويسه جدا، بخليك تتواصل مع الاساتذه بتاع هندسه طيران وهم يفيدوك. هندسه كهرباء برضو ممكن يعني بعد دكتور امين والناس المتخصصين كهرباء يفيدوك، لكن هندسه طيران انا ممكن اساعدك. رقمي في الشات لو ما شاف بوريك من جديد. اتصل علي زول داير باي حاجه عن هندسه الطيران، انا حوديه مطار طوالي عنده علاقه هناك كويسه جدا. تفضل يا دكتور رازي. بس عندي سؤال ثاني معلش. تفضل. السؤال الثاني عندي صاحبي بس ما قاري في السودان، قاري برا السودان، لكن المشكله انه عاوز المنح الخارجيه، دار يعرف المنح الخارجيه لو قرب السودان ودار يسافر مرة يعني برا السودان يقرا الجامعه، لكن هو ما عارف المنح تعتمد على الجواز انه يكون سوداني ولا يكون يعني على حسب الدوله حق الشهاده. وغير كده برضو يعني انا سمعت من دكتور امين قال الدول الناميه يكون في تخفيض ويكون في كده يعني منح. ايوه في منح زي للدول الناميه يا احمد عيسى. اي لكن ده اعرف يعني مثلا لو واحد قرى برا السودان وعاوز يسافر برا، يعني المنح دي بتكون يعني سهله وكده ولا فيها صعوبه؟ طبعا سؤالك ده يعتبر كسوداني ولا لا يعني؟ اكيد سوداني طبعا، اكيد سوداني حتى لو قرا برا السودان. يعني امين ده قرا في قطر بالمناسبه، صح يا امين؟ صح هاي يا ومن قطر، لكن وقت قدم منحه قدم كسوداني في جواز السوداني. هاي كلنا سودانيين لحد الان، احنا قد مشينا المنح دي اعتقد كلنا سودانيين، ما عندنا غير الباسبورت الازرق ده. هاي بالضبط كده. حتى لو شهادته اجنبيه. اتفضل يا دكتور رازي، شهادته اجنبيه وسوداني. الجواز بحدد ليك يعني، هو ده انت شايل جوازك فيدك ما يفرزوك انت. طيب بالنسبه لاخونا محمد عيسى، انا لما قدمت لهولندا اوتوماتيكلي حاجه انا ما كنت عارفها ذاته، طلعت لي منحه 50% تخفيض للرسوم الدراسه عشان جوازي سوداني. فهمتني كيف؟ دي حاجه اكتشفتها معظم الجامعات في هولندا بيعملوها لك، لانهم بيهتموا بدول العالم الثالث، انه بجد بيشوفوا حاجه سمح انه زول جاي من افريقيا او من اسيا الشرقيه وتيفر انه دار يتعلم. فدي حاجه جدا جميله يعني، انا لما اتخلعت يعني فلما بحس في الموضوع اكتشفت انه ما بس جزء منحه في هولندا دي موجود. ها
لا معلش معلش سمح سمح تفضلي طوالي، لو في استفسار من الفيسبوك نقولي لنا احنا عشان نجاوب. ما مشكله بس لما تنتهوا النقطه دي. اوكي فما بس المنحه دي، لكن في منح ثانيه كثيره يعني بشتى الانواع والاشكال للانترناشونال ستودنتس، مهما كنت مثلا منح رياضيه، منح علميه، عمليه الى اخره، موجوده. كان رسلت انا اللينك الثاني ستدي ان هولندا لمزيد من المعلومات. يعني اللينك الاول عباره عن لينك بتاع فيسبوك، ده فيه معلومات عن منح لالمانيا. المانيا بتدي منح 100% مجانيه، اللهم بس عليك المصاريف الشخصيه حقتك والكتب الى ما اخره يعني. بس مشكله المانيا حتكون اللغه بالالمانيه، يعني انت حتاخذ سنه اولى لازم تتعلم باللغه الالمانيه. وفي نفس الوقت انت ما ممكن تشوفها مشكله، ممكن تشوفها حاجه ايجابيه، يعني حياه جديده، لغه جديده، الغربه ذاتها بتعلم من شخصيتك، يعني مغامره سمحه ذاته يعني. فابحث من الموضوع ويعني اخذ الموضوع ستيب باي ستيب، والامور يعني بتسهل لك ان شاء الله. ان شاء الله. احنا طبعا سمحنا نشوف الفيسبوك هتجاوب، وندي فرصه بعدين ليوزر. طبعا يوزر ده ما كانت اسمه، تفضل يا سماح. طيب تمام، شكرا جزيلا. بالنسبه لحسن جمال كان بيستفسر عن لو زول بيحب يعني عنده ميول مختلفه في الهندسيات والفيزياء والاحياء والتخصصات الطبيه وكذا وكذا، فهو بيسال هل الحاجه دي بتكون في البايو انفورماتكس، التخصص حق البايو انفورماتكس، وهل ممكن يشتغل يعني بعدين، حيشتغل شنو يعني في الفيوتشر. بالنسبه للبايو انفورماتكس ثاني بحب اوضح انه هو ما يعني بين تو ديسيبلينز، اللي هو بين الاي تي والكمبيوتر ساينس والأحياء. يعني في الأحياء ذاتها إحنا بيستخدم الداتا اللي بنطلعها من الأبحاث في اللاين حق في البحث، أبحاث الأحيائية، وبنعالجها بالتطبيقات الحاسوب والرياضيات والحقيقة زي دي. ففي النهاية الشغل حيكون أكتر شيء في الكودينج مثلا، إذا هو درس آي تي أو إذا في الجغر أحياء، يعني في النهاية حيكون في البحث العلمي. فده ده الشغل اللي حيكون في الفوجي. لو هو حابب يشتغل في البحث العلمي ممكن جو اهيد يعني. أنا ممكن انا سوفت وير انجينير، ممكن اعمل ماستر معاكم. شنو ثاني؟ انا سوفت وير انجينير، ممكن اعمل ماستر معاكم. طوالي طبعا اكيد. هي احنا محتاجين فممكن يعني داخل مع بعض التخصصات دي، فممكن جاي من هندسه او من بذات مثلا في الاي تي أو من الأحياء من جهة الـ. ممكن مداخلة بسيطة لو تكرمتوا؟ تفضلي. في right now حتى ناس الماثماتيكس عندنا، أنا متخصصة بيرولوجي، فعندنا عن الداتا اللي بتطلع من الفيرال انفكشن والكوفيد الآن we can make it as بنعملها في model as statistical model أو mathematical model. فالآن في correlation، في علاقة بين الماث والبيولوجي. أنت أساس بالمناسبة يا دكتورة. أول حاجة طبعاً عندنا التأسيس الدولة نتكلم دكتور رازي. دكتور رازي مفروض ما نتكلم إحنا، دكتور رازي دخل فوالي إحنا نكون ساكتين. لكن بس أقول حاجة بس يا دكتورة نهلة، أنه أصلاً الماثماتيك هو أساس الكمبيوتر، والكمبيوتر هو الآن صراحة نكون واقعين، الكمبيوتر بيجي في أي فيه أي مجال مهما أنت مهما كان مجالك. أنا بنصح أي زر الآن بسمع اللايف ده، وي زرعها بعرفه وانتم بتعرفوه، انصحوه مهما دلجر اي مجال لازم تتعلم الكمبيوتر. يعني نكون واقعيين، مهما كان مجالك تتعلم الكمبيوتر. ستيفن جوبز الكلام ده في بدايه الالفينات قال حاجه واحده، قال يعني بيتكلم قال وكنت انت تتعلم البرمجه انت هتعرف تقدر تتعلم تفكر كيف. اكزاكتلي بالضبط يعني. الكمبيوتر دلوقتي زي القلم والورقه. اكزاكتلي بالضبط كده بالضبط ان شاء الله. واحنا طبعا يعني عندنا مبادرات هي قايمه بتاع التعليم الالكتروني للمعلمين الاساسي والثانوي، عشان ثاني نبي الكمبيوتر ده يبدا من تحت. احنا ما دارين نبدا من فوق، دارين نبدا من تحت. طبعا اكيد الاجيال طلعت دي زي جيلي انا تعلمنا كبار، لكن ان شاء الله يعني زي ناس عمر، زي ناس دير قاعدين معانا ده كلهم يبدا التغيير منهم ويبدا منهم ان شاء الله. دكتور رادي في الاستاتستيك عندك اي مداخله؟ ده انا قبل المداخله بتاعتي وتعليق على دكتوره نهله، داير اشير لحاجه الشات اللي بيجي طويل شويه يعني. اي ف
ممكن بعد نهايه الجلسه دي تقوم تلخص مش الاسئله بتاعت الناس، تكتب ارقام التليفونات بتاعت الناس اللي ممكن تكون تليفوناتها متاحه، على اساس انه بعد ذاك اذا في واتساب كويشنز او اي حاجه ممكن يلحقونا بها هناك تجينا. ونحن يعني الايام دي انا شويه كده في اجازه، ف يعني اي محل موجود عليه طوال. تمام، دي فرصه جميله. يلا نرجع لنهله. هو مجال الباي انفورماتيك ده الاستاتستيك فيه عنصر مهم جدا. الكوفيد 19 ده بيشتغلوا فيه الايام دي بحاجه اسمها الاوت بريك ستاتستيك. الاوت بريك ستاتستيك دي هي بيسموها يعني اذا بالعربي بيسموها قول مثلا احصاء اثناء الجائحه. يعني الاحصاء ما انت بتجمع البيانات بعدها دي تعمل الموديل بتاعك. في الاوت بريك ستاتستيك الموديل والداتا كولكشن بيكون الاثنين ماشات مع بعض. فده بيخلي انه المعلومات تكون ماشيه بطريقه بيكون فيها رابيد تشينج، يعني تغيير كل فتره تكون قصيره. ممكن تطلع اسوء بتلاحظوا كل يومين طالع ورقه جديده، طالع بحث جديد، طالع نتائج جديد. تذكروا الملاريا بيل مش كان زمان في دراسه كده عملوها ناس نادر ابو زيد، قالوا انه الحزام بتاع الملاريا ده الكورونا دي حتكون اقل. فالبايو انفورماتيك والهيلث ستاتستيك دي حاجات مهمه جدا، والموديلنج والريجريشن. لكن الريجريشن الاول هي قالت الكلمه شنو يا نهلك بالثاني قبل شويه اخر كلمه بديها. انا عندي قصه دكتور عن الاستاتستيك والبايو انفورماتيك. والله احنا يعني شغالين في زي ما انت ذكرت عن بنعمل تريسنج للكوفيد اريا ابديمولوجي ستادي اللي هي دراسه وات ابديمولوجي بالعربي. ابديمولوجي دي بالعربي اسمها بيقولوا عليها تريسنج للوباء. وباء ايوه الوبائيه، بندرس الوبائيات عن طريق الماثيماتكس. ايوه بنعمل موديلنج للداتا اللي بتجي من الانفكشوس اريا والانفكشوس بوبليشن، وبيدخلوا طوالي وبط... طبعا احنا شغال الحاجه برضه في المشين ليرنينج، لكن طبعا عشان احنا الطلبه بتاعنا دايما لنا نسوم. لكن انا بس عندي قصه للسكول في الماثيماتيك في الاستاتيك سوري، وعلاقتها بكيف انها تقدر تتنبأ لك بامراض او باحداث ثانيه. الماثيماتيك هي اساس كل المجالات، معمار، دراسه ماثيماتيك، مدنيه، الكترونيك، وات ايفر انت الحاجه اللي تخشها الماثيماتيك بتهمك شديد، بالذات المجالات الابلاي فيها التطبيقيه. ما المجالات السيوري يعني المجالات التطبيقيه دي بتهتم جدا بالماثيماتيك لان كلها تفاصيل. في قصه طعام بتاعت مرضى السرطان اللي لسه دي اكتشفوها عن طريق حاجه بسيطه جدا. زمان في بريطانيا كان مرض سرطان اسمه شنو لسه دي كان كثير جدا وشايع، فما عارفين بيجي من وين. يلا جايبين صوره قبل كده للاطباء اللي بيعملوا سرطان اللي لسه ده يشوفوهم، لاقين انه طبعا كلهم يجوا من الحروب، الحرب العالميه الثانيه وكده، وبيجي فبيجي مدمن بتاع سجاير. فهم قاعدين يعملوا الاستاديز تلقاهم في الصوره بيشربوا سجاير كلهم وبيفتشوا السبب اللي بيجيب سرطان اللي لسه شنو. فهم ما عارفين ذاته اوريدي اللي بيجيب السبب شنو. فواحد كان سبحان الله بس جمع داتا بتاعت الزول اللي توفوا ديل كانوا بيعملوا شوف حياتهم، فلقى العامل المشترك من الستاتستيك انه كلهم بيشربوا سجاير. سبحان الله بس تنبا انه ما دام في عامل مشترك واحد لقى بس انه كلهم بيشربوا سجاير، والداتا ده سبحان الله متاحه فقط للدكاتره. يعني عندهم في بريطانيا اي دكتور من يتولد لحد ما مات سوري من ما بقى دكتور لحد ما مات بيكتبوا له يعني دوكيومنتيشن بتاعه. فتتبع لقى انه الفرق السبب جمع الناس دي كلهم انه بيشربوا سجاير. فسبحان الله يعني الستاتستيك من عالم بتاع الرياضيات اكتشف من اكبر الامراض المؤثره كانت هي السجاير. ف يعني بجد الماثيماتيك ممكن اغير حتى الزول في فيلد مختلف، يعني زي الطب الماثيماتيك او الستاتستيك غيرت حاجات كثير جدا في المجال ككل. فالستاتيك حاجه مهمه جدا والاحصاء، ونتمنى برضه طلبتنا يركزوا عليها برضه هي زي الحاسوب حياة أساسية تماما مهما كان مجالك، إذا كان تطبيقي، إذا كانت
اي مجال، انا بنصحك بان الكمبيوتر ستاتستيك احصاء عموما بتحاول قدر الامكان تغطي حاجتك. نشوف اليوزر، الواحد نسجل اسمه يوزر رافع يده، وبعد يوزر ده تفضل يا يوزر. السلام عليكم. عايز اسمك. انا محمد علي، امتحنت السنه دي وجبت 75. مبروك. يلا، انا زمان كنت مهتم بالمصانع وعمليات الانتاج اللي بتتم في المصانع، وطبعا امتحنت علمي هندسيه، وعشان اخش لما الجامعه اخش عشان اشتغل في المصانع في خطوط الانتاج والروبوتات اللي بتتم بتساعد في عمليه التصنيع. فانا سي ما اعرف اتخصص اخش الجامعه بعدين ميكاترونيك ولا اخش هندسه معدات ثقيله. شكرا. امين. اولا اوجه الزلم المختص. طيب سؤال جدا ممتاز. اول شيء الحاجه سمحه ان انت فعلا عاجباك هندسه المصانع، عشان شنو؟ عشان زي ما قلت هندسه المنتجات دي حاجه جميله جدا. هنا يلا في تخصصات مختلفه من الكهرباء ذاتها، كان انا ذكرتها قبل في البدايه. لو كنت معانا من البداية ما متأكد، لكن أنا كان شرحت الهندسة الكهربائية بتتقسم لقسمين، إلكترونية و Power Automation. Power Automation ده تخصصي، اللي هو الهندسة هندسة التشغيل الآلي، معاي كيف؟ هندسة التشغيل الآلي أنت ممكن تتخصص فيها أكتر، أوكي؟ منها شنو؟ Robotics، منها Instrumentation، منا الى اخره، تمام. روبوتكس كان زميلنا جبال مصعب امين هنا في السودان، ما مخص... انا بس معلش المقاطعه، اسف جدا. التكسيبه بتاعتها مختلفه من التكسيبه بتاعتها في السودان، هندسه كهرباء في هندسه الكترونيه، يعني السودان مختلفه. اي واحد يقسم براو في خرطوم وجامعه ثانيه في هندسه كهرباء الكترونيه، يعني خرطوم الاسلاميه هندسه كهرباء الكترونيه جواها في ثلاثه فيلد، تمام. هندسه كهرباء تقرا تتخصص يا باور سنة رابعة، تختار المجال يا اليوزر محمد تقريبا، يبدأ تتخصص باور، يبدأ تتخصص تحكم، يا هندسة اتصالات، تمام. أما في جامعة الخرطوم وجامعة التغانة عندهم مجال رابع بالتخصص هندسة برمجيات نظم إلكترونية، تمام. إحنا ما عندنا أوتوميشن أصلا وحياة زي، عندنا تحكم هو بيغطي الشغل بتاع الاستادة والكنترول كل التفاصيل، الأردوين والتفاصيل دي كلها قاعدة في التحكم. أي يعني انت عندك اثنين يا محمد، تقدر هندسه كهرباء او ميكاترونكس في جامعه المشرق والجامعه دي تتواجد مباشره ميكاترونكس، لكن في الجامعات الحكوميه والجامعات المعظمه ما في ميكاترونكس في البكالوريوس، في ماستر بس في جامعه السودان، لكن ما في بكالوريوس. عندك في البكالوريوس هندسه كهرباء او هندسه الكترونيه، تمام، مختلفات، او هندسه كهرباء الكترونيه بتلقى جامعه السودان الخرطوم وجامعه الاسلاميه. جامعه السودان عندها منفصلات في الكليه، بتخصص بعد تحكم عشان تاخذ التحكم بتاع الاوتوميشن كله، بعدها تتخصص في الماستر. يا هو الكلام بتاع دكتور امين انه احنا ما عندنا الا في البكالوريوس في السودان يا دكتور امين. مختلفه التقسيمات، مختلفه. اي مختلفه. احنا التقسيمات لسه قديمه، باور وتحكم كبيره جدا، وجواها حاجات كثيره، بعدها تختار انت بقروك كل شيء. يعني بالضبط. ايوه. بعد تطلع جنرال، بعدها تختار مثل روبوتك او مثلا ماشين ليرنينج. ايوه روبوتكس ماشين ليرنينج. أيوة. بالضبط. هاي بعدين ممكن تتفرع. بنصحك مش كهرباء او الكترونيات، الاثنين بيدخلوا نفس الفيلد. بعد تختار تحكم لو انت حابي، واثناء انت بتقرا اكيد طبعا شنو بعد دوره بتختلف. بالمناسبه هندسه ميكانيكا برضه بتدخل اللي يعني. تمام. وبرضه في هندسه شنو دكتور، في بالمناسبه الهندسه دي يعني كلها بتدخل بسرعه، لان بقريك البيزك واحد، هندسه زراعه، هندسه ميكانيكا، هندسه كهرباء، البيزك بتاعهم واحد من يعني من سنه اولى ليه رابعه او ثالثه، مواد مشتركه. الديفرنس بتاعهم كم ماده؟ يعني انت ممكن باي كورس تقرا لك كم كورس كده، ممكن تكون يعني جنرال. فجود لك كهرباء او كهرباء الكترونيه بيدخلوك الاثنين، ده حسب السودان تقرا مين. احنا طبعا مختلفين. لا 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 فاهمك احنا مختلف، لقينا الناس افضل. ان شاء الله تكون يا يوزر هو تقريبا الشيء اللي طلع. ولا موجود، سوري، الهارد لقيته برضك. فطبعا دكتور امين ده الحاجه اللي بيقولها لك دي بالمناسبه هي مهمه جدا، انه برا السودان دايرين تخصص دقيق، ما دايرين انك تكون جنرال، فانت يا تكون روبوتك يا تكون ماشين ليرن يا داتا ساينس يا كذا، فانت حاول تطلع من هنا في الماستر تخصص. عموما
كهرباء يا كهرباء الكترونيه يا ميكانيكا، الثلاثه بيدخلوك وان شاء الله توفق. لكن مهما عملت الجامعه بتديك اكثر من 10%، اطمنك الباقي عليك. انا بتكلم عن جامعات السودانيه طبعا، جامعات البر. لا كلامك صح، ده حتى الكلام اللي قلته قبل لحسين انه دي حاجه عامه، انه ال 15% وال 20% دي ده بس الجامعه، الباقي عليك فعلا. اي بالضبط كده. ف جود لك، واحنا برضه معاك، انا هندسه كهرباء برضه، وامين هندسه كهرباء، وكل الاخوه بالمناسبه تستعين بينا كلنا، ناس الستاتستيك، ناس الوات ايفر، وزميلك برضه حسين، انكم كلكم برضه في بيئه واحده، الناس تتواصل مع بعض، ندخل الكوميونتي، تقدر خلينا ننهض بالبلد. جماعه الوقت مش شديد، انا السيشن ده حلو شديد، ادي كلمه ترازي لانه الوالد الروحي لنا هنا. لا دقائق نديك تختم انت طبعا، الختام طبعا اللي هيك بتاعت ترازي. انا بس عشان الوقت صراحه، والوقت جري شديد، لكن في ناس جو حسه داخلين يا داب. انا بتمنى لو اي زول فيك الناس جو حسي اذا عنده سؤال، اذا طوال يا جماعه ما ينتظر، انتظرنا احنا نقول لو عندك سؤال، ازل طوالي تمام. لان الوقت جري شديد، والناس دي كلها يعني بجد انا شاكر لكم كثير جدا جدا، ضحيتوا بزمانكم الغالي والنفيس، ورغم انه عندكم مشاغل، ويعني دكتور سماح عندها دكتوراه شغاله فيها، ودكتور امين عندها شغل، ودكتور رازي بجد شكرا لك، دكتور عبد الرحيم، وكل الاخوه المشاركين يعني تهاني، وكل التفاصيل انا بدون ذكر الاسماء، كل التفاصيل بجد انا شاكر لكم كثير. بتمنى اذا في سؤال من عبد من اي شخص الان اخش طوالي، لو ما في ندي كلمه ختاميه للدكتور رازي تفضل. اشكرك جدا يا دكتور احمد باشمهندس احمد. اول حاجه انا لا بروح ولا انا دور صغير قدركم. اشكرك جدا على ترتيبك وعلى استضافتك للميتنج ديا، وحقيقة أنا كنت متوقع إنه الليلة نقدر نجاوب على كل الأسئلة، وطبعاً دي صعبة جداً، لكن أجبنا عن عدد كبير من الأسئلة، لكن واضح إنه الموضوع حيستمر تاني في جلسة ثالثة ورابعة وكذا. وكان موعودين الليلة بإنه نستضيف دكتور كمال اختصاصي علم الاجتماع عشان يتكلم لنا عن قراية البنات خارج السودان، ومدى تقبل المجتمع عليها ونظرة المجتمع عليها وكذا، عشان يدينا نظرة مختلفة، لأن احنا تكلمنا عن النسب والمعدلات والرغبة والتفاصيل فيها، لكن ما تكلمنا عن تأثير المجتمع في اختيار نوعية الدراسة للبنات وللأولاد أنا سعيدة جدا بأسئلة أولادنا كلهم وبناتنا، وكان بودنا الجلسة تستمر الآن، باقي لنا من الأربع ساعات تقريبا هنا طوالي الزاري 8 دقائق. في زول عنده سؤال عشان يجاوب؟ لينا لو عندك سؤال زاري. احنا الاولويه لكم، احنا الليله احنا بقينا الطلبه، احنا انا كاستاذ احمد، استاذ رازي، كلنا طلبه، امين كلنا، وعبد الرحيم وسماح كلنا طلبه. عندك سؤال انت قود زي ما بيقولوا التيم كلك، تفضل لينا لو عندك سؤال. انا قريت اي جي سي اس اي وامتحنتها السي وشايله بيولوجي، لكن يعني بقول اني اقرا طب، لكن ما متاكده لو دي رغبتي بجد ولا لا. انت محدده مجالك يا اخينا لينا، مظبطه امورك؟ لا انا ما متاكده يعني برضه، يعني بحب الاحياء كده عموما وبحب البيولوجي ساي، لكن ما اعرف يعني لو دي بجد ولا لا. يلا احضر مرات بقول اسمها عندكم. ايوه طبعا يا لينا، معلش يا دكتور رازي، معلش للشباب، انا بس انا جاوب عشان السؤال هي يعني برضو هي اختيار، كيف اختار تمام. لينا احنا نوجه لك نفس التواصيل بتاعت الاخوه، يعني اخوانك سالونا نفس الاسئله دي، كيف اختار اي مجال فيهم، انا يعني اجزل فينا يعني واجه نفس المشاكل دي، واضطرنا من ثالثه او من المرحله الثانويه لدخول المرحله الجامعيه، بيجيك انت انه الكارير بتاعك او التخصص بتاعك ده حيبارك طول عمرك. فانا بنصحك لينا اللي انت الحياه اللي انت ملخبطه بيهم ديل، اكتبيهم في ورقه، وامشي ابحث عن اي واحد فيهم، والحياه بتعجبك اكتبيها فيه، والحياه ما بتعجبك يعني ما تكتبيها فيه، اكتبيها فيه، يعني شنو؟ اعملي مقارنه بين نفسك انت والحياه اللي اخترتيها تمام؟ لانه الاختيار احنا نفيدك لو عندك اسئله في المجال، يعني انت مثلا عندك سؤال في الطب في التشريح مثلا، احنا نوديك لطبيب بتاع تشريح يمكن لنا، لكن ما بنقدر نقول لك اختاري تشريح او اختاري طب او اختاري هندسه او اختاري كذا. انت عندك سؤال في اي تفاصيل، احنا ممكن نساعدك، نوصلك للزول الاكسبرت او الخبير في المجال بيجاوبك اجابه مباشره، لكن
الاختيار هي تقريبا كان سؤالها في النسبه، هل بتدخلك حاجه زي تقريبا لو ضغطت هنا؟ تفضلي. لا 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 ما موضوع النسبه، بس يعني عموما ما قادر ما اعرف اختار هو اللي اختار اسنان ولا كذا. تمام. رايك شنو يا لينا؟ طب ولا اسنان يعني؟ انا بوديك بوديك اسمي اتفضل. انا ممكن افيدك، انا برضو عندنا علاقات بجامعات طبيه، تمام، في كليه اسنان وفي كليات دي تمشي ليها، تمام، نوفر لك تمشي عليها وتزالي أو مش تزالي تشوف الفيلد ذاتها كلها. انت ساكنه، لو ساكنه في الخرطوم في كليه اسمها الفجر وفي كليه الرباط، سوري الرباط، وفي كليه جامعه الرباط وفي كليه الكليات دي كلها، ايوه الزمن هاي، فكل الكليات مش الزمن. انا عايز اقول لي بنتنا لينا دي الفرق انا ما طبيب والله، لكن اريد فرق صغير بين طب الاسنان وطب البشري. شوفي انت 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 ليدي، يعني في النهايه امراه، طب الاسنان ده هو ممكن الطب الوحيد اللي انت تشتغلي وانت واقفه يا حيلك، يعني ممكن الباطنين تقعد تستمع للمريض وانت قاعده في الكرسي. طب الاسنان بتكون واقفه يا حيلك، انت وين يو ار بريجننت لما تكوني بلس جندر يا دكتور، بلس جندر. ما انت لازم تكون عارفه ده يعني، ما خلاص. انا مره لقيت زول استشاري اسنان فسالته ها واحوالك، قلنا قال لي والله نحن بعد ده كبرنا عليه، قال لي لانه زول العيان ده انت بترقد في السرير وانت بتكون واقف وبتدنقر فيه وكده واكيد هسه انا من السنه الجايه ما حاشتغل لاب في الـ في, الـ في الكمبيوتر لاب، يعني ندرس بس واقفين جنب السبوره، لانه في اللاب انت بتحتاج يعني دنجر كده وبتاع، ودي بعد ده خلاص احنا ما بنقدر على ده. فالايج فاكتور مهم جدا في اختياري، ما هي التخصص ده حتمشي فيه سنوات طويله. فطب الاسنان واحده من 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 حاجاته انك انت اغلب وقتك بتكون واقفه على حالك، ودي ما بتكون متاحه لك في كثير من الاوقات. انا ما بتكلم عنه كتخصص هو اسمه، لكن عن طبيعه عملنا. الطب طبعا برضه مجال، الطب انواعه كلها اسنان وغيره حاجه ممتازه جدا، وبعدين مهنه انسانيه في المقام الاول قبل ما تكون مهنه بتقتني منها بالضبط كده. التايم از فينيش التايم لينا، رقمي في الشات لو عاوز انا اوصلك للناس الجامعات، بضرب لك لهم تليفون وممكن اشوفهم ايامات ماشيين 200 وممكن اخليك تقابليهم. انت لو ساكنه في الخرطوم او ساكنه في بحري، الجامعات انا عندي علاقه بمعظم الجامعات، تمام، لانه عندنا التجمع بتاع الجامعات دي كلها متلمين في حته واحده. اذا انت في بحري نوفر لك الجامعات في بحري، جامعه بحري الاهليه، جامعه المشرق، خليك تمشي عليهم. اذا في الخرطوم نوفر لك جامعه الخرطوم، اذا في مدرمان نوفر لك التغاني الجامعات في مدرمان. شوفي انت حته قاعده فيها، تمام، رقمي في الشات، نوفر لك طوالي. ما اعرف، انا حكتب لك في الشات رقم ثاني عشان ايوه اوكي. انا بوفر لك انك تقدر تتواصلي معهم مباشره واوريكم بيمشوا يوم شنو او شغالين يوم شنو، لانه مع الكورونا والاجازات دي ما بيمشي يومي. خليك تمشي عليهم وتاخذ المعلومه من بعينك، تشوف الفيلد ذاته. عشان كراسي الاسنان دي كلنا عارفينها، لكن وقت تقول لك اجي في ربع ساعه بتحس بالوقفه، قالت دكتور رازي ما بتحسي بكلامه، كلامه ده ما زي ما بقوله ما له مزول، لكن الوقفه دي بتخليك تحسي. بالمناسبه انا صراحه انا بقول انه اي زول فينا زي اصابع اليد، المجالات دي كلها التنافس فيها بيبني على اساس رغبتك انت، وبالعكس كمان انا بقول اكثر من رغبتك، انه بعض المرات الطالب يا جماعه القاعد في الثانوي ده الرؤيه بتاعته ما مكتمله، يعني ممكن يكون في مجالات ما اعرفها اصلا هو دايره. فبنتمنى البحث يا جماعه، السيلف دايركشن او اتجاه الشخصي لك، انك تقدر تبحث عن المجالات، ابحث تتطور، حضر ايفنتات زي كلامنا ده، بشوف دكتور عبد الرحيم، بشوف دكتور امين، بشوف دكتور رازي، بشوف دكتور سماح. دكتور سماح حسي متخصص في فيلد في السودان نادر جدا تلقى متخصص في المانيا. دكتوره في المياه العذبه دي حاجه انت ممكن تجيبها. دكتور سماح رسل لي وقاورتين بتاعت مياه عذبه واحمد.
انا عيناتي جبتها من النيل، هو اقرب يقدر ياكل انا منها. عجبتني الفيلد بتاع صراحه، عجبتني الفكره الجديده. آه ان شاء الله، وان شاء الله هنشتغل طالما هو في الانفورميشن تكنولوجي والحياه دي خلاص طبعا ان شاء الله. من الموضوع بتاع الوقفه ده، لكن كانت تقول لها برضه هم بياخذوا قروش كثيره جدا ناس الاسنان دي. اي والله احسن مجال لينا في نحت القروش. نمشي بعدين نقلع كلنا عندها هناك ان شاء الله. بعدين انا عندي مجاي لو بقيت دكتوره اسنان علينا، انا وقت اكبر الوقت ده بكون كبير تبجيكي. قلت لكم يا جماعه وتصبحوا على خير. انا حكي اللايف بتاع الفيسبوك، فاذا شكر الناس الفيسبوك، شكرا لكم وتصبحوا على خير، ولا هو صباح الخير بالنسبه للناس اللي برا السودان، اللي جوا السودان تصبحوا على خير. التفاصيل كلها انواط هنا. لا انا هكفي اللايف مرتب. ايوه اوكي. تعرف